نحن التطوع والتطوع دربنا بالخير تأخذنا لغى الأشواق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. معكم أخوكم محمد أنور بكالوريوس صوت سنة 97، واشتغلت حوالي 10 سنوات كده مدير صيدلية في السعودية وتريننج، لأن أخدت ماجستير صيدلية كلينيكية في 2012 من ماليزيا، واشتغلت زي ما كنت بشتغل سنتين، وأخدت في 2014 البورد الأمريكي. وبدأت دكتوراه من شهر 2/2/2015 في ماليزيا في كلينيكا فارمس. بنبقى بسيطة كده هنتكلم إن شاء الله اليوم عن السيل ديزاين. السيل ديزاين من الحاجات المهمة جدا في البورد الأمريكي وفي حياتنا عامة. في البورد السيل ديزاين الباستيستيك والحاجات البسيطة بتمثل من 40-45% في الأسئلة. والحاجات دي بتعتبر مهمه جدا في لو اي حد عايز يعدي الاختبار بسهوله، يعني فيركز على جزء النون سيرابيتكس في الاختبار. البايوستيك السيل ديزاين ريزلتس ريشيو من الحاجات المهمه جدا في الاختبار في اخر السنه بالنسبه للترمي او البورد. الحاجة الثانية المهمة بالنسبة للسيل ديزاين، السيل ديزاين بتمثل هو الأساس بتاع البورد أو بتاع برضه جميع المعلومات اللي احنا بنحصل عليها الطبية، هي داخل فيها البايوستاتستيك، هي الكارديولوجي، أي مبني عندك أو جايد لاين أساسها أساسا من الستادي ديزاين. طيب زي ما قلنا إن احنا الأهمية بتاعت السيل ديزاين بالنسبة لينا ان احنا لما نيجي نقرا اي ماده علميه لشير ريفيو بنعرف الاهميه بتاعتها. في دكتور سالني مثلا عن دواء معين قريت اكثر من مرجع، فعايز اعرف مين المرجع في مكتب مصداقيه. طيب ان شاء الله اليوم المحاضره دي هتكون فيها ثلاث اربع حاجات مهمه. تمام، اول حاجه هنركز فيها ان احنا نفهم يعني ايه سيل ديزاين. هنطلع فاهمين كويس يعني ايه سيل ديزاين، سواء هنمتحن بورد او مش هنمتحن. هنا هركز على حل اسئله خاصه باختبار البورد. المحاضره ان شاء الله فيها اكثر من 100 سؤال وحله. تمام، الحاجه الثالثه ان احنا هنحاول نركز على حاجات البورد. دايما في حاجات حوالي من 5-10% بتيجي من بره المنهج بيكون هم ملمحين عليها في الكتاب بتاعهم. احنا هنا برضو في حاجات ذاكرينها عشان تغطي كل الموضوع. يعني باختصار المحاضره دي هيكون فيها كل ما يخص البول. فيها كل ما هو مكتوب في الكتاب، البي دي اف بتاع البول كله موجود فيها مع اسئله على كل جزء ان شاء الله هنحلها مع بعض. طيب السؤال ده بالنسبه للفارماسيست. انا دلوقتي لو في دكتور سالني قال لي والله يا دكتور انا في عندي ديشن في ال 30 كلاس بتاعه اقل من 40 مللي بالبرمينت. تمام، طيب انا هديلك اديله متفورمن ولا مديش متفورمن؟ اديله متفورمن ولا لا؟ وهو عنده في 30 كاس بتاعه 40 مللي برمنت. فانا رحت شفت المراجع بتاعتي لقيت في مرجع بيقول لي او بحث بيقول لي انه يديله بحث يقول لي تدوش. تمام، انا بعمل ده ازاي؟ في الحاله دي انا هقوم سوي ديزاين نوعها ايه عشان كده اقدر اقرر انه هل انا ينفع اديله ولا ما اديلوش. تمام، فده من الحاجات اللي هنعرفها نفهم الاستاتستيكال ديزاين. نعرف ازاي نعمل بحث، ازاي نفهم الكونكلوجن. تمام، طيب السيل ديزاين البيربس بتاعه بيكون عندنا حاجتين، يا اما ديسكريبتيف يا اما اناليتيكال. ديسكريبتيف يعني مجرد بس وصف، انا بوصف الحاجه اللي قدامي وصف فقط. الاناليتيكال لا، انا ممكن اعمل اكسبيرمنت، اتدخل اعمل انترفينشن. الحاجه الثانيه اللي تخصني في التايم اورينتيشن، يا اما بعمل بحث بروسبكتيف يا ريتروسبكتيف. ريتروسبكتيف يعني انا بروح ادور على الحاجات بتاعت البحث في الماضي. تمام؟ يعني انا دلوقتي في مشكله معينه عايز اشوف الجذور بتاعتي في الماضي حصلت فين؟ واحد حاليا حصل له فلان وجع من على السرير. على اسباب السقوط ده. هل خد دواء معين؟ هل هو ما نامش كويس؟ هل نرفز؟ تمام؟ عنده هشاشه العظام. وانا بقى بشوف الحاسبات في الماضي اللي هي الكوز روت اناليسيس. تمام؟ فده بالنسبه ايه؟ للريتروسبكتيف. انا ببدا الدراسه بتاعتي.
حاجتين من الماضي، بشوف الاسباب في الماضي، ببدأ الحين واخلص الحين، بس بجمع الداتا بتاعتي من حاجه خلصت زمان في الماضي، ماليش ادخل فيها. لا، انا دلوقتي هبدأ البحث بتاعي الان، وهتابع المريض او هتابع الحاله بتاعتي في المستقبل ايام ما الداتا بتاعتي. تمام؟ طيب ده بالنسبه للتايم اورينتيشن. الانفستيجيتور اورينتيشن هو انترفينشنال او اوبزرفيشنال. هم هنا في البورد حاطين انترفيل او كوازي اكسبيرمنتال. لا، الكلام ده مش صحيح. الانترفينشنال يعني معناها اتدخل بايدي، اتدخل في التجربه. انا مثلا عندي مجموعتين، مجموعه بتاخد اوبزرفيشن ومجموعه بتاخد التريتمنت. انا بتدخل في التجربه ان بديهم جرعات مظبوطه، بياخدوا جرعات في مواعيد محدده، ممكن اللي ما يلتزمش بالخطه العلاجيه اطلعه خالص من التجربه او انا اقول له اوديه ناحيه الكوميت. فده انا بعمل انترفنشن، انا بتدخل بنفسي بعمل اناليتيكال، فده الانترفنشن. الاوبزرفيشنال انا مجرد بس بتفرج، انا مجرد بلاحظ واراقب واسجل التدوينات بتاعتي. يعني بالعربي زي في البيت لو العيال بيتخانقوا مع بعض، الاب قاعد بيتفرج على العيال، ده اوبزرفيشنال. الام ماسكه كده عيله هتقرصها ولا خبطها بحاجه، كده عملت ايه؟ انترفنشن. الكلاسيك اكسبيرمنتال دي عكس الراندمايزد كنترول ترايلز، هم حاطينهم كده بالعكس. انا مفروض ان الاكسبيرمنتال سيتنج احط فيها راندمايزد كنترول ترايل والكلاسيك اكسبيرمنتال. الكوازي اكسبيرمنتال هو عباره عن كنترول ترايلز بس مفيش المفروض الكنترول ياخد بلاسيبو. انا ما ينفعش في تجارب المفروض البيشنت ياخد بلاسيبو. يعني عندي مجموعتين، مجموعه كنترول حدها بلاسيبو، انا عندي دلوقتي مجموعتين، مجموعه كنترول حدها بلاسيبو ومجموعه حدها التريتمنت. تمام؟ ده اللي هي بيسموها ترو اكسبيرمنت، دي هي اللي هي كلينيكال ترايلز راندمايزد كنترول ترايل. طيب لو انا في مجموعه تحت الكنترول ما ينفعش اديها بلاسيبو، يعني في ناس عندها دلوقتي نزيف في المخ، تمام؟ عندها سيريبرال هيموريج. وانا في عندي عايز دواء يجرب على واحد فيهم، في دواء عندي هيعالج السيريبرال هيموريج. عايز اشوفه هل السيريبرال دواء ده كويس في السيريبرال هيموريج ولا لا؟ فما ينفعش ادي البيشنت التاني بلاسيبو. انا عندي مجموعتين عندهم سيريبرال هيموريج، عايز يجرب الدواء بتاعي فيهم. فانا عندي مجموعتين في الكنترول، عندي مجموعتين عندهم السيريبرال هيموريج، في مجموعه زود عليها دواء عندي معين بيعالج السيريبرال هيموريج، المجموعه الثانيه ما ينفعش اديها بلاسيبو. تمام؟ فالمجموعه ما تاخدش بلاسيبو دي حديها دواء ثاني، بحيث ان كده انا بقارن دوائين. دي اسمها كوازي اكسبيرمنتال. كوازي اكسبيرمنتال يعني هي كلينيكال ترايلز ما فيهاش بلاسيبو، ما ينفعش استخدم فيها البلاسيبو. تمام؟ فدي اللي هي بيسموها الكوازي اكسبيرمنتال، فدي المفروض وصار الراندوم كنترول ترايل. طيب بالنسبه للنيجاتيف سترينث اوف ايفيدنس، القوه بتاعت الابحاث بتاعتي. احنا دلوقتي لو انا عايز اعرف قوه الدراسه اللي قدامي دي ايه مستوى القوه بتاعتها، فعندنا اللي هو الريليتيف سترينث اوف ايفيدنس هيراركي اوف ستادي ديزاين. اول حاجه هنبدا من الاضعف للاقوى. اضعف حاجه في الدراسه لما بروح مثلا عايز اشوف ايفيدنس بيز اي سؤال علمي، اضعف حاجه الايديا او الاوبينيون او الريفيو. يعني بيجي الدكتور يقول لك والله انا رايي مديله كذا، تمام؟ فده اضعف حاجه. هنتكلم النهارده على الستدي ديزاين. الستدي ديزاين دي من اهم الاجزاء الموجوده في منهج البورد، بتمثل مع نون ثيرابيتك من 40 ل 45%، وهم مهتمين بيها جدا لان الستدي ديزاين هي الاساس لكل الدراسات الباقيه. يعني انت بتاخد الكارديولوجي، بتاخد الاندوكراين، بتاخد الجي اي تي، بتاخد الاتش اي في، كل ده اصلا مصدره من الستدي ديزاين، من الابحاث. كل العلم اللي احنا نعرفه حتى العلوم النظريه مصدرها من الابحاث، لانه اول طريقه في الابحاث الايديا والاوبينيون. فلو جه واحد كتب افكاره في كتاب او في مقال، ده جزء من الابحاث. واحد كتب روايه، كتب شعر، ده جزء من الايديا بتاعته، فده جزء من البحث. تمام؟ وسيله للتعبير عن افكاره. دي بنحط هايبوثيسيس. تمام؟ فاحنا كصيادله بندرس ريسيرش ديزاين عشان نفهم الستاتستيكال، نفهم الريسيرش ريفيو لما نعملها، نعرف نعمل استنباط من المواد العلميه اللي بندرسها، نعرف نعمل جادمنت. لو في واحد طلب مني علاج لدواء معين ولقيت مثلا حاجه مثلا زي الابسس اللي عليها اكثر من انتي بيوتيك، طب هاخد مين فيهم؟ فانا برجع بشوف الاكسبيرينس، الريسيرش ايفيدنس بتاع الديزاين.
اضعف حاجه عندي ان انا مثلا لو قلت دكتور والله الراجل ده عندي مثلا ليفت كانسر، هديله لانتوبرازول ولا اوميبرازول ولا هديله زنتاك؟ فلو هو قال لي من رايه بس، مجرد ايديا عنده او اكسبيرينس او اوبينيون، دي اضعف حاجه. تمام؟ طيب لو الاقوى منها الكيس سيريس. الكيس سيريس او الكيس ريبورت، الكيس ريبورت ان انا احب اشوف في حاجه حصلت مع البيشنت تمام، انا عندي في المستشفى في مريض خد دواء معين ظهرت عليه سايد افكت او حصل دراجون اكشن او حصل معاه شيء جديد، فده بسجله انا بالتفصيل، ده اسمه كيس ريبورت. انا شفت البيشنت خد مثلا المنوكسيديل فطلع له هيرشوكيزم، مش عارف كيف الدقن مش عارف ايه، فانا رحت مسجل النوتس دي، والله البيشنت خد المنوكسيديل فحصل له هيرشوكيزم. الموضوع ده حصل معايا مع اكتر من بيشنت، او واحد زميلي تاني شاف حاجات دي برضو او سجلها، ده اسمها كيس ريبورت. كيس سيريس، كيس ريبورت لما نجمعها مع بعض تبقى كيس سيريس. تمام؟ اللي اكبر منها اقوى منها الكروس سيكشنال. الكروس سيكشنال ان انا بروح اخد الحاجه مره واحده بس، انا بروح مثلا اقيس الضغط للبيشنت مره واحده، بتابع سكر البيشنت مره واحده، ده كروس سيكشن. في بقى كيس كنترول اقوى منها، الحاجات دي انا هاخدها بالتفصيل بعدين. كيس كنترول اقوى منها، اقوى من كيس كنترول الكوهورت ستادي، اقوى من الكوهورت ستادي في الراندوم كلينيكال ترايلز، اقوى من الراندوم كلينيكال ترايلز السيستميك ريفيو والميتا اناليسيس، دول اقوى حاجه. تمام؟ في حاجة أصلا اسمها الكوازي اكسبيرمنتال. الكوازي اكسبيرمنتال ده اللي هي تشبه الراندوم كنترول ترايلز، بس أنا عندي ما فيش يعني الكنترول ما أقدرش أديله بلاسيبو، يعني أنا أقدر أقارن بين مجموعتين بس ما ينفعش أدي الكنترول بلاسيبو، لازم أديله أكتر دراج. لأن أنا ممكن أكون بعالج مرض مثلا خطير، بعمل سيريبرال هيموريج. أنا بعمل تيست اختبار بتاعي، بعمل الاستادي بتاعتي على سيريبرال هيموريج. انا عندي دواء جديد بيعالج سيرو هيموج، فانا عايز اشوفه ده كويس ولا مش كويس، فما ينفعش اقارنه بلاسيبو. انا حدود مرضى عندهم سيرو هيموج اديهم اديهم بلاسيبو مجموعه بي، اديهم الدواء اللي هو اكتيفيتي اللي انا عايز اشتغل عليه، ما ينفعش. فانا لازم المجموعتين ياخدوا ادويه، فهقارن دواء جديد بدواء موجود قديم عندي في السوق، فده اسمها كوازي اكسبيرمنتال ستادي. يعني دي ما فيهاش اللي هي المجموعه اللي بتاخد بلاسيبو دي، بيسموها ترو اكسبيرمنت. تمام؟ فالمهم بالنسبه لي ان انا اللي عايز اعرفه ان لو جه سؤال في البورد مين مور سترينث في الايفيدنس، اقوى حاجه في الايفيدنس الميتا اناليسيس، بعد الميتا اناليسيس السيستميك ريفيو، تحت السيستميك ريفيو الراندوم كلينيكال ترايل، راندوم راندمايزد كنترول دبل بلايند ستادي. تمام؟ تحت الراندوم كنترول الكوازي اكسبيرمنتال، بعد كده البروسبكتيف كوهورت ستادي، اضعف منها الكيس كنترول، الاضعف منها الكوس الكيس ريبورت والكيس سيريس، الاقل منهم ايديال الايديا والايديتوريال والاوبينيون، والاقل منهم في القوه الانيمال ريسيرش، والاضعف حاجه الانفيترو ريسيرش، انا باخد نسيج من انيمال واعمل عليه استاد. تمام؟ يبقى انا عرفت كده ان هو البيراميد اوف ايفيدنس مين اقوى حاجه. فاقوى حاجه عندي في الطب فوق الميتا اناليسيس، هناخد الحاجات دي بالتفصيل كل واحده فيهم يعني ايه، والاجل حاجه الانفيترو ريسيرش والايد. انا في الاستادي ديزاين عندي في حاجه اسمها الفاليديتي. يعني ايه فاليديتي؟ الفاليديتي يعني انا التجربه اللي عملتها دي عندي نوعين من الفاليديتي، في حاجه اسمها الانترنال فاليديتي والاكسترنال فاليديتي. تمام؟ الانترنال فاليديتي ان انا مدى موثوقيه الدراسه دي، يعني انا لو جبت الخطوات اللي عملتها دي وعدتها تاني هدي نفس النتائج. تمام؟ دي الانترنال فاليديتي بتديني قوه تحت دراسه خلال السياق المكان اللي انا فيه، في نفس المستشفى اللي انا فيها، في نفس ظروف البحث اللي انا فيه. لو انا عدت التجربه هتدي نفس النتائج. الاكسترنال فاليديتي ان انا لو عملت التجارب دي في مكان تاني، هل النتائج اللي عندي ممكن تتعمم على الجنرال بيبوليشن؟ فكره السامبل اصلا انا مثلا عندي دواء جديد بيعالج السكر. المفروض انا عشان اقول الدواء ده فعلا بيعالج الديابيتس، المفروض اجيب مرضى الديابيتس كلهم في العالم واديهم الدواء ده واشوفهم واحد واحد. طبعا الكلام ده مستحيل. فانا بعمل ايه؟ باخد سامبل عينه، سامبل اعمل عليه الاختبار بتاعي التجارب بتاعتي واقول ان والله ده كويس بيعالج السكر، وبعد كده ابدا اعممه على الناس دي كلها.
فهل الاكسترنال فاليتي الجنراليزيشن اللي تحت التست تنفع ولا ما تنفعش؟ دي بتاثر بالسامبل سايز، كل ما كان السامبل سايز عندي كبيره كل ما كانت الاكسترنال فاليتي عندي كبيره. تمام، دي معنى الفاليتي. فالاكسترنال فاليتي بتكلمني على الجنراليزيبيلتي والريبريزنتيفيتي، هل الداتا اللي جات عندي دي كافيه انها تطبق على مجال اوسع ولا لا. في حاجه اسمها البايس في الفيلد ديزاين. البايس يعني انحياز، يعني انا كده بعمل السامبل بتاعتي بروح اقعد انجي في الناس كده اختار بقى اخده ما اخدهوش، ده البايس، او اخد صفات معينه. هو سيستميك من الراندوم كريشن. سيستميك يعني ايه؟ شيء نظامي متعمد، ما جاش كده صدفه، يعني انا ما جاش كده هاد هازارد، لا انا متعمده. سيستميك من الراندوم كريشن ميثودولوجي بتقسم لي في النتائج تحت ارقام عندي. يبقى سيستم فاريشن في الاستاد الميثودولوجي كونداكتنس دلوقتي تجربه بيعمل لي ايرور في الاوتكم عندي. البايس طبعا ممكن يكون موجود في اي خطوه في خطوات التجربه عندي. ممكن انا في الاول في الريتن انا بختار السامبل عندي البيشن. تمام، ممكن انا بعمل مثلا دراسه على الاستيو بروزس فراح مختار ناس كلهم فوق ال 80 فوق ال 70 طبيعي عندهم الاستيوز. تمام، بشوف في بتاع دواء معين او اثناء انا وباخد انا بعد ما بدرس العينات النتيجه اللي تعجبني اروح كاتبها، ما تعجبنيش اروح حذفها. ده كله بايس في الدراسه. طيب الاكزامبل عندنا في البايس، في عندنا حاجه اسمها سيليكشن بايس، في اوبزرفيشن او انفورميشن بايس، في ريكول بايس، في انترفيور بايس، في المسك سيليكشن بايس. السيليكشن بايس زي ما قلنا اثناء الايرور في السيليكشن بتاع السامبلنج، يعني انا وبختار في السامبلنج نفسه بروح اعمل خطا في السامبل او اختار انا بعمل فريقين كوره. تمام، فباخد العيال بقى الفت صحتهم حلوه في الفريق بتاعي والفريق الثاني احط في العيال تعبانين. تمام، فانا في البايس في السيليكشن ان انا اختار صفات معينه حيطلع من دماغي. الاوبزرفيشنال انفورميشنال بايس ان انا الداتا بتاعتي انا وبسجل الداتا بخطا، مثلا انا خدت جرعه دم سامبل بلاد سامبل الساعه 8 فكتبتها الساعه 9، المفروض في ادويه مثلا معينه المفروض مثلا تاخد السامبل سايز بتاعها بعد ما ادي الدوز مثلا بخمس ساعات، زي مثلا لو قلنا مثلا جنترايسن فاروح لا انا اخدها بعد ساعه او ساعتين، ان هو لسه ما حصلوش بقى توزيع في الجسم والجيلين ديستريبيوشن والكلام ده. فانا اكتب البيانات خطا. تمام، او الدكتور بيكتب مثلا زنتاك فكتبها زي ستريل. تمام، في كتاب في خطا في الانفورميشن. الريكول بايس ان حاجه انا عايز افتكرها، حاجه حصلت زمان، واحده حامل ووضعت خلاص والطفل عنده تشوهات فيقول لها انت كنت بتاخدي ادويه ايه في الشهر الاول في الحمل؟ هي نسيت خلاص مش فاكره. واحد جاني عنده مثلا مرض معين اقول له انت خمس سنين كنت بتاخد دواء فلان ولا لا؟ فده ريكول بايس. فهو ممكن اقول لك والله جه على مخه اي اسم دواء خبطه لك على طول. تمام، تيجي الام مثلا كده يقول لك والله انا كنت اخدت اسبرين ما اخدتش اسبرين في الشهر الاول في الحمل، اخدت ما اخدتش، لا اخدت، لا ما اخدتش. فده ريكول بايس، في صعوبه في التذكر بتاع المعلومات. الانترفيور بايس ان هو بيحصل في المبادله اختلاف في طريقه جمع السؤال او اختلاف في طريقه طرح السؤال او اختلاف في طريقه تفسير الاجابه. اوضح مثال لينا في الانترفيور بايس الشكل بتاعته ايه؟ الواحد بيدخل كده عامل ايه بابا؟ عامل ايه ماما؟ اخبارهم ايه؟ اتفضل انت ناجح. واحد يدخل يسهل اسئله بسيطه، واحد ثاني يدخل يتراجع عليه المنهج كله. واحد يسال اسئله صعبه جدا، واحد يقول له اكتب واشرح وارسم والكلام ده في اختبار شفوي. واحد يسال سؤالين بصوت وخلاص. او الدكتور في التقييم بتاعه يعني يستاهل 30 ولا يستاهل 40 ولا يستاهل 50 ولا يستاهل 0 ولا يستاهل 70. فده الانترفيور بايس. الميس كلاسيفيكيشن بايس هم جايبينه هنا ان هو مستقل ديفرنشال نون ديفرنشال. لا، هو الميس كلاسيفيكيشن بايس المفروض هو تفرع لكل البايس اللي قبل ده، يعني سيليكشن بايس في ديفرنشال وفي نون ديفرنشال، الاوبزرفيشنال بايس في ديفرنشال ونون ديفرنشال، وانت الانترفيور بايس برضه في ديفرنشال ونون. كلمه ديفرنشال بايس يعني البايس اللي حصل كان يخص الكنترول او يخص التريتمنت جروب بس التاثير بتاعه ياثر في مجموعه ثانيه. يعني ازاي؟ انا لو البايس كان في التريتمنت جروب هيأثر لي على
على الكنترول جروب، ده اسمه ديفرنشال. طب لو الباس كان ما ياثرش على حاجه خالص، ما ياثرش على الاثنين، ده اسمه نان ديفرنشال. طبعا هم جايبينهم كلمتين بس في المنهج الدور، انا حاولت اجيبهم بالتفصيل شويه بحيث انه لو جاء سؤال من بره منهج يبقى احنا عندنا فكره عنه. تمام. فالديفرنشال مس كلاسيفيكيشن هو اثناء السليكشن انا بيحصل عندي بايس في الاكسبوجر جروب. تمام. اذا كان البايس ده بيأثر لي في احد الطرفين بيأثر في يعني البايس اللي حصل في الكنترول اثر على المجموعه الثانيه من الاكسبوجر يبقى ده اسمه ديفرنشال، لو ما اثرش يبقى اسمه نان ديفرنشال. طيب المهم الافكت بتاعه عندي في الدراسه بيكون بيعمل ايه في الامن؟ الديفرنشال في الغالب بيعمل لي اوفر او اندر استيميشن في الماجنتيود بتاع الميديا اسوسيشن. يعني ازاي؟ انا مثلا جيت في انا بختار في عندي هعمل كنترول وهعمل تريتمنت. تمام. انا مثلا حديث دواء معين بيعالج مرض السكر. تمام. فالمجموعه تحت التريتمنت اخذتهم اغلبهم اوبيس، ناس كلهم بقى البادي ماس اندكس بتاعتهم فوق ال 30، والمجموعه الثانيه اللي هي في الكنترول اخذتهم ناس نورمال، نورمال بادي ماس اندكس. فطبيعي مجموعه اللي هي الاوبيس اللي كنت بتاع الدواء هدفها اكثر. تمام. لانه الاكسبريشن بتاع الديابيتس عندهم اكتر، فهيبان ده هيعمل لي اوفر استيميشن. اوفر استيميشن، والعكس لو كان يعمل لي اندر استيميشن، لو خدت المجموعه الثانيه اصلا اللي هم الكنترول كلهم اوبيس، مجموعه الديابيتس نان اوبيس، فهيظهر لي التاثير بتاعه في الكنترول اكتر، لان هم اصلا عندهم يعتبر ديابيتس. تمام. فالمهم اللي اعرفه عشان لو جت حاجه في الاختبار انه الديفرنشال بيعمل لي اوفر او اندر استيميشن في الماجنتيود بتاع الميديا اسوسيشن. النان ديفرنشال بيعمل لي حاجه اسمها ديليوشن. ديليوشن ازاي؟ يعني هو اصلا النان ديفرنشال البايس اللي بيحصل مش بيأثر لي الكنترول ولا النان كنترول. مش بيأثر لي على التريتمنت جروب ولا على الكنترول جروب. مش بيأثر في اي واحده فيهم. تمام؟ ده النان ديفرنشال، يعني ازاي ما بيأثرش على واحده فيهم؟ يعني مثلا انا اخذت الجماعه اللي هم في الكنترول كلهم بي، الجماعه اللي في التريتمنت كلهم سمر، مش هيأثر لي، مفيش دراسه في حاجه خالص. تمام. اخذتهم مثلا عندهم مرض روماتويد، فانا بشوف الدياليتس مفيش شن بينهم، فمش هيعمل لي افكت دراسه، بس هيعمل لي حاجه اسمها ديليوشن. يعني هو بيديني زي ما يكون هديني نتيجه اللي هي تبع الطرف ده ولا تبع الطرف ده، واحد يعني حاجه زياده بس خلاص هيعمل لي ديليوشن. فانا اللي اعرفه بس عشان الاختبار ان لو جاء سؤال في الديفرنشال والنون ديفرنشال، الديفرنشال ده هو بيأثر على طرف من الاثنين، الكنترول او الاوت كام. بتاعه بيأثر على الطرف الثاني، يعني اثر على الاوت كام، البايس كان في الاوت كام واثر لي على الكنترول، البايس كان في الكنترول واثر لي على الاوت كام. الديفرنشال في النون ديفرنشال البايس ملوش علاقه بالطرفين، لا بالكنترول ولا بالتريتمنت. في الديفرنشال بيعمل لي اندر استيميشن او اوفر استيميشن للاوت كام، بالنسبه للنون ديفرنشال ما بيعملش ولا بيعمل لي دول فقط. تمام. طيب ازاي انا اعمل كنترول للبايس؟ انا دلوقتي البايس ده شيء مش كويس، ده بيعمل لي مس اندرستاندنج او مس اكسبريشن للاوتكم بتاعي، بيديني نتيجه خادعه بمعنى اصح، ما بيديش نتيجه حقيقيه او بيقسم نتيجه نهائيه. فاول حاجه في الديزاين بتاعي في سيليكشن باخد اختار سيليكشن راندوم، يعني اختار مثلا رقم الاحاد في مجموعه كنترول ورقم الارقام الزوجيه في مجموعه اكيبمنت. فهقول مثلا اول 10 هيدخلوا النهارده في العياده هخليهم تبع الكنترول، وثاني 10 هخليهم في التيتم. ففي السليكشن ما احاول ما يبقاش في بايز، ما اتعمدش اختار صفات معينه في مجموعه معينه. الحاجه الثانيه في طريقه الكوليكشن بتاعت الداتا، هكون مختار وسائل دقيقه في الكوليكشن بتاعت الداتا، مثلا كمبيوترايزد او نفس الاسلوب اللي اجمع بيه الداتا في مجموعه الكنترول هو نفس الاسلوب اللي اجمع بيه الداتا في مجموعه التريتمنت.
السورس اوف انفورميشن برضه يكون سورس معتمد عليها وتكون سورس موثوقه منها والنتائج تكون معدله. دراسه النتائج اكون دقيق في كتابه النتائج، انا باخد سامبل من دقيق في التسجيلات، يعني كل حاجات تخص الدوكيومنتيشن اكون دقيق فيها. فده الاناليسيس، احاول اكتبها طرق اناليسيس تساعدني ان الانتجريشن بتاعت الداتا ده تكون سهله. طبعا داخل في البايو ستاتستيك اكتر من السوري ديزاين. فانا عندي اربع طرق اني اقدر كنترول بايز عن طريق الديزاين ومينز اوف كوليكشن داتا والانفورميشن للاناليسيس. طب في حاجه ثانيه اسمها الكومباوندنج فاكتور. كومباوند يعني انا عندي عايز اشوف التاثير بتاع شيء معين في شيء ثاني، فاريبل معين في فاريبل ثاني، عايز اشوف تاثير الدواء ده في المرض الفلاني. تمام، عايز اشوف مثلا في ناس عندهم ان كنترول ليسنج، فانا عايز اشوف نتيجه دراج دراج انتراكشن في ان كنترول ليسنج. تمام، لو حصل دراج دراج انتراكشن فخلاص مفعول الدواء راح جل، لو حصل ليسيميا عاليه ان كنترول ليسيميا اتش بي سي قلنا عنده اكثر من 7%، اشوف الموضوع ده راجع فعلا للان كنترول للدراج انتراكشن بس ولا لا. بعد ما في عوامل ثانيه ممكن تاثر، ممكن يكون هو راجل اصلا ما خدش الدواء اساسا نون كومبلاينس، ممكن يكون خد الدواء بس خد لو دوز سبسيولوجيك دوز، ممكن يكون ما اشتراش الدواء من اساسه، عندي مشكله اقنعه ما عنديش فلوس اشتري الدواء من اصله. تمام، بيشرب كحوليات فعامله ليفر انزايم بتاعه عاليه فبتكسر السموكر. فالحاجات دي كلها اسمها كومباوندنج فاكتور. يعني كومباوندنج فاكتور يعني عباره عن فاريبل افكت اندبندنت او اندبندنت فاريبل، عندي فاريبل ثاني غير اللي انا بعمل عليه تيست بيأثر لي في نتيجه التجربه، ده اسمه كومباوندنج فاكتور. تمام، ممكن يزود لي الافكت بتاع التجربه اللي بقيسه وممكن يقلل الافكت. تمام، لو هو الناتج بتاعه بيمشي في الاتجاه بتاع الفاريبل اللي انا بختبره هعمل لي اكسكريشن هزود، ولو عكسه هعمل لي مينيمايزيشن هيقلل. تمام، يعني لو واحد سموكر بيدخن سجاير تمام فبيعمل ليفر انزايم اندكشن هيقلل لي تاثير الدواء وانا هكسر الدواء بسرعه، فانا بعمل لي ايه مينيمايزيشن للتاثير بتاع التست اللي عملته. فالمهم الكومباوند فاكتور ده عباره عن عامل اخر غير اللي بختبره انا بيأثر في التجربه بيعمل نفس الاكتشاف بالموجب او بالسلب، ده الكومباوند. طب ازاي اتحكم في الكومباوند فاكتور؟ انا دلوقتي هعمل تجربه هجيب ناس احطهم في كنترول، ناس احطهم في التريتمنت. تمام، انا عايز اشوف الافكت بتاع الستاتينز مثلا انه يعمل لي ديفلوبمنت دايبيتيز، هجيب مجموعتين كده، المجموعه دي ستاتينز ومجموعه ثانيه مش هديها ستاتينز. تمام، وهحضرها مثلا سنتين نشوف المجموعه اللي بتاخد ستاتين دي حصل فيها كام نسبه دايبيتيز، والمجموعه الثانيه ما تاخدش ستاتين دي كام واحد برضه حصل له دايبيتيز، عشان اشوف هل ستاتين ده بيسبب دايبيتيز ولا لا. طب ما في حاجات ثانيه بتسبب دايبيتيز غير الستاتين، الاستريس سبب دايبيتيز، الاوبيستي سبب دايبيتيز، العامل الوراثي سبب دايبيتيز، واحد مثلا سموكر، أدوية تانية زي السيازايد سبب دايبيتيز، كورتيزون. تمام، فانا اعمل ازاي اتحكم ازاي في الكنترول فاكتور؟ اول حاجه لازم اكون عندي علم بالحاجات اللي هي كنترول فاكتور، اكون عارفها ايه هي بالظبط. الطرق الثانيه نعمل راندمايزيشن. راندمايزيشن يعني ايه راندمايزيشن؟ بكل بساطه كده اني هاخد الناس عشوائيا، يعني حاجه في قائمه المستشفى مثلا اقول ايه رقم واحد الارقام الاحاد كلها اخدها في مجموعه الكنترول، الارقام الزوجيه اخدها في مجموعه الكنترول. تمام، او زي فيلم دقيق وعديله كده، رزمة دي هنا رزمة دي هنا، رزمة دي ليك ورزمة دي ليه، ده واحد عندي وواحد عندي. تمام؟ بعمل حاجه اسمها ريستريكشن. يعني ريستريكشن؟ يعني والله انا ممكن في ناس ما دخلتش التجربه، ازاي يعني؟ انا دلوقتي الكنترول خدت 100 واحد كنترول و100 واحد عندي تيتنا، المفروض المجموعتين دول يكونوا زي بعض، يعني على قدر الامكان يكونوا متناسبين. يعني هنا في ال 100 دول فيهم 30 واحد فات اوبيستي، المجموعه دي بتكون 30 واحد برضه اوبيستي. طب لقيت المجموعه دي فيها 25 واحد اوبيستي والمجموعه دي فيها 30 اوبيستي، يبقى ايه الحل؟ اخد 5 اوبيستي من المجموعه 30 دول واطلعهم بره الدراسه، ده اسمه ريستريكشن. تمام؟ طيب انا في المجموعه دي لقيت في 20 واحد بياخدوا سيزايد، المجموعه دي بس 10 بياخدوا سيزايد. ايه الحل بقى؟
اخد 10 من ال 20 دول اطلعهم بره، بخليهم هنا 10 زي زايد وهنا 10 زي زايد. طب المجموعه دي فيها 40 واحد سموكر، المجموعه دي فيها 25 واحد سموكر. المجموعه اللي فيها 40 سموكر اخد منهم 15 واحد اطلعها بره الدرافت، يبقى عندي 25 سموكر 25 سموكر. احاول اقدر الامكان اخلي المجموعتين ماتشنج زي بعض. ريستريكشن ده ريستريكشن، ريستريكشن ايه؟ اطلعهم بره. ده ريستريكشن. ريستريكشن بيتي عيبه بقى نعمل ايه؟ انه بيقلل لي السامبل سايز. طب ما انا كده بطلع ناس بطلع ناس بطلع ناس، يعني عندي 1000 ممكن تنصفها على 500، عندي 100 ممكن تنصفها على 20. قال لك احنا ممكن نعمل ماتشنج، انا بدل ما اطلعه بره طب ما اقدر اوديه مجموعه ثانيه. انا عندي هنا 40 30 واحد سموكر، عندي 30 واحد سموكر هنا وعندي هنا 20 واحد سموكر. طب ما اخد 5 من سموكر هنا واديهم 5 الناحيه الثانيه يبقى 25 25. طيب بعمل السليكشن انت بقى لما يكون انا عندي الماتشنج ما ينفعش، انا عندي مثلا واحد بس اوبيس، المجموعه الثانيه ما ينفعش اوبيس خالص. طب ده واحد اعمل له ايه؟ اطلعه بره. عندي 13 اوبيس وعندي 12 اوبيس، زياده واحد، الواحد مش هيقيس بس اطلعه بره. تمام؟ ده السليكشن. تمام؟ طيب في الاناليسيس ممكن اعمل حاجه سبوت فيكشن. سبوت فيكشن اللي هو ان اخد الناس اللي بياخدوا الامتيازات كلهم مجموعه واحده، المجموعه الثانيه هنا يقارنوا بعض. اخد المجموعه الثانيه كلها مثلا ناس سموكر هنا وناس سموكر هنا يقارنوا بعض، ما اقارنش المجموعه كلها، ما اقارنش التوتال كم اللي عندي. اخد شرايح 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 كل الناس اللي في المجموعه دي اللي قابلهم في المجموعه الثانيه اعملوا اندكس مع بعض، اشوف الناس اللي بياخدوا بيتا بلوكر من تحت الكنترول واقارنهم بالناس اللي بياخدوا بيتا بلوكر في المجموعه اللي هي تريتنج، مثلا اشوف الاكتيف كده وزنت بالاثنين. انا دلوقتي الهدف الاساسي بتاعي قلنا ان المجموعتين عايز اشوف عندهم الديفيدمنت في دي، المجموعه دي بستاتين، مجموعه الف الكنترول ما تاخدش ستاتين، واشوف بعد سنتين كم واحد حصل له دي. المجموعه دي اللي هي تريتمنت بتاخد ستاتين بعد سنتين كم واحد حصل له دياليتس، بس المجموعه دي الناس بتاخد بيتا بلوكر. فلما اجي اقارن عشان اطلع الكنترول الكونفاوند فاكتور بعد بيتا بلوكر، اقارن بين المجموعه اللي بتاخد بيتا بلوكر هنا بتاخد بيتا بلوكر وستاتين وديفلوبمنت للدياليتس، المجموعه الثانيه بتاخد بيتا بلوكر ومفيش ستاتين حصل ديفلوبمنت للدياليتس، اقارن بين الاثنين. كده انا لغيت الكونفاوند فاكتور بتاع البيتا بلوكر. اجيب مجموعه تحت السيزايد اشوف المجموعه اللي هي ستاتين عندي بتاخد سيازايد وهيحصل لما عندهم ديريت، المجموعه اللي بتاخد سيازايد ما بتاخدش ستاتين اللي هي كنترول وهيحصل عندها ديريت. تمام؟ في حاجه ثانيه اسمها ايه؟ المالتي فاريانت اناليسيس، دي في الاستاتستكس اللي هو المالتي فاريانت انوفا، ده تيست في الاستاتستكس ده بتستعمله كبرنامج كمبيوتر بتدخل في الداتا وبيعمل لك القصه دي كلها من غير ما انت تقعد بقى تعمل ستاتستيشن والكلام ده. نفس السؤال في النشط الذاتية كان يصحصح الناس شوية. في researcher conduct a study to determine the impact of potential risk factors on the occurrence of breast cancer. Of the technique available to researcher useful for controlling for confounding variable, which of the following methods could ultimately reduce the external variety. ايه الموضوع في دول لو طبقته هيقلل ال external variety؟ matching, multivariate analysis, ولا ريستريكشن ولا ريستريكشن. مين في دول اللي هيقلل لي الاكسترنال فاليتي؟ طيب ايه اللي بيقلل الاكسترنال فاليتي؟ الاكسترنال فاليتي قلنا هتعتمد على السامبل سايز، كل ما السامبل سايز كبيره كل ما كان الفاليتي بتاعته كبيره، كل ما كان الفاليتي بتاعته كبير كل ما كان الفاليتي كبيره. لو قلت الاكسترنال فاليتي يعني لو قللنا السامبل سايز هيقل الفاليتي هتقل الاكسترنال فاليتي. الاكسترنال فاليتي هنا بتقل ازاي؟ ايه اللي بيقلل الماتشنج؟ ما بيقللش السامبل سايز. المالتي فاريت بيت عباره عن ستاتستيك تيست بالاس بي اس اس يعني شغل كمبيوتر. الريستريكشن والستاتستيكشن اللي بيقلل مين فيهم؟ الريستريكشن. الريستريكشن لما بطلع ناس عندي من الدراسه، فلما بيطلع من الدراسه عندي فبتقل السامبل سايز فهيقلل لي الاكسترنال فاليتي. فهو انا السبيشال ان هو بيقلل السامبل سايز، فالسامبل سايز لما بتقل بتقل الاكسترنال فاليو لان السامبل عندي صغير. سؤال ثاني، الادكتور رومانيزيشن كان بي اسيومد ان ويتش اوف ذا فولوينج سيركمستانس؟ مين فيهم بتبقى الرومانيزيشن كويسه؟
all consecutive patients attending a tertiary referral center, assembles using healthy volunteer, assemble of those judgment to be appropriate for inclusion in the study, assemble based on a family cluster, a certified random sample. مين في randomization هيكون أفضل؟ randomization أنا بختار السامبل عشوائيا بحيث إنه يبقى عندي أفضل توزيع بدون كونتام ستاندرد وبايظ على الأقل مصدر مصدر. نمسكهم واحدة واحدة. في نظام اللي هو الاستبعاد، يعني أنا بحل الأسئلة كده ممكن أستبعد. patient attending a tertiary referral center يعني في patient معينين بيتابعوا مستشفى معين حضرهم، ولا healthy volunteer ناس healthy، يعني انا كده اصلا من البدايه واخد ناس healthy ففي bias. judgment to appropriate for inclusion يعني انا judgment يعني انا بختار بنقي ده ما ينفعش برضه. family cluster ده نوع من السامبلينج ان انا باخد مجموعات معينه، يعني باخد الفاميلي دي الفاميلي الثانيه كده، فممكن الفاميلي دي معروفه دراسيا ان عندها مثلا مرض سكر كتير، او الشيء اللي انا بعمل عليه البحث بتاعي موجود عندها كتير. فالافضل شيء ان هو السيرتيفايد راندوم سامبل هو اللي بيكون فيه راندوم كويس. قصه السيرتيفايد برضه عشان تبقى الناس واضحه بالنسبه لها هناخده احنا بالتفصيل شويه قدام كده. افضل مثال لي اللي هو كاس العالم. كاس العالم ازاي؟ كاس العالم بيبقى عباره عن مجموعات، الاول تبقى مستويات، يعني الارجنتين والبرازيل وفرنسا وايطاليا المستوى الاول، مثلا تشيلي وبيرو والمكسيك المستوى الثاني، الدول التعبانه في المستوى الثالث، الدول الضايعه خالص في المستوى الرابع، ده اسمه كلاسيفيكيشن. وبعد كده باخد منهم، باخد من مجموعه دي واحد، من مجموعه دي واحد، من مجموعه دي واحد، اكون جروب منه، ده اسمه randomization طبعا بالجرعة. تمام؟ طيب في حاجة في study design برضه اسمها الكوزواليتي. يعني ايه؟ يعني السببية. امتى اقول ان الدواء ده هو السبب في علاج المرض او السبب في السايد افكت ده، او الف كان هو السبب في حدوث ده، الاكس هو كان السبب في تغير الوعي. انت احكم ان دي في كوزواليتي. عشان احكم بالكوزواليتي لازم يكون عندي في تسع حاجات متحققين. اول حاجه الكوندوراليتي، المزامنه، الكوز قبل الافكت. تمام؟ يعني هو انجرح بعد كده نزل، وخد باراستامول بعد كده الحراره نزلت. تمام؟ هو خد ايس انهيبيتور بعد كده حصل له دراي كاب، ففي مزامنه. الاول الكوز اللي هو الاندبندنت، وبعد كده الافكت اللي هو ديبندنت. تمام؟ انا حطيت حراره الاول وبعد كده سخن. وبعد كده السترينس، ان في علاقه قويه بين الاثنين، في سترينس ريليشن شيب، يعني انا كل ما ازود الدوز كل ما زاد الافكت. هو بياخد ايس انهيبيتور 10 مللي. تمام؟ الكحه عندي ضعيفه شويه، خليته 50 مللي بيكح ليل ونهار. تمام؟ يبقى في الانكريز في ستريس وفي ريليشن بينهم وبين بعض، ان زود يزيد معاه يقل معاه. البيولوجيكال جراديانت، ان في هيك دوز ريسبونس، وان انا لو رحت خدت عينه من البلد حللتها هلاقي فيها الدواء موجود. خدت عينه كده وبيشرب تقلل وحصل له فات ليفر، اروح اخد عينه الاقي هو في تقلل في البلد بتاعه. خد مثلا الاجنت مايسون حصل له ديفنس، اخد العينه احلل الاجنت مايسون موجود فيه، وهكذا. تمام؟ الكونسستنسي انه الابزكيشن ما حصلتش مره واحده، ده حصلت اكثر من مره. عادي عندنا تجربه اكثر من مره، او في واحد شكل الموضوع اكثر مره، ان هو بياخد جنب بدون بيحصل لاكتيشن زياده. الله، حصل مره واثنين ثلاثه، فده يبقى في علاقه بين جنب بدون وفي الاكتيشن. تمام؟ سبيسيتي من سنجل كوز افكت، يعني مفيش حاجه ثانيه ادت هذا السبب. يعني هو خد كورتيزون حصل له جاله ارتفاع في السكر عنده. طب ما ممكن يكون حصل حاجه ثانيه غير الكورتيزون. تمام؟ هو خد اسم هيبوتر فبيكح، ممكن يكون واخد انفلونزا اصلا. يعني نعمل ايه بقى؟ ان احنا نعمل ترانسليشن للافكت الثاني.
الفيزيبيليتي بيولوجيكالي بلوزابل، يعني معقول من ناحيه بيولوجيه، ليه تفسير بيولوجي ميكانيزم موجود. الكوهيرنس اللي هو الكونسيستنسي ويز اكزيستنج نولج، يعني المعلومات الموجوده عندنا السابقه متناسق معاها، مش بيخالف المعلومات. انما دي برضو يعني ممكن حاجه جديده تكون بتخالف من شيء موجود حاليا، يعني شيء اختراع جديد مثلا، بس هو في الغالب انه يعني معنى اصح ولو منطقي مع المعلومات الموجوده حاليا. الانالوجي ان هو على حسب بري كلينيكال اكسبيرينشال كده، على انيمالز على كيس 1 متناسقه برضه في كلينيكال تيست. الاكسبيرمنت ان احنا عملنا راندومايز كنترول تاس، ودي طبعا اكتر حاجه اقوى حاجه بسبب ان في كوز افكت ريليشن شيب فيه، فاكيد نقدر نقول الكوزاليتي. ما ينفعش اي حاجه حصلت متزامنه مع حاجه ثانيه اقول له والله دول مرتبطين ببعض، ده سبب ده، ده كوز ده، وخلي الدواء الفلاني فقلل الكوليسترول يبقى هو كده فعلا بيعالج الكوليسترول. لا، لازم اطبق عليه الحاجات التسعه دول، اذا اطبق عليه التسعه دول يبقى هو كده فعلا بيقلل الكوليسترول. تمام. طبعا الموضوع ده بيتحسن في الاخر في الاندماج الكلينيكال ترايل. طب البروسبكتيف والبروسبكتيف احنا كنا اتكلمنا فيها قبل كده. البروسبكتيف ان انا ببدا في الدراسه الان دلوقتي، خلاص هبدا الدراسه بتاعتي، بجيب الدواء بتاعي الجديد اللي عايز اعمل عليه تيست، بجيب مجموعه دول كنترول مش هياخدوا حاجه، هياخدوا بلاسيبو، ودول تريتمنت هياخدوا الدواء، واتابعهم من دلوقتي واقعد اتابعهم بقى اربع خمس سنين سنتين ثلاثه واسجل بيانات والكلام ده، ده اسمه بروسبكتيف ستادي، انا بتابعهم. الريتروسبكتيف ستادي لا، انا في واحد عندي نزيف في المخ، فانا عايز اشوف السبب بتاع نزيف المخ ده، فاشوف الحاجات بقى كان ياخد دواء ايه زمان، عندي كانسر ما عنديش كانسر، سبب مين، حد اتكلم معاه، بياخد ادويه وارفارين، بياخد اسبرين، بياخد ايه الحركوم بيطلع عنده الاسم بتاعه، حاجه زي السندروم، بشوف مثلا كان طفل كان بياخد اسبرين زمان وحصل له مريض سندروم. ده بينفع في دراسه الحاجات الغير ديسكريبتيف، انا بدرس الحاجه الغير اللي هو فلوسها نادر، يعني السندروم بيحصل كام واحد في ال 1000 ولا في ال 10000 ولا في المليون، ما ينفعش ادرسها للبروسبكت. انا مش هجيب مثلا 100000 طفل اديهم اسبرين وهم عشان خمسه منهم يحصل لهم مريض سندروم. تمام. وينفع ريتروسبكتيف في الحاجات اللي هي ان ايثيكال، يعني حاجات لا اخلاقيه او نان براكتيكال. ان ايثيكال يعني ايه؟ الدواء ده مثلا بيعمل كانسر، بيعمل كانسر او بيعمل ديتريويشن، بيعمل تشوهات الاطفال. ما ينفعش انا اجيب مثلا ام حامل والله والله خد الدواء ده عشان نعمل تشوه للطفل اللي عندك ونشوف هو الميكانيزم بتاع التشوه ازاي. او والله الدواء ده على فكره احتمال بيعمل نسبه التشوه عنده كبيره، فاحنا بنشوف على البيشنت الهيومن بين هيعمل تشوهات، فاجيب 1000 واحده حوامل كده واديهم الدواء بيعمل تشوهات كتريتمنت، واديهم التانيين اديهم بلاسيبو. ده ان اثيكال. او انا في دواء مثلا بيعالج السيريبرال هيموريج، جايب 100 واحد كده مجموعه اي كنترول مش عارف اديهم حاجه، وال 180 عندهم نزيف المخ اديهم الدواء اللي هو بيعالج السيبر هامرز. ما ينفعش الناس اللي هم عندهم سيبر هامرز اسيبهم كنترول، ده ياخد بلاسيبو او الدواء نفسه بيعمل سيبر هامرز، اقول له واحد خد الدواء ده وبعد شهرين ثلاثه اعمل لك نزيف المخ، يعني انا اثيكال. تمام. فالبروسبكتيف هي افضل من ناحيه الدراسه، ان انت تبقى عندك البيشنت قدامك تقدر تتداخل معاه، معلومه مش مكتوبه كويسه ممكن تراضيه مع الفيزيشن مع النيرس، ممكن تروح تشوف الفيزيشن مره واثنين تاكد من الكلام بتاعك، تعيد تجربه مره واثنين، الداتا عندك رو لسه وطازه وتقدر تعمل يعني تتعامل مع داتا كويسه. الريتروسبكتيف انا بتعامل مع حاجات في الماضي، فانا ممكن امسك الملفات بتاع الفيزيشن في المستشفى الاقي ورقه مقطوعه، ورقه مكتوب عليها شاي، الخط مش واضح، الدكتور مش اخضر، الناس جت تلعب شويه في الفايل ترسم فيه شجر مش عارف ايه، الدكتور نفسه اللي عمل الحاجات دي مش موجود، لو حضرتك تكسر منه اتنجر راح مستشفى ثانيه ولا اتوفى ولا اتربى في مكان ثاني. فالريتروسبكتيف ممكن يحصل عندي لوس في الداتا، الكول بايس، انا ما اقدرش افتكر الحاجات حصلت زمان ايه بالظبط. فالريتروسبكتيف مفيده في حاجتين، اللي هي الحاجات الرير اللي بتحصل من حدوثها نادر، والحاجات اللي عم نمسكها من براكتيكال ديزيز. طيب نيجي بقى لفاز الديزاين. احنا كده هنبدا يعني العرض ده كله كان يعتبر فيها تنويه مقدمه، هنخش الديزاين بالتفصيل كل واحده.
الفيب ديزاين عندي ثلاث انواع من تجاره: الديسكريبتيف والبروفيشنال والاكسبيرمنتال او الانترفنشن. الاكسبيرمنتال والانترفنشن مش معاهم الكوازي اكسبيرمنتال ستادي، تمام؟ الديسكريبتيف مجرد وصف، انا بقعد كده بوصف حاجه كده اكتبها واقوم مره واحده بس، انا شفت بيشن خد دواء معين حصل له سايد افكت معين، بروح واصف السايد افكت ده وقايم الريبورت كده وابعته، ده اسمه ديسكريبتيف، مجرد وصف فقط. الاوبزرفيشنال لا، انا بقعد الاحظ كل تصرفات، يعني بتابع يعني ديسكريبتيف مفيش متابعه، شوف بس بوصف خلاص. الاوبزرفيشنال بوصف وتابع، تمام؟ الاكسبيرمنتال بوصف وتابع وتدخل، تمام؟ يبقى الديسكريبتيف مجرد وصف فقط، الاوبزرفيشنال وصف ومتابعه، الاكسبيرمنتال وصف ومتابعه وتدخل، تمام؟ طيب الديسكريبتيف عندنا منها الشيء الاساسي فيها اللي هي الريبورت، الكيس ريبورت والكيس سيريس. الكيس ريبورت ان انا في بيشنت عندي في المستشفى خد دواء معين حصل عليه اعراض معينه، سايد افكت معين ما كانش معروف قبل كده، فانا بوصف الدواء، بوصف البيشنت، ديموغرافي الدواء بتاعه، البيشنت ده عمره كام سنه، وزنه قد ايه، فيميل ولا ميل، الهيستوري بتاعه كله بالتفصيل، واوصف الدرج والدرج انتر اكشن اللي حصل والسايد افكت اللي حصل، واوصفه بالظبط ده حصل له قرحه، حصل له خلفيه، حصل له حته، حصل له مفتاح في رجله، بوصف على قدر المستطاع اللي اقدر اوصفه المعلومات بتاعته. اذا حصل الموضوع ده اكتر من مره وصفته انا نفسه اسمه كيس، ايه كيس سيريس، او واحد زميلي مثلا وصف نفس الحاله، الموضوع سيمبل جدا وبسيط. الفايده بتاعته ان هو بيولد عندنا حاجه اسمها الهايبوثيسيس الافتراضيه، تمام؟ وفي ادويه بتيجي في الموضوع ده، تمام؟ زي مثلا المينوكسيديل كان بيستخدم اصلا في علاج الضغط، لما حصل هيرشتيزم اتغير المينوكسيديل خالص اتجاهه، لما واحد عمل كيس ريبورت عن هيرشتيزم خدوا الموضوع ده وعملوا عليه ستادي في موضوع الهير جرو، ودي دي من اشهر الادويه في الهير جرو. السندلافيل الفياجرا كان اصلا بيتاخد لعلاج البلمونري هايبرتنشن، تمام؟ حصل انه له بيعمل بلس اليكشن عند المنه الكلام ده، فغير اتجاهه خالص مش كان يعرفه من البلمونري هايبرتنشن للريتال ديسفانكشن ودخل بالحاجه. فده بس من كيس ريبورت، واحد عنده قوه ملاحظه سجل الموضوع ده، ده بيعمل لي نوفل تريتمنت. الفايده بتاعته ان هو بيعمل نوفل تريتمنت، بتديلي انيوزوال ايفنت، تمام؟ بيعمل جنريشن للهايبوثيسيس، ان انا بولد فرضيه مش نظريه. نظريه ده شيء يعني حصل اثبات الكلام ده، اما الهايبوثيسيس دي فرضيه يعني شيء جدلي. انا لسه بقول والله ده على فكره ممكن يكون ينفع في علاج تصلب الشعر، ده ممكن ينفع في علاج الاستايل ديسفانكشن، تمام؟ فاخدته شركه كبيره وعملت عليه ابحاث وطورته وعملته في الفارماسيوتيكال ديزاين اللي ينفع في الشيء الجديد، اللي هو مثلا بدل ما كان المنسوليد بيتاخد مثلا تابلت، لا بيتعمل بقى عمل بخاخ، كان هو يتعمل في فارماسيوتيكال فورم مناسبه للغرض الجديد بتاعه. فدي هي ويعتبر هو اضعف حاجه في الاستادي بعد الايديا والريفيو. فاول حاجه في اللي هو الكيس ريبورت والكيس سيريس. يبقى الفايده اللي بناخدها منهم انه بيجي نيفر تريتمنت او ويعمل لي الهايبوثيسيس. طيب في كده قلنا الادفنتج بتاعها من ايزي، ممكن اي حد يعملها، اي حد موجود في المستشفى طبعا شغال كلينيكال في المستشفى يعني يلاحظ ويكتب الحاجات دي، مش محتاج منه فلوس، مش هتكلفه، هي بس ورقه كده ويكتب التفاصيل بدقه ويبعتها للاف دي اي ولا يبعتها بسرعه مجله. البيزا ادفانتج ان هي دوس يعني مش هعمل لها اسوشيشن عشان عملت وصف بحاجه معينه، يبقى في اسوشيشن او كوزاليتي او اكسبيرينس، ان هو مش هيعمل لي دوزنت استابلش في الاسوشيشن ولا الكوزاليتي ولا الاكسبيرينشن، هو مجرد بس ان هو يعمل لي جنريشن. النوع الثاني الفاضي الاوبزرفيشن اوبزرفيشن، بعمل ديسكريبتيف بوصف وفي نفس الوقت بعمل فولو اب بتابع البيشن.
تمام، بس ما بتدخلش انت كانفستيجيتور، ما بتدخلش خالص. والله البيشنت خد الدواء، ما خدش الدواء، امبالانس امبالانس، تمام. الدوز عايز تنقص، الدوز عايز تزيد، انا ما بتدخلش خالص، انا مجرد بس بوصل قاعد كده بوصل بس بعمل فولو اب. ده الاوبزرفيشنال ستادي. الاوبزرفيشنال ستادي عندي عباره عن كيس كنترول وهوت ستادي كروس سكشن ستادي. ده في الاوبزرفيشنال عندي ثلاث انواع: الكيس كنترول، الكوهوت، الكروس سكشن. الكيس كنترول ده انا ببحث في حاجه في الماضي حصلت في الماضي، فالريتروسبكت هي ما بتعملش غير ريتروسبكت. حتى في بعض الدراسات سميها ريتروسبكت كنترول ستادي. تمام، احنا هنلاحظ برضو ان احنا في الريبورت، كيس ريبورت الكيس سيريس ما قلناش كلمه ستادي، قلنا بس كيس ريبورت كيس سيريس، لان مش ستادي ده، انا مجرد بس وصف حاله الواحد دلوقتي كان في خط خضاب وبعته للمجله او الاف دي اي او لاداره المستشفى خلاص. اما الكيس كنترول دي ستادي، لان انا بعمل متابعه، بعمل فولو اب. الحاجه المهمه في الكيس كنترول ان انا عندي الاوت كام موجود وبدور على الاكسبوجر بتاعه، حصل اكسبوجر ولا لا. تمام، يبقى انا بدور اسوسيشن بين الاكسبوجر والديزيز او الريسك والاوت كام. يعني انا عندي الناس اللي حصل لها ريسندروم، يعني عندي مثلا 1000 طفل عندهم ريسندروم و1000 طفل تانيين ما عندهمش ريسندروم. بشوف ال 1000 اللي ما بقاش 1000 طبعا، يعني ممكن 10 مثلا، 10 عندهم ريسن بلو، 10 عندهم ريسن بلو، لانه هي ديزيز. ال 10 اللي عندهم ريسن بلو دول بدور كده في الهيستوري بتاعهم، هل كم واحد خد اسبرين؟ وكم واحد ما خدش اسبرين؟ ده ممكن 10 دول يكون 6 خد اسبرين واربعه ما خدوش. طب الكنترول عندي اللي هم ال 10 اللي ما عندهمش اصلا ريسون جروب، بشوف في الهيستوري بتاعهم كام واحد منهم خد اسبرين، تلاقي اثنين بس خد اسبرين والثمانيه ما خدوش اسبرين. فانا بستنتج استنتاج بقول والله الاطفال اللي عندهم ريسون جروب كان منهم سته بياخدوا اسبرين، الاطفال ما عندهمش ريسون جروب كانوا اثنين بس بياخدوا اسبرين. اذا في علاقه مثاليه اسوشيشن بين اسبرين وريسون جروب، ان هو لما بياخد اسبرين يحصل عنده ريسون جروب. تمام؟ فانا ببدا داخل تحتي في الحاضر، بنتهي في الحاضر، بس بدور على المعلومات بتاعتي، الداتا كوليكشن بتاعتي بتكون حاجات حصلت في الماضي. تمام، انا عندي دلوقتي مجموعتين، مجموعه كيسز ومجموعه كنترول. كيسز دول مجموعه اللي عندهم المرض، يبقى انا عندي مين المرض موجود او الاوت كام موجود. عندي دلوقتي في 100 واحد عندهم دياليتس، 100 تانيين ما عندهمش دياليتس. مين عندهم دياليتس؟ لو اشوف الهيستوري بتاعهم، كم واحد كان بياخد ستاتين، كم واحد كان بياخد مثلا كورتيزون، 30 واحد كان بياخد كورتيزون. طب مجموعه الكنترول دول ال 100 اللي ما عندهمش دياليتس، اللي ما عندهمش الاوت كام، كم واحد كان بياخد كورتيزون؟ كانوا 10 مثلا. فاقول والله ده في اسوشيشن بين الكورتيزون وبين الدياليتس ديفلوبمنت. طيب قادم ال 100 ال 100 دول انا عندهم دياليتس، اشوف كم واحد فيهم زمان كان بياخد مثلا كالسيوم شامل لكم. والمين عامل جديد كم واحد زمان كان بياخد كالسيوم شامل لكم. الاقي مثلا المجموعه اللي هي الكيسز اللي هو دياليتس. بالنسبه للكالسيوم شامل لكم مثلا كانوا في 10 بياخدوا كالسيوم شامل لكم. المجموعه اللي ما عندهمش دياليتس برضه كان في 10 او 12 بياخدوا كالسيوم شامل لكم. يبقى ما فيش ريليشن بين الكالسيوم شامل بلوكر وبين الدياليتس. No association. يبقى انا الكيس كنترول بتعمل لي association between risk معين وبين outcome موجود الحين. outcome انا معروف عندي outcome، يبقى انا بدور على الريسك اللي هو سبب outcome، السبولة اللي هو سبب outcome اللي عندي. ما دام كلمة كيس كنترول يبقى retrospective، مفيش حاجة اسمها كيس كنترول prospective. كيس كنترول ستادي دي على طول بروسبكتيف. طبعا دي بالنسبه لي ما دام هي بروسبكتيف يبقى هي مفيده في الامراض الغير ديزيز، او ديزيز بتاخد مثلا لونج بيريود عشان يحصل ديفلوبمنت. يعني في امراض مثلا عشان تظهر على البيشنت او سايد افكت هو ياخد مثلا الدواء ده مثلا 30 سنه عشان يظهر عليه العرض الفلاني،
مش هياخد 37 سنه تمام. هو مثلا هياخد كارسنسون بلوكر وبعد 30 سنه هيحصل له كونجست هارت فيلير. هو انا هدي له كارسنسون بلوكر وهو 37 سنه عشان يحصل له كونجست هارت فيلير، فانا هروح اشوف الناس اللي اصلا عندهم حاليا كونجست هارت فيلير وشوف كم واحد كان بياخد كارسنسون بلوكر تمام. فده الكونتكس كنترول سري انا بستخدمها لان رير ديزيز، لان عندي حاجه ان ايثيكال ما ينفعش استخدم فيها حاجه بروسبكتيف كانسر مثلا او سيلر ديزامبل او ايد. او حاجه تاخد لونج تايم تو جيت مي ذا ريزلت اوف ستاف بسرعه، يعني عايز اخلص الدراسه بتاعتي بسرعه فاشتغل حاجات بروسبكتيف. طب امثله ليها، واحد اسمه جاتري هيدبرت عمله في بحث او تجربه على الريسك ميوكارد انفكشن اسوشيتد انتي هايبرتنسيف دراج ثيرابي، يعني الناس اللي بتاخد انتي هايبرتنسيف دراج ثيرابي كم واحد هيحصل لهم ميوكارد انفكشن. طيب انا عشان لو حبيت اجيب بدل ما اجيب 1000 واحد اديهم انتي هايبرتنسيف دراج و1000 ثاني ما بياخدوش انتي هايبرتنسيف دراج واتابعهم بقى في المستقبل لغايه ما يحصل لهم ميوكارد انفكشن ممكن ناخد 20 30 سنه. كان عشان احل الموضوع ده لا انا اروح دلوقتي اشوف الناس اللي عندهم كارد انفكشن واشوف كان ياخدوا اي دون انت هيبتين جاد ولا لا تمام. فده اسمه ريت اصدق. في واحد كان اسمه كرنان عمل دراسه على الفينايل بروتونامين وريسك اوف ميموري ستوب، يعني الناس اللي بتاخد فينايل بروتونامين كعلاج كم واحد حصل لهم هيمولوجيك ستروك. ده ما ينفعش برضه تعمل بروسبكت، ما يجيش واحد يقول له خد الدواء الفلاني ده عشان يحصل لك هيموجيك ستروك. فانا بشوف الناس اللي حصل لهم هيموجيك ستروك ده واشوف كم واحد فيه كان ياخد ميه برامج امين وكم واحد ما كانش بياخد مجموعه التيست، ونفس الكلام في مجموعه الكنترول اللي ما عندهمش هيموجيك ستروك. طبعا الدراسه تحت الكنترول بروجرامينج دي كان الهدف منها ان احنا نعرف كام واحد حصل له اسوشيشن بين الهيموجيك ستروك وبين يعني كم واحد كان ضغط الهرمون حصل له هيموجيك ستروك بالنسبه بتاعت الفيميل للميل. المرض عندي اللي هو هيموجيك ستروك او الاوت كام السبويا عندي اللي هو الكنترول بروجرامينج. الكيس كنترول عندي كان 702 اللي هم الناس ما عندهمش اصلا الهيموجيك ستروك بقارنهم بناس عندهم سيت وطلع الاسوشيشن بين الاود ريشيو وناخده بعد كده. طيب ايه الادفانتج بتاع الكيس كنترول؟ اول حاجه ان انكس مش غاليه. انكس ازاي مش غاليه؟ يعني انا اروح في المستشفى اروح اجيب ملفات البيشنت هيمو ديابيتس، انا عايز اعمل بحث عن ديابيتس مثلا هل الكورتيزون بيسبب ديابيتس ولا الاسوشيشن بين الكورتيزون او السيازايد او الاستاتين او اي دواء ما بينه وبين الديابيتكس انسيدنت تمام. فانا اروح اجيب ملفات الديشن في عمليه الديابيتكس كلهم في اللي عندي احطهم كده على المكتب قدامي واشوف واحد واحد كان بياخد كورتيزون بيخش ده بياخد كورتيزون بياخد كورتيزون ده بياخد كورتيزون بياخد كورتيزون طبعا ده كورتيزون شيت واجمعهم واشوف 100 واحد ثاني ما عندهمش ديابيتكس واشوف كم واحد فيهم كان بياخد كورتيزون ما بياخدش كورتيزون واقارنهم ببعض. فالموضوع مش هيكلفني انا مجرد باخد ملفات الديشن وخلاص وكتلي انا ممكن اخلص الموضوع ده في اسبوع مثلا 10 ايام في يومين حسب بقى. في بعض المستشفيات الداتا بيس بتاعت الديفنت كلها موجوده كمبيوترايزد فبدخل على الكمبيوتر كوبي وبيست ممكن في يوم اخلص الدراسه بتاعتي كلها او الداتا كوليكشن بمعنى صح يعني تمام. فممكن اخد برضو سامبل كبيره، يعني ممكن اخد 1000 ملف مثلا على الكمبيوتر 2000 ملف على الكمبيوتر تمام. ايه المشكله فيها؟ ان في كومباوندنج فاكتور انا ممكن ما اقدرش اتعامل معاها، يعني الديشن دول اصلا بياخدوا فيزاد حصان جريز ممكن يكونوا اوبيس اوبيستي ممكن يكون عندهم مثلا ستريس في الشغل بتاعهم ستريس في الحياه العائليه بتاعتهم ممكن يكون بياخدوا ادويه ثانيه بسبب سكر ممكن يكون جينيتك ففي كومباوند فاكتور ثانيه. في برضه البايس ان انا مثلا اروح اشوف الديشن في الاوبيس هم اللي جمعهم او اختار اتعمد الملف ده مثلا لقيته ديابيتكس ما بياخدش الكورتيزون اروح حذف. انا عايز اطلع بقى ان الكورتيزون بيسبب فاشوف مثلا انا خدت ملف لقيته ما فيش كورتيزون اروح حاطه على جنب واخد الملف اللي فيه كورتيزون.
انا خدت 500 ملحم جبت فيهم 200 ما بياخدوش كورتيزون، اروح اخليهم 100 بس، اقول والله ده انا 100 ده بقى كونفرميشن بايس. تمام. المهم انه الريتروسبكتيف ستادي دي عرضه للبايز والكونفرمر. دايما السؤال ده اول ما تلاقي دي كل بايز يبقى الريتروسبكتيف ستادي عرضه كونفرمر فاكتور والريتروسبكتيف ستادي اللي هي الكيس كنترول. هي عرضه دايما الكيس كنترول ستادي عرضه دايما لثلاث انواع من البايز سليكشن بايز والريكول بايز والانفورميشن بايز. ده اكتر حاجه. طيب ازاي اقيس الميجر اوف اسوشيشن؟ في حاجه اسمها الاود ريشيو وريليتيف ريسك او ريسك ريشيو. الاود ريشيو هو بيستخدم غالبا في الريتروس بيكتيف ستاد. انا بقيس الريتروس بيكتيف اسوشيشن بحاجه اسمها الاود ريشيو، يعني نسبه احتمال الناس اللي هم في الكي اللي حصل لهم اكسبوجر ان المرض عندهم زياده او اقل من المجموعه اللي حصل لها اكسبوجر. كان نسبة احتمال حدوث السكر عند الناس اللي بتاخد كورتيزون بالنسبة للناس اللي ما خدتش كورتيزون بكل بساطة كده. نسبة حدوث المرض والاوتكم المجموعة اللي هي تريتمنت بالنسبة للمجموعة اللي هي كنترول ممكن تطلع أقل ممكن تطلع أكثر. لو طلعت واحد معناها مفيش فرق. أنا بقول مثلا إيه؟ لو المجموعة دي فيها خمس أفراد المجموعة دي أربع أفراد. المجموعة الكنترول أربعة والمجموعة اللي هم خمسة يبقى كده خمسة إلى أربعة واحد وربع يبقى في زيادة 25% في المجموعة تحت التريتمنت حصل لها المرض المعين. طب لو طلعت هنا خمسة وهنا خمسة معناه مفيش فرق خمسة على خمسة واحد يبقى الاكسبوجر ده ما عملش فرق ما عملش أي تأثير. اللي خدوا واللي ما خدوش كورتيزون ما حصلش عندهم المرض. تمام؟ أو حصل عندهم المرض بنفس النسبة يبقى هو نو إفكت. دي طبعا اللي هيبص في البايو ستاتستيك هتبقى شرح فيها يعني اوضح واكثر بكثير. طيب الحاجه الثانيه الكورت ستادي. الكورت ستادي هي عباره عن انك بتاخد مجموعتين بس بتبيعهم. تمام. هو طبعا التيب بتاع الايفيدنس بعد التست كنترول في الكروس سيكشن بس عشان الكورت ستادي متشابه شويه في الكروس سيكشن فهنبدا بالكورت ستادي. الكورت ستادي ان انا باخد مجموعتين واتابعهم. طب ايه الفرق لما انا برضه في التست كنترول مجموعتين واتابعهم؟ كنت واخد مجموعه كنترول وكنت واخد مجموعه تريتمنت واتابعهم في الماضي ايه اللي حصل معاهم؟ الفرق الجوهري بينهم ان انا في التست كنترول كان عندي الديزيز نفسه بدور على اسباب بدور على اكسبوجر عارف فاكتور انا عندي ناس بيريتد بشوف الاسباب بتاعتهم مين كان باخد كورتيزون مين ما كانش باخد كورتيزون في مجموعه الديوريتك وفي مجموعه الكنترول لما نام ديوريتك مين كان باخد كورتيزون مين كان ما ياخدش كورتيزون. طيب الكورت ستادي لا انا عندي الريسك فاكتور وبدور على الاوت كام. انا عندي الان عندي ناس بتاخد كورتيزون بس ما بتاخدش كورتيزون. طب كم واحد دول هياخد ديوريتك كم واحد دول مش هيبقى ديوريتك. تمام. الكوهورت ستادي برضه نوعين الكيس كنترول اونلي ريتروسبكتيف. الكوهورت ستادي عندي نوعين عندي ريتروسبكتيف وعندي بروسبكتيف. ريتروسبكتيف اللي انا ببدا دراسه دلوقتي بروح ناحيه الماضي بجمع ده تحت البروسبكتيف لا ببدا دلوقتي بستمر في المستقبل اجمع ده تحت. تمام. فانا في برضه في الورك ستادي اقيس الاسوشيشن بين الاكسبوجر والديزيز او الفاكتورز ريسك فاكتور والاوت كام. ما بجيبش كوزاليك ما بعملش اكسبلانيشن اونلي اسوشيشن. تمام. دي برضه في اسئله. ايه مثال الورك ستادي عندي مثلا للبروسبكتيف ستادي؟ الفرامنجهام ستادي. الفرامنجهام ستادي دي عباره عن كوهورت كوهورت يعني مجموعه من الناس مدينه كامله نشوف الريسك فاكتور بتاع الكارديال ديزيز. نشوف ان الناس عندهم ريسك فاكتور للكارديال ديزيز كمان هيحصل له بعد كده كارديال ديزيز كمان هيحصل له كارديال انفكشن كمان هيحصل له كونجكتيف هارت ديزيز. الناس اللي هم سموكر والكوهوليك وعندهم هايبرتنشن ضهر وطاقه وعندهم سكر والكلام ده الناس دول كلهم
عليه احنا بنتابعهم مثلا الدراسه دي تقريبا 20 30 40 سنه مستمره، كم واحد هيحصل له كارديو فاسكولار ديزيز في المستقبل. في دراسه ثانيه اسمها نيرس هيلث ستادي، هي بتشوف اللونج تيرم كونسيكونس بتاع الاورا كونسيكونس. مثلا عندنا مثلا في المدينه بتاع 2000 واحده بياخدوا كونتراسبتيف اورا كونسيكونس، بنشوف بقى كم واحده هيحصل لها مشاكل كومبليكيشن كونسيكونس، كم واحده هيحصل لها مثلا بلاتنين، كم واحده هيحصل لها جيب، كم واحده هيحصل لها بريست كانسر، كم واحده هيحصل لها بلاين كانسر، وهكذا. ده مجموعه كامله بنتابعها في المستقبل. بنحط كنترول ان في ناس ما بتخش الاورال كونفيشن ديزيز، بنتابعهم برضه عشان نشوف كم واحد هيحصل لهم نفس الديزيز اللي هو بتاع بريست كانسر، بلاين كانسر. عندنا لاين بتاع الريتروسبكتيف ستادي، الكارت ستادي نوعين، ريتروسبكتيف وبروسبكتيف. ريتروسبكتيف يعني انا دلوقتي سنه 2016 تمام، هروح اشوف في سنه 2000 كام واحد كان كورتيزون، 1000 واحد بياخد كورتيزون وما عندهمش سكر، واخد 1000 واحد تاني ما بياخدوش كورتيزون وما عندهمش برضه دايابيتس. يبقى احنا حاليا في 2016، هرجع مثلا على سنه 2000 الماضي في الملفات بقى والدايجرام ده، هروح اخد سامبل من الديكوليشن بتاعي، هاخد السامبل ده مجموعتين، المجموعتين ما عندهمش سكر ولا واحد فيهم دايابيتس، بس المجموعتين دول مجموعة A كنترول ما فيهمش حد كان ياخد الكورتيزون، مجموعة B اللي هي التريتمنت كان بياخد الكورتيزون. وهتابع المجموعتين دول في المستقبل، هتابع بقى في لغاية 2016 تمام، لغاية 2016 أو لغاية 2015، كم واحد في المجموعة بتاعت الكورتيزون ده حصل له جاله سكر، وكم واحد في المجموعة الثانية ما عندهوش سكر. مجموعة الكورتيزون مثلا لو هم 1000 في مثلا 300 يبقى نسبة السكر 30%، المجموعة الثانية مثلا 1000 10 في 100 في 1 جالهم سكر يبقى نسبة السكر 10%. ده اسمها ريسك ريشيو، ريسك ريشيو تمام؟ بالنسبة للريسك ريشيو أنا بقول ريت ريسك بين المجموعة دي والمجموعة دي أروح قاسم 30% و10%، أديني نسبة مثلا معينة، هقول المجموعة دي مثلا هتطلع 3، إذا المجموعة دي الكورتيزون بيسبب السكر 3 أضعاف احتمالية حدوث السكر للناس اللي بتاخد كورتيزون 3 أضعاف الناس اللي ما بتاخدش كورتيزون. نقولها تاني، أنا عايز أعمل كورتيزون كوهورت وكورتيزون ستادي، كوهورت وكورتيزون ستادي. أنا دلوقتي في 2016 هرجع لورا كده لغاية 2000 واخد ملفات، هروح واخد مجموعة 2000، هاخد مجموعة سامبل، عندي كنترول وعندي تريتمنت. الكنترول الاثنين عندهم ما عندهمش الاوتكم، ايه الاوتكم بتاع الديابيتس؟ ديابيتس نيتس. يبقى هاخد 1000 دي 1000 واحد كان بياخد كورتيزون وما عندهمش ديابيتس، و1000 واحد ما بياخدش كورتيزون دول كنترول وما عندهمش ديابيتس. وتابعهم بقى لغايه نوصل 2015. سنه 2015 دول ايه اخبارهم؟ كم واحد في مجموعه الكورتيزون جالها السكر؟ وكم واحد في مجموعه الكنترول جالها السكر؟ اللي في مجموعه الكورتيزون جالها السكر 30%، 100 من 1000. المجموعه الثانيه 100 10% 100 من 1000. يبقى نسبة حدوث السكر في مجموعة الكنترول 30%، نسبة السكر في المجموعة الكنترول 10%. تمام؟ الريلاتيف ريسك هنا للكورتيزون يبقى 30 على 30% على 10% يطلع 3، يبقى 3 أضعاف. ده الريتروسبكتيف ستوري. طب البروسبكتيف نفس القصة، بس أنا مش هبدأ من زمان، لا هبدأ من دلوقتي. البروسبكتيف حاجة دلوقتي، عندي 1000 واحد بياخد كورتيزون و1000 واحد ما بياخدش كورتيزون، واتابعهم بقى في المستقبل سنه سنتين 3 4 10 حسب بقى الوقت اللي متاح بالنسبه لي تمام. واشوف كام اللي عندهم كورتيزون، كام واحد حصل له سكر، وكام واحد ما حصلوش سكر في مجموعه الكورتيزون، مجموعه برضه الكنترول كام واحد حصل له سكر وكام واحد ما جالوش سكر، واحسب العلاقه الاسوشيشن بتحسب بالريلاتيف ريسك الار ار ريلاتيف ريسك او الريسك ريشيو، دي هناخد برضه طريقة تحسبيها بعدين كمعادلات. طيب ايه الادفانتج بتاع الريتروسبكتيف؟ الادفانتج بتاع الريتروسبكتيف انها مش اكسبنسيف، نفس موضوع الكيس كنترول ستادي تمام. الفول اب الحاجه بتاعتها انه نو لوس في الاب، يعني انا باخد ملفات مش باخد مريض مثلا انا في الريتروسبكتيف
المريض معايا دلوقتي ممكن بعد شهر ما يجيش يسيبني، ما يقدرش يشتغل معايا، ممكن يموت، ممكن يسافر دوله ثانيه، تمام؟ ممكن يحصل له سايد افكت شديد فما يقدرش يستمر في دواء معين معايا، ممكن اخد متابعه تحت، تمام؟ الديس بتاعت الريتروسبكتيف انها برضو الداتا ممكن تكون بتاعتها مش كويسه، البايس برضو والكومباوند وكده. البروسبكتيف الميزه بتاعتها ان انا عندي اقدر اتحكم في الكومباوند فاكتور، تعريف مثلا ايه في هنا اوبست زياده عن المجموعه دي، اروح واخد الناس الاوبست نطلعهم بره، اعمل لهم ريستريكشن، اطلع يعني مثلا هنا في 15 اوبست هنا في 10 اوبست، الخمسه زياده دول اطلعهم، يعني في 15 واحد اوبست في مجموعه الكنترول، 15 و10 اوبست في مجموعه الكنترول، طب الخمسه الاوبيس اللي في مجموعه الكنترول الزياده اللي في مجموعه الكورتيزون ما ينفعش اوديهم الكنترول هنا، ما ينفعش اعمل ماتشنج لان هم بياخدوا كورتيزون، يبقى الحل قدامي لان اجيب خمسه اوبيس ما بياخدوش كورتيزون احطهم في مجموعه الكنترول، او مجموعه الخمسه اللي في الكورتيزون الزياده دول اطلعهم بره، يبقى لما اعمل ماتشنج لا اعمل ريستريكشن، تمام؟ طبعا الماتشنج ده افضل لان مش هقفل على السامبل، اما الريستريكشن بيقلل السامبل. طيب فالادفانتج بتاعت البروسبكتيف كوكس ستادي ان انا اعمل اقدر اتحكم في الكاونت فاكتور، اقدر اتخطط اسلوب الجمع الداتا بتاعتي ان انا بجمع بيها الداتا بتاعتي الكواليتي بتاعت الداتا. الديس ادفانتج ان هي مور اكسبنسيف، انا ممكن اقعد ادفعهم خمس ست سنين تاخد تايم زياده عندي، عايز اروح بقى كل يوم المستشفى وعايز فيزا معينه وعايز البيشنت في بعض البيشنت يتعاون معاك، ممكن مفيش تعاون، ممكن تكتب الفول اب، ممكن البيشنت يموت يسافر، تمام؟ ما تنفعش برضه الرير ديزيز، البيشنت دي الحاجات الرير ديزيز ما ينفعش فيها، الحاجات برضه اللي هي ايثيكال ديزيز ما ينفعش فيها. الريلاتيف ريسك ريشيو هو الايفنت او الديفنت الكونديشن ريت في المجموعه حصل لها اكسبوجر فيها الريسك، المجموعه الكونديشن مثلا بالنسبه للمجموعه اللي ما حصلش فيها اكسبوجر، تمام؟ يبقى الديفلوبمنت او كم في المجموعه اللي فيها الاكسبوجر على الديفلوبمنت او كم في المجموعه اللي فيها الاكسبوجر، كم واحد حصل له سكر في مجموعه الكورتيزون على كم واحد ما حصلوش سكر، حصل له سكر في مجموعه الكنترول، كم واحد تعرض للاكسبوجر وحصل معاه الاوت كم في مجموعه التريتمنت على كم واحد ما تعرضش للاكسبوجر اصلا وحصل معاه الاوت كم في مجموعه الكنترول، ده معنى الريلاتيف ريسك او ريسك ريشيو. طيب ده رسم توضيحي اللي بيفرق بين الاوبزرفيشنال ستادي في الديزاين بتاع التيست كنترول والكوهورت. التيست كنترول ان انا بدات اهو رحت على الماضي ورا خالص كده، الاخضر ده اللي عارف الصوره الاخضر ده دي عباره عن ايه؟ الداتا اللي انا بجمعها الاكسبوجر، انا عايز ايه بالظبط؟ العلامه الخضراء دي الداتا انا بجمع ايه بالظبط؟ الدايره الاسود دي انا معايا ايه بالظبط؟ فانا في التيست كنترول انا معايا الديزيز، انا عارف الديزيز انا عندي ديريت، انا خلاص عارف انا عندي ري سندروم، عارف ان البيشنت عندي ري سندروم، اخدت مجموعه عندها ري سندروم اللي هي الاسود دي ومجموعه ما عندهاش ري سندروم الابيض، وبروح ادور ورا بقى على الاسبرين، مين كان بياخد اسبرين ومين ما كان بياخدش اسبرين، مجموعه الكنترول ومجموعه الديزيز. في الكوهورت ستادي في البروسبكتيف كوهورت ستادي انا ببدا دلوقتي عندي اكسبوجر وبروح بقى في المستقبل اشوف الديزيز عندي حصل ولا لا. يبقى انا في البروسبكتيف انا دلوقتي عندي الاكسبوجر، انا عارف المجموعه دي عندها كورتيزون، المجموعه دي ما عندهاش كورتيزون. اروح في المستقبل بقى اشوف الديزيز، كم واحد في مجموعه الكورتيزون اللي هو التريتمنت حصل له سكر، وكم واحد وفي مجموعه الكنترول كم واحد حصل له سكر وكم واحد لا. تمام؟ في الريتروسبكتيف كوهورت انا عندي الاكسبوجر زمان موجود، انا عارف اهو الناس دي عندها بتاخد ابطال بياخد اسبرين، والمجموعه الكبيره دي ابطال ما بتاخدش اسبرين. كم واحد بقى حصل له برضه في الماضي جيسون بروم في مجموعه الكنترول وكم واحد في مجموعه الديزيز. بقى سؤالين ثلاثة كده نشط. You are one of pharmacists on the pharmacy and therapeutic committee. A formulary drug is being scrutinized because of rare report of serious drug-induced rhabdomyosis. في drug ده بيعمل rhabdomyosis، ده مش دي اصلا غير drug
رير ديزيز مش مشهوره يعني او بتحصل كتير. لف ايه ريفاليوشن اوف سيفتي اوف دراج بات ذات ريفاليوشن از ليفل تو تيك ا كونسيربل اماونت اوف تايم ذا كوميتي از كونسيدرينج تو دو ذات. عايزين ناخد رايك يعني في الجمله احنا ايه نوع الدراسه اللي هنعتمدها عشان ناخد قرار معاه نشيل الدواء ده ولا ما نشيلوش. تمام. فاحنا في عندك كذا دراسه موجوده في اندرايت كوهورت رايل في تيست كوهورت ستادي في بروسبكتيف كوهورت ستادي في راندمايز كنترول برايل جروب. ما دام شفت انت كلمه رير يبقى على طول تيست كنترول ستادي. تمام. هي اللي بتستعمل في الرير رير او اي اس. سؤال ثاني كيس سيترال كيسز ان ليتريتشر هاف ديسكرايبد ريتينال ديتاتشمنت اسوشيتد ويز كلوروكوين. ليتك ناس تاخد كلوروكوين تصلى A study is being designed by this drug manufacturer to indicate that which of the column study begins to represent the best approach for studying this drug associated with first event to first. But the rare disease, كيس كونسبتري. تمام. هو رير وصعب دراسته بعيد عن تسجيل كيس. طيب الكروس سكشن ستادي. الكروس سكشن ستادي بكل بساطه كده بيسموها برضه بريكن ستادي. دي من الدراسات السهله والظريفه جدا. سهله وممكن اي حد يعملها لانها ما بتاخدش وقت. دي كروس سكشنال يعني انت كده بتاخد سناب شوت بتروح تاخد الفولو اب بتاعك مره واحده فقط. دي كروس سكشنال يعني انا مثلا رايح اشوف الانكون دياليتيك بيشنت. تمام. فانا هروح اشوف ملفات البيشنت اشوف مين اللي هو الاتش بي اي سي 1 بتاعته اعلى من 7. خلاص اخد داتا تحت مره واحده فقط. دي اسمها كروس سكشن ستادي. انا مثلا عايز اشوف راي الطلبه مثلا او الناس اللي خدت البورد في البورد محتواه مثلا. طب اعمل كوشنير رايهم مره واحده. فالبروفيشنال انا باخد الداتا مره واحده بس الغرض بشوف البريفلنس. يعني اشوف مثلا كام انا عندك 1000 بيشنت في المستشفى عنديهم هايبرتنشن. اشوف كام واحد فيهم ان كنترول هايبرتنشن. عندي 1000 واحد ديابيتس بشوف كم واحد ان كنترول ديابيتس كم واحد اتش بي سي اعلى من 7%. خلاص باخد الداتا دي وخلاص. انا بشوف مثلا عندي في المستشفى رينال ديزيز فانا هاخد 30 كلينس مره واحده. تمام. فانا ممكن اعملها ما تاخدش مني وقت ولا مجهود. تاخد مره واحده. ممكن اعمل عن طريق كوستنير عن طريق سيرفيه عن طريق انترفيو عن طريق ان اخد بايوميديكال انفورميشن باخد لاب تيست باخد الكواليتي اوف لايف بتاعت البيشنت. اي حاجه اي فكره كده دماغ هم بتاخد مره واحده فقط. ايه اللي عيبها برضو ان هي بتعمل لي لو في مرض عايز متابعه ما ينفعش. لو هي رير ديزيز ما تنفعش تعمل فيه. ما في برضه متابعه التايم يعني انا ممكن النهارده الراجل ده كان ان كنترول بكره كنترول. تمام. مفيش متابعه برضه للبيشن. انا باخد الحاجه مره واحده فقط. تمام. باخد الداتا بتاعتي فقط. دي اسمها كورس سيشنال. الغرض منها في الاغلب ان احنا بنشوف كلاس اوف ستادي. ارسنتي ريليز ستاتين از اشيرد ويز ليس مايوباسي than other currently available treatments after 2 years of use. Retrospective case control study was undertaken by the manufacturer after 20 different reports of severe myopathy were sent to the FDA mid-watch program. The structure for statins induced myopathy were not assessed. However, both the cases and the control of the study had an identical diagnostic evaluation were certified on the basis of the duration of statin used before the onset of myopathy. Which one of the following types of bias in this study design most
يستمر. هي الستدي هنا ريتروسبكتيف ستدي. طيب ايه نوع البايز اللي ريتروسبكتيف ستدي؟ دي كول بايز. الكول بايز يعني استدعاء المعلومات. عايز افتكر حاجه حصلت من زمان فهي ريتروسبكتيف دي حاجه قديمه فانا عايز احاول. اما الكومباوند ده اصلا مش بايز اساسا. الدياجنوستيك بايز ان هو بيتكلم على دياجنوزيس والتست ده مش موجود. المسكلاسيفيكيشن احنا برضه ما جابش حاجه هو في موضوع السامبل سايز والديستريبيوشن اوف سامبل سايز. السؤال الثاني كده ان ذا بريفر اس كويشن. السؤال اللي فات which one of the following will be most affected by the type of bias likely to occur in the study. ايه الباز النوع الباز الاكسترنال فيري هتاثر بالريكول بايز ولا الانترنال فيري ولا الاسسمنت اوف اكسبوجر ولا النمبر اوف بيشنت نيد فور ذا ستدي. مين اللي هيتاثر اكتر؟ احنا الريكول بايز بيأثر دايما على ايه؟ على الانفورميشن دي ناقصه انا ما بحطش انفورميشن. ممكن لو جيت اعيد التجربه مره ثانيه ما تدينيش نفس النتائج. الانفورميشن اللي عندي اصلا فيها ديفكت وفيها اخطاء. فده تبقى الانترنال فيريتي. تمام؟ هو ده بيتكلم على الكول بايز او بيتكلم على الانفورميشن بايز كده بيتكلم على الانترنال فيريتي. ما دام بيتكلم على البايز عامه هو بيتكلم على الانترنال فيريتي. لو بيتكلم على السامبل سايز يبقى كده بيتكلم على الاكسترنال فيريتي. A study was designed to assess the association between glucocorticoid use on the development of acute pancreatitis. صح بياخد glucocorticoid بيحصل له acute pancreatitis. A total of 6,161 individuals with acute pancreatitis and 61,676 individuals without pancreatitis were enrolled. And then the investigator looked retrospectively for difference in glucocorticoid used between the study group. Which of the option best describes this study. هو خد مجموعتين هو بيشوف association. تمام؟ between glucocorticoid group A to B. retrospective. كيس كنترول مثلا ريتروسبكتيف كيس كنترول استخدمناه بيدور في الماضي اصلا وهو عنده المرض موجود الاكيوت بنكريتايتس هو بيدور هنا على الاكسبوجر المرض موجود معانا بيدور على الاكسبوجر في كيس كنترول. طيب الانسيدنس والبريفلانس والريلاك ريسك والاولد ريشيو دي عباره عن حاجات بنقيس بيها الستريت ديزاين يعني النتائج بتاعت الستريت ديزاين الانسيدنس والبريفلانس بنستخدمه مع كروس سكشن ستدي والريلاتيف ريسك والاود ريشيو بنستخدمهم مع الكيس كنترول ستدي والكوهورت ستدي. دي عباره عن ميجرمنت احنا بنقيس بيها الاوت كم بتاع الستدي اللي عندنا الانسيدنس والبريفلانس بنقيس بيهم في الكروس سكشنال والنيجاتيف ريسك والاود ريشيو بنجيب فيهم في الكيس كنترول ستدي والكوهارت ستدي. الانسيدنس بكل بساطه كده بقول انا مثلا عندنا في مصر بيحصل كل يوم 100 حادثه طرق. ده اسمه انسيدنس. بيحصل كل سنه مثلا 1000 حادثه طرق. بيحصل كل سنة إن الدنيا بيحصل يوم مثلا 100 يوم في السنة بيحصل عندنا 1000 حالة إنفلونزا طيور جديدة بيحصل عندنا 1000 حالة سكر جديدة ده اسمه incidence. The probability of developing a disease يعني في حدوث مرض معين في فترة زمنية معينة incidence rate دايما بيجي معاه period دايما معاه فتره زمنيه. تمام؟ البريفلانس انا بقول النسبه في كل البوبوليشن. بقول والله نسبه السكر في مصر 10% يعني 10% من اهل مصر عندهم ديابيتس.
نقول مثلا ان نسبه التعليم في مصر مثلا 30%، يبقى 30% من مصر مثلا متعلمين و70% مثلا مش متعلمين. دي البريفرنس. يبقى البريفرنس هي بيرسون اول بوبوليشن في اي لحظه زمن. يعني هو غالبا الزمن نفسه بالنويز كات. انا بقول ان نسبه الحاصلين مثلا في مصر بكالوريوس صيدله مثلا 3%، تمام. لكن ممكن اقول ان عندنا كل سنه في مصر انس في 20,000 واحد بيتخرجوا من كليه الصيدله. ده انس ده. يبقى انس كان دايما معاه بيري في ريت زمن. Now, just for the alternative, which of the following statement is true regarding the statistical evaluation of data? The incidence equal the number of new affected individuals divided by the number of people at risk for the disease for a given duration. The difference is really distinguished from the incidence in relation to cancer. The mortality rate is a kind of cumulative prevalence rate. The cumulative incidence rate is usually given over a 10-year period. The prevalence rate is defined as the total number of cases divided by the total number in the population. احنا هنيجي نجاوب الاسئله. ممكن نعمل نظام استبعاد، ناخد مثلا من تحت فوق البريفلانس ريت. ريت يعني معناها انه مرتبط بزمن معين. لا، البريفلانس عن اني بوينت اوف تايم، تمام. الكومولتيف انسيدنس ريت هنا ربطه ب 10 سنين، يعني لازم 10 سنين. طيب المورتاليتي ريت دي نوع من البريفلانس ريت. المورتاليتي ريت ده نوع من الانسيدنس. الاجابه عندنا رقم مين؟ واحد. الانسيدنس هو عباره عن نمبر اوف نيولي افكتد اندفيدوال، الناس اللي حصل عندهم المرض او الشيء الريسك معين او العرض المعين في فتره زمنيه معينه، تمام، من مجموعه الناس اللي كانت معرضه للمرض ده. هنقول مثلا في مصر ان السنه دي او سنويا بيحصل ان في 5000 واحد بيصابوا بمرض السكر او ديفلوب نيولي ديزيز. طيب. In a study of elderly patients with atrial fibrillation, patients receiving warfarin, عددهم 6000، 6% had strokes or died as a consequence of stroke. يعني لما جالهم stroke يا اما ماتوا، يعني جالهم stroke وخفوا او جالهم stroke وماتوا. Was in subject treated with aspirin. And aspirin can 8,000. 9% had stroke or death from aspirin. Yes. هنا ال B value أقل من 5%، يعني هنا significant. The risk of stroke in untreated population with atrial fibrillation over this time was 12%. Which of the following percentage is the approximate annual incidence of stroke in the treatment population in this study. احنا هنا عايزين نعرف الانسيدنس كان كام، تمام. الحسابات بسيطه شويه. المجموعه الاولانيه كان الانسيدنس كان نصيب الموظفين 6%، تمام، في كام سنه؟ 3 سنين. الاسبرين كان 9%. الستروك الانتريتد كان 12%، تمام. هنشوف الفرق بينهم. نفسي على الثلاث سنين يطلع لنا 2.6%، تمام. طبعا الكومنت على فكره انا الاسئله اغلبها الكومنت، يعني تفسير حل السؤال بالسؤال، يا اما هتلاقيه تحت في الباوربوينت في النوتس تحت موجود الكومنت دي من فين، تمام. هنا بنشوف الفرق ونقسم على الثلاث سنين بيدينا 2.6%. تمام، يعني نكتب 8000 من 6000، 2000، 2000 بالنسبه للفرق بينهم 3%، ونقسم على ال اسرع ثلاث سنين هتعرف 1.6. الحل موجود تحت.
in a study of elderly patients with atherosclerosis. نفس السؤال اللي فات هنا عايز يشوف هنا what does this number relate to؟ ده الفحص الجنائي تبع ايه بالظبط؟ اكيد احنا جبناه عدد ان هو الانسيدنس تمام؟ الفحص الجنائي دي يعني 12% حصل لهم من التوتال ديفوليشن حصل لهم ان هو الاكل الكافي. Randomized double blind placebo control trial of cholesterol lowering drug in the primary prevention of coronary heart disease is reported. 1000 subjects are treated with the acute drug and 1000 are given placebo. They are followed up over a 5-year period and 100 individuals in the placebo group and 80 in the treatment group suffer myocardial infarction. What is the annual percentage risk of myocardial infarction in the group treated with placebo? تمام؟ هنجيب ريسك ازاي؟ حاجة فكرة موجودة بعدين في مسائل كتير يعني قوانين الكلام ده. مين على؟ تطلع مين؟ من 26,000 ميل أتنسبت وير قاوم to have either other or subclinical hypothyroidism within this group the risk of demonstrating either other or subclinical hypothyroidism 5% what is the best prescribed term of 5% risk ولا incidence ولا prevalence ولا risk ولا specificity 26,000 ميل 1300 منهم found to have عنديهم subclinical hypothyroidism هنا ما ذكرش زمن يبقى مش incident تمام مفيش حاجه نسبه ليها مفيش ريسك مفيش absolute risk بس الريسك يعني ما برضه مالهاش علاقه لان الريسك موضوع ثاني خالص الريسك هتبقى الاجابه ايه؟ البريفرنس A study that measures the number of persons with influenza in a calendar year. احنا هنروح نشوف الناس عندهم انفلونزا في سنة 2010 مثلا. ده هتبقى ايه؟ هل هي دي كورس ستادي؟ كورس ستادي لازم يكون في اثنين جروب متابعين. كيس كنترول لازم اثنين جروب. كيس ريبورت ده واحد بس. ده كروس سيكشنال ستادي. الريلاتيف ريسك والاود ريشيو احنا كنا عرفناها قبل كده. الفرق بينهم ان الاود ريشيو بيستخدم مع الكيس كنترول ستارش معاها الريلاتيف ريسك. تمام؟ ده اللي مهمني من الاختبارات والكلام ده اعرف حاجتين. الحاجه الاولانيه ان بالنسبه للكيس كنترول ستادي بيستخدم معاها الاود ريشيو. الحاجه الثانيه انه لو كان في الريلاتيف ريسك طلع نتيجه واحد او الكونفدنت انترفال اللي معاه طلع فيها واحد مرض بالواحد يبقى هو طلع نون سيجنفيكانت يعني نو ديفرنس تمام طبعا الكونفدنت انترفال اللي هي السبريد وزن هوتس ذا ترو افكت سايز يعني احنا بنقول المين ترو مين موجود فيهم او افكت موجود في ما بين مثلا بوينت واحد مثلا ثلاثه اذا موجود بين الاثنين دول بين الرقمين دول ده الكونفدنس انترفال احنا واثقين بنسبه 95% يعني الترو مين او الارقام الصحيح بتاعها اللي احنا عايزين نقيسه موجود بين الرقمين الموجودين في الانترفال الكونفدنس انترفال تمام ده اللي يهمني في الاود ريشيو و طيب التفسير بتاع الانتربريتيشن لو كان اجل من الواحد يعني نيجاتيف اسوشيشن يعني الريسك اجل من الاكسبوز يعني انا لما اتعرض للفاكتور ده او الاكسبوجر ده قل عندي الاوت كام عن المجموعه الكنترول ده اسمه نيجاتيف اسوشيشن يعني لو انا واحد جبت مجموعه اديتها اوميجا 3
المجموعه الثانيه ما خدتش اوميجا 3، المجموعه اللي خدت اوميجا 3 الكوليسترول عندها قل اقل من واحد، يعني قل مثلا نسبه 20%، معناها ان ده حصل ريسك ريدكشن. المجموعه اللي حط فيها الاكسبوجر لما خدوا الاوميجا 3 قل عندهم الكوليسترول اللي هو الارقام اللي انا بقيسه عن المجموعه اللي هي الكنترول، تمام، او المجموعه اللي عندي اللي بتاخد اوميجرازول قل عندها ديبتيك ألسر عن المجموعه اللي بتاخد اوميجرازول، يبقى عمل ريسك ريدكشن. يبقى المجموعه اللي حصل لها اكسبوجر الريسك فيها اقل من المجموعه اللي ما حصلش فيها اكسبوجر، تمام. لو الرقم واحد يساوي واحد يبقى نو اسوشيشن، مفيش فرق، يعني هو خد اوميجرازول ما خدش اوميجرازول هو عندهم النسبه هم الاثنين زي بعض، تمام. لو اكثر من واحد معناها ان الريسك بيزيد، الريسك في الاكسبوجر المجموعه اللي حصل لها اكسبوجر اعلى من الريسك في المجموعه اللي ما حصلش فيها. المجموعه اللي بتاخد مثلا اسبرين او بتاخد مستروجل عندهم نسبة الكرونيك ديزيز أكثر من مجموعة بتاخدش نمسترول، تمام؟ مجموعة بتاخد باراستامول عندها ليفر ديزيز أو ليفر سيروزس أكثر من مجموعة بتاخدش باراستامول، يبقى المجموعة اللي فيها اكسبوجر الريسك بتاعها أكثر، دي معنى إنها تكون أكثر من الواحد. يعني لو في طلع معانا مثلا بوينت 75 يبقى عندي انا حصل ريسك ريدكشن نسبه 25%، طلع واحد يبقى نو ديفرنس، طلع واحد ونص يبقى عندنا 50% زياده في الريسك، لو طلع ثلاثه يبقى عندنا ثلاث اضعاف او زياده 200%، طلع اربعه يبقى زياده اربع اضعاف او زياده 200%. طيب هنا عايزين ترو او فولس زياده in the interpretation of a difference between odds ratio or relative risk low confidence interval that include one can be interpreted as not significant. كلام صح ولا غلط؟ فيها واحد ده significant ولا significant؟ هنا بيقول non significant، كلام صح ولا غلط؟ true or false. طيب relative risk and odd ratio can give an idea about the magnitude of causality between a factor and outcome. الثانية فولس ولا صح؟ طيب نتكلم في الأولانية. الأولانية احنا قلنا إذا كان الـ confidence interval تحتوي على واحد، واحد معناها إن الاكسبوجر أو الاكسبوجر زي بعض، يبقى هنا non significant، يبقى true، يبقى رقم واحد true، رقم واحد إيه؟ true. إن لو الـ confidence interval تحتوي على واحد يبقى الـ odd ratio أو relative risk non significant. يعني non significant يعني هو اتعرض للاكسبوجر الارقام بتاعه زي ما اتعرض للاكسبوجر، المجموعه اللي متعرضه للاكسبوجر نفس الارقام المجموعه اللي متعرضه للاكسبوجر، يعني في 50 بيشنت بياخدوا كالسيوم شانل بلوكر، ال 50 دول منهم 30 واحد عندهم دي دي، وفي 50 واحد اللي واخدين برضه كالسيوم شانل بلوكر برضه 30 عندهم دي دي، اذا كالسيوم شانل بلوكر ممكن تكتب في الاثنين، مفيش فرق بين الاثنين، ما عادش تغيير واحد 50 و50 50 على 50 تساوي واحد، يعني ده ريشيو، تمام. طيب الريت ريسك والاود ريشيو هل هم بيدوني تفسير للكوزاليتي؟ بيدوني مقدار الكوزاليتي؟ طبعا لا، فدي فولس، لان احنا قلنا ان الاود ريشيو والريت ريسك دول بيقيسوا مين؟ بيقيسوا النتيجه بتاعت التيست كنترول ستادي في حاله الاود ريشيو، بيقيسوا حاله الكوهورت ستادي في حاله الريت ريسك. الكورت ستادي والكيست كنترول قلنا احنا بيقيسوا الكوزاليتي، لا هما الاثنين بيقيسوا الاسوشيشن، يدينا الماجنتود اوف اسوشيشن مقدار الاسوشيشن في الدنيا، لكن ما يديناش حاجه عن الكوزاليتي. Which one of the following statement is the best interpretation for the odd ratio of 4؟ احنا جبنا الاود ريشيو حسبناها طلع اربعه، معناها كان بافضل جمله تخص الكلام ده، هل الاود اوف هافينج ذا اوت كام امونج اندفيدوال هو ريسيف تريتمنت ايه ار 10% هاير، هل اكثر ب 10% ولا هل هو اعلى ب 75% ولا هل هو اقل ب 10% ولا هل هو ازيد ب 400%؟ ناخدهم واحده واحده. هنا اربعه،
10% دي لو 10% جمعت تبقى 1 1 من 10 لو 10%. 75% لوغر يعني هي طالع بوينت 5 بوينت ربع طالع بوينت 25 مطرحها من 1 تبقى 75. لو هو 10% هنا اقل برضه هتبقى بوينت 90. هنا الصح اللي هي رقم دي تمام. الكيس 3 هنا بتاعتنا الحل بتاعها ان هو 400% زياده او 4. طيب study designed to investigate the number of adverse drug events in a group individual during 1 year period in the results the also report the 5 events occurred in 10,000 person year. هنا هنا بنصب ديزاين انفستيجيت ذا نمبر اوف كيس اكيد هنا هنا بشوف نسبه تبقى الكيس افكت اللي حصلت في ال 10000 نسبه يبقى انسيدنت. هو شافها في سنه يدينا هنا سنه بالونير يبقى انسيدنت. هنا طريقه حساب الاود ريشيو والانفستيجيت. هنا المجموعة اللي عندها ديزيز يس ونو، الناس اللي عندهم ديزيز نو ما عندهمش ديزيز. هنا الاكسبوجر او ريسك فاكتور، هنا يس يعني في ريسك او ديزيز، ايه يعني في ريسك وحصل ديزيز، بي يعني في ريسك ما حصلش ديزيز، سي يعني في ما فيش ريسك بس حصل برضه ديزيز، في دي ما فيش ريسك وما فيش ديزيز. الحساب بتاعهم في الريت اوف ريسك احنا بناخد الايه على الناس اللي حصل لهم ريسك كلهم. يعني الناس اللي هم اكسبوجر وحصل لهم المرض على الناس اللي حصل لهم المرض كلهم سواء اكسبوجر او مش اكسبوجر تمام. يبقى في الايه بناخد الناس اللي عندهم اللي حصل لهم المرض وهم اكسبوجر على مجموع الناس الاكسبوجر كلهم سواء حصل لهم مرض او ما حصلش. في السي اللوكال في المقام بتاعه بناخد السي اللي هم الناس اللي ما حصلش اكسبوجر بس حصل ديزيز على كل الناس اللي هم ما حصلهمش اكسبوجر تمام. يعني ايه على البسط كله بعدين السي على المقام كله نقسمه على بعض. الاود ريشيو دي سهله الطرفين في وسطين الاي في الدي على السي في الدي دول هتيجي عليهم مسائل كتير فالمعادله نحاول مربع ده ونحفظ المعادله دي. ده مثال اللي هم لو ايه يعني 6 دول هم 6 دول حصل لهم اكسبوجر وحصل لهم مرض و 277 دول حصل لهم اكسبوجر من غير ما يحصل مرض تمام. فاحنا بناخد ال 6 على المجموعه اللي في الدول الاولانيه دي كلها 6 زائد 277 على بعد كده الواحد على 749 يطلع 12. ده نفس المثال اللي فات ده بس ترسم المربع وتحط البيانات هيطلع لك الحل على طول. تيست كنترول سيلنج في الكبير زي اتاك اكسجين ديت كيرف اون ذا ريسك اوف لانج كانسر 200 بيشنت بريزنتنج بريزنتنج ويز لانج كانسر اند 210 ديت كنترول يعني في كتير واحد عندهم لانج كانسر وفي كتير واحد لو 10 ما عندهمش لانج كانسر. ال 200 دول اللي هم لانج كانسر في منهم 80 واحد في 6 شهور فات اكسبوجر اند جيت بيرد ال 210 في 70 واحد دلوقتي اكسبوجر بتاعت الجدول وتوزع التوزيع بتاعتهم تمام. هنا ال 80 دول حصل لهم اكسبوجر وحصل لهم كانسر تمام. ال 170 ال 220 دول ما حصلش اكسبوجر وما حصلش
15 المهم هيطلع في الاخر عندك نسبه 4 الى 3 بطبق قانون قسم القانون وقدر الوضع النسبي. في عندنا اوتومايز كونتينيوم فايلز، احنا في المحاضره دي ان شاء الله معانا اكثر من 100 سؤال بحلهم والكومنت في اغلبهم، ومن المحتوى بتاع البورد الموجود في كتاب البورد الموجود فيها برضه مع زيادات شويه للحاجات اللي بتيجي زياده في المحتوى. لازم تغطي كل حاجه تمام، يعني ممكن تذاكر منها مستقله ما تحتاجش تبص في حاجه كده. In a randomized control trial, investigator assessed whether there were overall difference between two treatments. In the treatment, the sample 90 واحد بسموهم كده مجموعة. بين 45 و 45. مجموعة received drug A، مجموعة received drug B. استلموا drug A في 29 واحد experience outcome. يعني باقي عندنا كام 16 40 not experience outcome. الدراج بي عندنا 14 اكسبيرينس الاوت كام، يبقى في عندنا 31 نوت اكسبيرينس الاوت كام. عايزين نحسب الاود ريشيو، بنعمل المربع بتاعنا ونوزع الارقام، وبالنسبه للاود ريشيو بيبقى مرتين متوسطين الاي في البي والبي في السي، بيطلع علينا الرقم على طول. يعني مش سؤال سهل، اهم حاجه نعرف ازاي يعني الفكره بتاعت حل السؤال تمام. هو ادانا 90 سامبل قسمنا نصين 45 45، المجموعه الاولانيه دراج A في 29 واحد حصل الاوت كام، المجموعه الثانيه اللي هي دراج B 16 واحد حصل 14 واحد حصل الاوت كام. شوف التارجت الاثنين ونعمل بتاعنا ونضربهم في بعض 30 50 يطلع 4. هنا ان برايمري بريفنشن ستادي اوف ديرنج ان يو انتي هيبرتنسيف ويز كونفنشن انتي هيبرتنسيف ثيرابي كونفنشن دراج معروف قبل كده. ذا نمبر اوف بيشنت هو هاد ستروك اوفر ذا ستادي بيريود 200 ان جروب 1 ويز ذا نيو ثيرابي 5200 و 250 في المجموعه الثانيه من 4700. برضه نفس الحكايه اللي نشوف ال 250 دي وال 5200 فاضل منهم كام؟ ال 200 من 5200 فاضل منهم كام؟ ال 250 من 4850 فاضل منهم كام؟ ونحسبها طرفين وسطين نفس الحكايه تطلع كام؟ يعني لو حد معاه ورقه وقلم كده ممكن نعمل ايه بسرعه كده تحت بعض، مش لازم جدول يعني تمام؟ A و B و C و D أقدر الطرفين في وسطين يعني ماشي بتاع ده وشبه ده هيطلع في الآخر بوينت 75. أنا الخط صغير شوية عشان بس الكلام في سؤال كتير. ده عبارة عن بسيط بسيط randomized double blind trial، هناخد يعني إيه blind والكلام ده بعدين. دبل بلايند يعني المرضى والانفستيجيتور او الطبيب او الباحث ما يعرفوش ايه مين الدواء مين الكنترول. كومبير تو ديفرنس ميثايل بريدنزولون دوز اون نيورولوجيك اند سيفتي اوت كام ان بيشنت ويز اكيوت سباينال كورد انجري. وان تريتمنت ار نسيف ابولاس اوف 1000 ملي جرام كل 250 ملي جرام كل 6 اور فور 10 دايز سامبل 151. The other treatment are received intravenous bolus 100 ملغ كل 25 ملغ، يعني المجموعة الأولى تاخد جرعة عالية مللي وبعدها 250، المجموعة الثانية تاخد جرعة أقل شوية 100 مللي وبعديها 25 مدة every 6 hours for 10 days سامبل 153. During this study wound infection developed in 9% 3 الشنت بياخدوا هاي دوز، يعني هاي دوز حصل عندهم وند انفكشن اعلى من المجموعه اللي بياخدوا لور دوز، اللور دوز كانت 2.10 المجموعه اللي كانت 9.10. الكونفدنس 95% 1.2 الى 10 دي ما فيهاش الواحد، اذا سيجنيفيكانت يعني ما فيهاش الواحد في 1.10 دي اكبر من الواحد. واتش ستيتمنت ريجاردنج ذا ريلاتيف ريسك بين ذا تو تريتمنت جروبس فور ديفلوينج وند انفكشن از كوركت. ايه العباره في الكلام دي؟ هي توصيف لي الكلام الدش اللي فوق كده،
البيشنت از هاي من ذا هاي دوز جروب وير 3.5 تايم مور لايكلي تو ديفلوب اراوند انفيكشن. وعندنا البي فاليو اقل من 5% سيجنيفيكانت. There is no difference in the risk of developing a wound infection between groups. Information is insufficient to determine the relative risk, but the difference is statistically significant. The information is insufficient to determine the relative risk or whether the difference is statistically significant. طيب عشان احل السؤال ده بدون الدوشه الكتير اللي فوق ده، اول حاجه بص انا على هنا الكونفيدنس انترفال 95% ما فيهاش الواحد يبقى significant. تمام، فالاثنين اللي تحت هم مذكور فيهم ان الانفورميشن از انسفيشنت، الاثنين دول ما ينفعوش خلاص بره الاجابه. يعني الاجابه عندنا ايه؟ هنا في داتا تكفي يعني. رقم بي ذير از نو ديفرنس، هنا عندنا الكونفدنس انترفال ما فيهاش واحد، ما دام ما فيش واحد يبقى في ديفرنس ذير از ديفرنس. تمام، فاذا الحل رقم ايه؟ حتى من غير ما احسب اللي هو 3.5 دي، هي 9.3 تقسمها على 2.6 اللي هم الريسك ريشيو، هنا على الريسك ريشيو 9.5% تقسمها على 2.6 تجيب 3.5. بس من غير ما احسب 3.5 انا ممكن من خلال الكونفدنس انترفال سيجنفكانس احل السؤال. في احنا في التفسير الداتا دي كلها ان احنا نبص على الكونفدنس انترفال هنلاقي ان السيجنفكانس فيهم اول واحده 1.55 دي سيجنفكانت لان ما فيهاش واحد، الثانيه برضو 1.38184 برضو ما فيهاش واحد، اما رقم 3 دي نون سيجنفكانت لان فيها الواحد، اللي بعديها برضو اللي هي 0.20 الى 1.92 دي برضو نون سيجنفكانت، اللي تحت خاص برضو 0.84 الى 2.64 دي نون سيجنفكانت لان فيهم الواحد. هنا في التفسير بتاع انتربريتنج اوف داتا لو في اكزامبل فور نيو دراجز، عندنا اربع ادويه هاز بين كومبيرد ويز بلاسيبو تو ديتيرماين ذير ابيليتي تو بريفنت ا فيرست مايوكاردال انفكشن. عندنا اربع ادويه بنشوف قدرتهم على منع المايوكاردال انفكشن، من ويز هاي لو دنسيتي لايبوبروتين كوليسترول أكثر أميد مليون في الأب 5 سنين متابعينهم بنشوف. طيب إيه أفضل نتائج كتفسير يعني؟ Drug reduces the rate of the first myocardial infarction 30%، بيقلل نسبة 30%. Drug B resulted in absolute reduction 2.4%. Drug C showed that 42 men are needed to undergo treatment to prevent a single first myocardial infarction. Drug D reduced first myocardial infarction from 7.9% of patients to 5.5% of patients. Which of the one of the provides the most appropriate description of the effect? الحاجات دي كلها على فكرة قدام هتشرح تاني يعني، بس هو أهم حاجة دايما في تفسير الداتا number need to treat اللي هي رقم 3. Drug C should 42 men are needed to undergo treatment to prevent a single first myocardial infarction. ليه أفضل حاجة النمبر نيد تو تريت؟ لأن النمبر نيد تو تريت بيدينا كذا حاجة. أول حاجة بيدينا الإفيكاسي في الريال سيتويشن، يعني بيدينا الإفيشنتي بتاع الدواء، الفعالية والكفاءة بتاعت الدواء في العلاج الطبيعي وسط البيشنت بعد فيس فور. الحاجة اللي بعد كده إنه بيدينا برضه إيكونوميك، يعني إحنا 42 واحد هنعالجهم دول، العلاج بيصرف كام؟ كل واحد فيهم هيكلف كام؟ $50 ولا تكلف $100 ولا تكلف $200، فبيدينا برضه بيكتشر للاكونوميك بتاع الجزء. طيب الكوزيشن عايزين نذكر فيها حاجه مهمه جدا، ان الكوزيشن لا تثبت مع الاوبزرفيشنال ستادي، يعني الاوبزرفيشنال ستادي اللي هي كوهورت ستادي والريتروسبكتيف تيست كنترول ستادي والكروس سكشنال ستادي ما فيهمش اثبات نوت جيف كوزاليتي او نوت جيف اكسبلينيشن لاي اكسبيرمنت او لاي دراسه، هم بس جايدنس انه يدينا اسوشيشن ان في علاقه موجوده لكن ما يديش كوزاليتي. التايب اوف كوزاليتي عندنا السوفيشنت كوزاليتي والنسيسري كوزاليتي والريسك فاكتور. عشان نقول انه في كوزاليتي او نعمل ايفاليشن كوزاليتي كنا قلناها قبل كده بس مجددينهم تاني،
ان احنا الستاتستيكال سيجنفكانس موجود ولا لا، يعني هل الكونفيدنس انترفال بالنسبه للريشيو والريشيو فيهم واحد ولا فيهم واحد مثلا، بالنسبه للكونفيدنس انترفال سيجنفكانت تيست بالنسبه للستاتستيك فيها صفر او فيها زيرو او زيرو، مدى الاسوشيشن القوه بتاعته بالنسبه للريشيو قريب من الواحد ولا بعيد عن الواحد، كل ما يبعد عن الواحد بالموجب يبقى في علاقه الاتجاه الايجابي اقوى، كل ما يبعد عن واحد في السالب يبقى في ناحيه ريسك ريدكشن اقوى. الدوز ريسبونس ريليشن شيب، كل ما زود دوز بيزيد الريليشن بيزيد الايفكت، كل ما قل دوز بيقل الايفكت. هل في تمبر ريليشن، هل في توافق زمني بينهم، هل في اختبار بايو كيمستري بيتعمل، يعني مثلا انا دواء يتلس بيزود السكر، طب فعلا لما اروح اشوف ان السكر في الدم بيزيد ولا لا، الدواء ده بيرفع الضغط، هل لما نزيد الضغط زاد ولا لا، تمام. اي تجارب بتدعم الكوزاليتي. بالنسبه للتايب اوف كوزاليتي هم كاتبينهم في البورد باختصار، لكن كشرح ليهم يعني النسيسري بات نوت سفيشنت وسفيشنت بات نوت نسيسري. نسيسري بات نوت سفيشنت انه الاتش اي في شيء ضروري ان الواحد عشان يجيله ايدز لازم ياخد الاتش اي في الاول، بس مش شرط انه خد الاتش اي في هيتحول لايدز، هو نسيسري ان هو عشان يبقى ايدز لازم ياخد الاتش اي في الاول عدوى انفكشن، بس مش شرط الاتش اي في لحالها مش كافيه ان يتحول لمريض ايدز، عشان يتحول لمريض ايدز لازم يخش مشاكل في المناعه والمناعه بتاعت النهار والكلام ده، يبتدي هو تنزل. سفيشنت بات نوت نسيسري يعني في كوزاليتي سفيشنت هو كافي بس مش ضروري، يعني ديكابيتيشن اللي هو قطع الرقبه بتاعت اي انسان تموته، بس مش ضروري عشان يموتونه قطع رقبته، يعني ممكن يموت باي طريقه ثانيه غير قطع رقبته. نيزر نسيسري نور سفيشنت يعني في حاجات لا هي ضروريه ولا هي كافيه، زي الجنوريه، الجنوريه لو اصاب بيها فممكن تعمل له بلفت انفلاماتوري ديزيز، تمام، يعني هي نفسها وممكن تحصل له برضه بلفت بدون الجنوريه، يعني هي لا هي كافيه ولا هي ضروريه، يعني ممكن يحصل له بلفت ديزيز في حاله وجود الجنوريه او في حاله غيابها. في الاثنين ان يكون بوست نسيسري اند سفيشنت، لازم يكون نسيسري سفيشنت يعني لازم يكون موجود، ده زي المرض الوراثي اللي اسمه كي ساكس، ده مرض نادر شويه لازم يكون عندي جين ميوتيشن، ولو جاله الجين ميوتيشن كان ده لازم هيحصل له المرض، تمام، فده نسيسري وسفيشنت، يعني هو ضروري عشان يجيله الكي ساكس لازم يكون الاول عنده جين ميوتيشن، ولو عنده جين ميوتيشن ده سبب كافي انه يحصل له الكي ساكس. دي معلومات يعني خارجه عن منهج البورد، بس يعني ايه من ضمن 5% اللي احيانا بيجوا كده من ضمن المنهج الموجود. احنا قلناها قبل كده ان study of 26,000 female 1,300 subjects were found to have either over 17 hydrocephalism. احنا قلنا ان هي ايه؟ قبل كده هنعدي عليها. مالتي سنتر دبل بلايند بلاسيبو كنترول تراير انضم لي في 4837 بيشنت تو ايزر تريتمنت ويز مارجرين سبلمنت ويز اوميجا 3 فاتي اسيد مارجينوز ارلين امينو اسيد او بلاسيبو مارجرين. ذا برايمر اند بوينت ووز ذا ريت اوف كارديو فاسكولار ايفنت. دي برايمر اند بوينت ريت اوف كارديو فاسكولار ايفنت، ايه بقى تعريفها؟ الفيتال والان نون فيتال كارديو فاسكولار ايفنت اند كاتينوس كورونيو انتربنشن. Data were analyzed according to the intention to treat analysis هناخدها بعدين with the use of Cox Prevention Hazards Model ده برضه بتاخد في the 95% hazard ratio 5% من confidence interval كانت 0.78 إلى 1.05، يعني هنا إيه فيها الواحد يبقى إيه نمسك منها إن فيها إيه الواحد. And the prescribed subgroup of women margin was associated with the following hazard ratio. هنا برضو فيها الواحد وبرضو نان سيجنفكت. يعني دي طالعة هنا دي طالعة 7% أكبر من 5% برضو نان سيجنفكت. طيب which of the following statements is most appropriate؟ أي من المناسبة؟ المارجن was arranged to reduce the cardiovascular event will be أقل من 5%.
كل منها البي اقل من 5% والبي اقل من 1%، احنا خدنا البي اصلا 0.07 اكبر من 5%، يبقى اي ودي مش معانا. المارجنز قالين didn't significantly reduce the risk of the disaster event without a b-value if it's not، يبقى هنا ايه البي فاليو موجوده، وحتى لو مش موجوده البي فاليو احنا ممكن نفسر عن طريق الكونفدنس انترفال، يبقى الاجابه سي. الميتا اناليسيس اوف راندمايزد كنترول ترايل اكزامينينج ذا افكت اوف سيفرال انتي هايبرتنس دراج ذا اود ريشيو فور تريتمنت ويز لو دوز بيوتكس كومبيرد ويز ذا كالسيوم شانل بلوكرز فور كارديوفاسكولار ديزيز ايفنت ووز 0.84 الكونفدنس انترفال 0.75 يعني هنا ما فيهاش الواحد سيجنفيكانت. Which one of the following statements is the most appropriate interpretation of this finding؟ هل التريتمنت هنا هتعمل لي زيطات الكارديوتيك اللو ديوتيك مور افكت 16% ولا التريتمنت بتاعت هاد الكالسيوم شانل بلوكر اكتر 16% ولا الديفرنس اوبزيرفد بين تريتمنت الكالسيوم شانل بلوكر واللو دوز نوت سيجنفيكانت ولا الدول الاود اوف ديفيرنت كارد فاكتور ايفنت وين تريتمنت الهايبرتنشن ويز لو دوز اوف ديوتيكس ار لوور ذان وين يوزنج كالسيوم شانل بلوكر. طبعا A و B احنا لو حسبنا هنا ريسك ريدكشن هيطلع 16% 1 ناقص 0.84 هيطلع 16% ريسك ريدكشن تمام، بس هنا ما ينفعش A و B لان هو هنا جاي المور افكتيف، ده مور افكتيف ده قرار كلينيكال، احنا شغلنا الحاجات فيها مور افكتيف كلينيكال والكلام ده يبقى مش تبعنا، احنا هنقول سيجنفكت بس في الناحيه دي تمام. فا A و B مش معانا غلط. رقم C the difference observed between treatment with calcium channel blocker is not statistically significant، لا هو statistically significant لأن هنا ال CI ما فيهاش واحد، يبقى الإجابة هي دي الأود الاحتمالية إن كان بيكون مع الهايبرتنشن فيري دوز ريتد ار لور ذان ان يوزنج كالسيوم. هناخد الـ randomized control trial disease design اللي هي اللي جاية من الـ field design هو الـ review. الـ randomized control trial design اسمها ليه كده randomized control trial؟ randomized لأن أنا بختار كده sample size عن طريق الـ randomization. في نوع مرة في أنواع مرتين أما هم طلعوا أي طريقة randomization بختار بها sample size. كنترول لان انا بتحكم وبتدخل بعض الانترفينشن وبظبط العمليه العلاجيه كلها والاداره بتاعه الترايلز من اول خطوه فيها الاهم خطوه فيها بروبوزل فيها خطه بحثيه فيها البيشنت لو ما التزمش بالعلاج ممكن اطلعه ممكن اوديه من تريتمنت الكنترول ممكن اظبط الدوز ازود انزل اغير طريقه العلاج فدي فيها الكنترول فيها انترفينشن الانترفينشن والانترفينشن الانفستيجيتور او الباحث يقدر يتدخل ويفالويت الكوز والافكت واسماين ايكولوجي والكوزاليتي والافكاسي ودي يعني بتعمل كل حاجه دي يعني التنين يعني بتاع كل حاجه. في بعض الديزاين الله اسسمنت اوف كوزاليتي ان هو احنا بنعمل تفتيش الكوز والسيليكوز والريسك فاكتور والحاجات دي كده. هنا بقى احنا بنقلل البايس في الراند في الكلينيكال ترايلز عن طريق الراندمايزيشن. في عندنا انواع راندمايزيشن في السنجل راندمايزيشن والبلوك راندمايزيشن وفي الكلاسيفيكيشن. السنجل راندمايزيشن اللي هو الراندمايزيشن العادي اللي هو انا باجي كده رقم واحد في الكنترول رقم اثنين في التريتمنت رقم ثلاثه في الكنترول رقم اربعه وهكذا الاحاد في الكنترول الارقام الزوجيه في التريتمنت. او اول 100 اسم كشف المرضى في الكنترول و100 بعديهم في التريتمنت. بس دي بتعمل لي مشكله، انا ممكن مثلا اول 100 يطلعوا كلهم فيميل او يطلع منهم 80% فيميل و20 بس فيميل، ال100 التانيين يطلعوا 60% مثلا فيميل و40% ميل، او يطلعوا ال100 الاولين كلهم فيميل وال100 التانيين كلهم ميل، او يطلع ال100 الاولين دول فيهم 80% اوبيس في 20% اوبيس. هو راندوم بس راندوم يعني اختار جت كده يعني مثلا انا جيت الفصل كده وهو هعمل مسابقه في الفصل بين اكثر من فصل نصين
الجماعه على اليميني فريق والجماعه على الشمال فريق، يطلع الجماعه على اليميني كلهم متفوقين والجماعه على الشمال كلهم ضعف مستواهم ضعيف. هي راندومايزيشن بس مش ضامن يطلع فيهم بالانس بين المجموعتين. فالحل ايه بقى؟ الحل ان بعمل بلوك راندومايزيشن للكلاسيفيكيشن. الكلاسيفيكيشن معناها ان بعمل لايرز. لايرز ازاي يعني؟ زي ما احنا قلنا ابسط مثال ليها كاس العالم. كاس العالم بتيجي كده بعد ما يعمل التصفيات والقصص دي كلها يروح يقول لك ايه المستوى الاول، البرازيل، الارجنتين، اسبانيا، فرنسا، انجلترا، اقل الدول القويه دي كلها في كوره المستوى الاول. المستوى الثاني كولومبيا، تشيلي، جوي، بانجواي، كوريا الجنوبيه، اليابان كده على المستوى الثاني. المستوى الثالث الكاميرون، نيجيريا، بلغاريا، رومانيا. المستوى الرابع مصر وليبيا والسودان لو وصلنا كاس العالم اصلا يعني. تمام. هو بيعمل الكلاسيفيكيشن بحيث انه يحط ايه، يجيب الناس اللي ليهم صفات معينه في مستوى واحد، الناس مش صفات معينه ثانيه في مستوى ثاني، مستوى ثالث مستوى رابع. وبعد كده ياخد من ده وياخد 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 من ده. زي ما بيحصل كده في كره كاس العالم بيعملوا مجموعات، كل مجموعه فيها اربعه، واحد مستوى اول، واحد مستوى ثاني، واحد مستوى رابع، واحد مستوى رابع. تمام. دي بقى كده احنا بدينا بلوك. بلوك اوبتمايزيشن ان انا اعمل مجموعات، المجموعات دي متساوية داخلها، توزيع الناس اللي جواها كصفات. يعني لو هنا في 10 اوبيس هنا في 10 اوبيس، هنا في 5 تيميت هنا في 5 تيميت، هنا في 6 سموكر هنا في 6 سموكر. تمام. هنا انا مثلا في الكلاسيفيكيشن عندي 100 واحد عنديهم ايه هايبرتنشن، يبقى اخلي 50 في المجموعه دي و50 في المجموعه دي. عندي 60 واحد اوبيس، 30 في المجموعه دي و30 في المجموعه دي. ادي بقى كده عندي مثلا 15 واحد عندهم ملاريا، احط 70 و80 هنا، الثاني ده زياده هطلعه بره. ديسكريبشن. تمام؟ ده راندومايزيشن. طبعا افضلهم الستريبيتيشن، ده افضل انواع الراندومايزيشن، بس عيبه ان هو عايز المام تام السامبل اللي عندك، يعني عايز تعرف انت عندك مثلا 1000 بيشنت عايز تعملهم راندومايزيشن. عايز تعرف ال1000 دول كل واحد فيهم الكاركتر اللي عنده بالظبط، عايز تعرف مين عنده سكر، مين عنده ضغط، مين عنده بسموكر، عايز تعرف معلومات كافيه عنه كامله، اللي هو نظام التصفيات في كاس العالم. يعني عشان نوصل المجموعات ان عندنا مجموعه المستوى الاول، مستوى الثاني، مستوى الثالث، بنعمل تصفيات على مستوى القارات، وبعد كده نشوف نتائجهم قبل كده في كاس العالم قبل كده، ونتائجهم في المباريات الاخر خمس سنين، ونروح نبدا نصنفهم. نفس الحكايه انا عشان اعمل ستريتيفيكيشن عايز البيشنت اللي عندي ابقى عارف الهيستوري بتاعهم كامل، مين عنده ضغط، مين عنده سكر، ومين عنده يجمع بقى. وبعد كده هتلاقي برضه في ناس هو عنده ضغط وعنده سكر الاثنين، طب احطه في اي مجموعه؟ واخد بالك؟ واروح اشوف احاول برضه الناس عندهم ضغط سكر مع بعض وهكذا. فهو افضل سوبتيشن بس صعب في التنظيم بتاعه ومكلف شويه، عايز المام كام بالمعنى. طيب انا ما قدرتش اعمل سوبتيشن، بروح اعمل حاجه اسمها كلاستر. كومبينيشن كلاستر. كلاستر يعني ايه؟ واخد مثلا مستشفى في طنطا، الدكاتره اللي فيها، مستشفى في المنوفيه، الدكاتره اللي فيها، اخد سايتس كامله. تمام. يعني زي اللي هي تصفيات كره كاس العالم، تصفيات امم افريقيا الحاله، تصفيات امريكا الجنوبيه، تصفيات اوروبا، تصفيات اسيا. اروح اجمع داتا من الناس دي على واقعها زي ما هي كده. ده كلاستر. يعني تبقى عندي كده مجموعات في اماكن متفرقه. انا مثلا هعمل البحث بتاعي في بيتس على ثلاث مستشفيات. بكل مستشفى بتكرر تقعد. زي ما يطلعوا بقى. راندوم كده. تمام؟ ده الكلاستر. طيب انا في التريتمنت كنترول، كنترول برضو يعني من ضمن تسميه كنترول ان انا عندي تريتمنت وعندي كنترول. راندمايز كنترول يعني انا بعمل راندم وبعد كده كنترول، كنترول ان انا بعمل انترفينشن وفي نفس الوقت كنترول انا عندي مجموعه كنترول، مجموعه تريتمنت. مجموعه كنترول دي انا ممكن اديها بلاسيبو تاخدش حاجه خالص، بلاسيبو مش بتاخدش حاجه خالص، يعني هو بياخد تابلت تشبه بتاعت التريتمنت بالظبط بيسموها دومي، نفس الشكل، نفس اللون، نفس السايز، نفس الطعم، بس ما فيهاش دواء. الاختلاف ان ما فيهاش الاكتف جدا. تمام. لان في حاجات ما ينفعش دي فيها بلاسيبو، زي ما قلنا مثلا واحد بيتعالج من كانسر، واحد بيتعالج من سيبر هومريج، واحد بيتعالج من ايد، ما ينفعش تديله بلاسيبو، تديله اكتف كنترول، يعني الدواء الموجود قبل كده. انا عندي دواء جديد بشوف الاكتف بتاعه وبشوف بيصاب الدواء ده. تمام. بس كنترول
دي يعني انا بقارن حاجات في دراسات سابقه او ان انا بديله هو نفس البيشنت دواء معين نفس البيشنت بديله الدواء وبعد فتره وصلت الى شهر واشنج اوت واروح بديله الدواء الثاني ده تحت الكوست فيكشنال ستادي تمام. ان انا مثلا ايه عايز اقارن الغزوب مثلا بال رونيتني ده بريفنشن الليبتيك اسيد او علاج فبديله مثلا تديله من 5 شهور او 6 شهور وبعد كده ارد في شهر شهرين حسب بقى الهابلايت بتاع الدواء بقى هيحصل مش اوت يعني الدواء يطلع من الجسم وما يبقاش لسه اثر في الجسم واروح مديله الدواء الثاني اقارن بقى الهيستوريكال ازاي ان النتائج اللي خدتها عليه فرانتيدين في السيشن اللي فات اطبقهم بالنهايه بتاعت امبازول في الفتره اللي انا فيها حاليا. طيب من ضمن الحاجات اللي كانت فيها شويه برضه اللي هي البلايندنج. يعني ايه بلايندنج؟ يعني انا عشان العامل نفسه بتاع الدواء المريض مثلا تقول له انت بتاخد دواء كذا ففي ناس مثلا عندها تقول له وش هتختار ايه يا عربي او تقول له بص الدواء الفلاني ده هيموتك النهارده يجيب لي اسلام تمام. ففي ناس من الناحيه النفسيه كده تشوفه تقول له مالك النهارده كده وش هتختار ايه واحد مبسوط يروح البيت طالع مبسوط. فعشان الحاله النفسيه فاحنا بندي للبيشنت الدواء من غير ما يعرف هو بياخد الدواء ولا بياخد البلاسيبو. يعني بيجيب علبتين دواء كده واحده فيها البلاسيبو وواحده فيها الدواء. البيشنت ما يعرفش ما بياخد ايه بياخد بلاسيبو ولا بياخد دواء. حبتين شكلهم زي بعض بالظبط نفس الطعم تقريبا فما يعرفش هو بياخد بلاسيبو ولا بياخد الدواء. ده اسمه سنجل بلايند لان البيشنت او الدكتور او الانفستيجيتور الباحث ما يعرفش الكنترول الحاجه اللي بنعملها تيست الاكتف ومين الكنترول بتاعها مين بلاسيبو ومين الاكتف تمام. او مين دراج رقم ايه اللي هو جديد ومين دراج دي اللي هو بنعمله تيست اللي هو مين دراج او دبل بلايند يعني لا الدكتور ولا المريض عارفين مين فيهم الدواء. الاول واحد فيهم بس سنجل بلايند يعني الدكتور او المريض واحد فيهم يعرف الدبل بلايند الاثنين يعرفوا الدكتور بلايند لا الدكتور ولا الانفستيجيتور ولا معاهم اي حد مثلا اناليست او حد بيعمل اناليسز اداره المستشفى. ممكن لو الجامعه مدي المستشفى هي اللي تعمل الدراسه يبقى المستشفى والدكتور والبيشنت مش عارفين الدواء من الجامعه راحت مديالهم كده علبتين واحد كنترول واحد ميديكيشن سواء كان بلاسيبو او اكتف كنترول دي هيستعملوهم من غير ما يعرفوا. الدبل دومي اللي هو انه بيعمل حبيتين شكل بعض يعني نفس اللون نفس الطعم نفس الريحه ده عشان ايه العامل نفسه. الاوبن ليبل يعني كله مكشوف كله عارف مين الدواء مين فيه تمام. طبعا موضوع الدبل البلايند دي يعني بيبقى صعب جدا اجراءه لسبب بسيط جدا انه هو الدواء اللي بياخد بلاسيبو ده واحد ثاني بياخد دواء افكتيف تمام. بعد فتره يعني قليله وخاصه الدكتور هيعرف مين بلاسيبو مين اللي افكتيف. لو في دواء مثلا بيعمل اسهال زي الانسولين البيشنت اول ما هياخده هيحصل له اسهال يعني بعد مره الدواء مثلا زي الميتفورمين اول ما يتاخد يعمل جاستايتس كبيره الواحد يحس ببطنه كده كانه في نار في بطنه مش مرتاح وغثيان ومش فاللي بياخد التريتمنت اللي هو الدواء هيظهر عليه السايد افكت بتاع الدواء. انا بياخد بلاسيبو وما فيش حاجه بتظهر عليه الدكتور برضه المفروض يعرف لو الحاجه دي بتعمل سايد افكت معين الدكتور عارف هياخد باله ان هو ده التريتمنت اللي ده البلاسيبو. هو الموضوع اللي هو ان يطبق البايندنج على حاجات كده زي الغرفه بتبقى صعبه شويه. في عندنا في الستادي ديزاين برضه في حاجه اسمها البارلل والكروس اوفر ديزاين. البارلل ديزاين ان انا ابدا اجيب التريتمنت جروب والكنترول جروب مجموعتين مستقلين عن بعض خالص كل واحده فيهم دول 100 شخص ودول 100 شخص تاني خالص وادي الاثنين اللاج واستمروا معاهم لغايه ما اخلص التجربه. ده اسمه الكنترول البارلل ستادي اسمه بارلل ستادي تمام. الكروس اوفر ان انا ال 50 دول اديتهم دواء و 50 دول اديتهم البلاسيبو تمام. بعد مثلا 6 شهور ولا سنه ولا سنتين اروح عاكسهم الناس اللي كانوا ياخدوا البلاسيبو هم اللي ياخدوا التريتمنت والناس اللي كانوا ياخدوا التريتمنت هم اللي ياخدوا البلاسيبو. طبعا الكروس سيكشنال افضل انه هم افضل في انه نفس الناس يعني هو كده ثبت الهيومن فاريابيلتي يعني هم ال 50 اللي كانوا ياخدوا مثلا امبرازول والثانيين كانوا ياخدوا بلاسيبو
بعد سنه مثلا عكسها، اللي كان ياخد البلازيبو اللي خد البلاسيبو، واللي كان ياخد البلاسيبو خد البلازيبو، فهم نفس الناس اللي هياخد النتائج نفس الناس. فدي اسمها كروس سكشن. عيبها ان ما تنفعش في الحاجات اللي ليها اند بوينت، حاجات فيه مثلا بيلينج هويد او وفاء، حاجات بيحصل منها كيور. واحد كان بياخد دواء مثلا بيعالج الكانسر، فهو بعد السنه خف من الكانسر، حاجه اروح اجيب له كانسر ثاني عشان يجيب له دواء؟ دواء مثلا بيعمل مثلا علاج السجاير سموك انفيشن، هم خلاص خد مثلا نيكوتين باتش لمده 6 شهور وخلاص الراجل اقلع عن شرب السجاير، المجموعه الثانيه كان ما بتاخدش حاجه بنسيب حاجه عايز اغير. الناس اللي وقفت السجاير دي خلاص وقفت السموك، اروح اقول له دخن نجيب عشان ادي لك الدواء اجربه عليك. الحاجات اللي هي فيها اند بوينت او كيود ما ينفعش اعمل كده في وسط، يبقى لازم اعرف من الضرر اللي بتحصل. طيب هنا the clinical trial the technique in which the treatment status of the patient and the control group is concealed from the study participant and investigator is this defined as blinding or competition or organization or the other. concealed يعني مخفي عن الانفستيجيتور وعن البيشنت، فده واضح ان هو بلايند. اكزامبل للراندومايزد كنترول ترايلز، ان احنا نقارن بين دوايين او نقارن بين سلوكين ماكلر موديفيكيشن. يعني مثلا هنقول التعليم فيس تو فيس في المحاضره في المدرج افضل ولا عن طريق الاونلاين افضل؟ ناخد مجموعه دي نديها اونلاين كورس معين، ومجموعه دي ندرسها فيس تو فيس في المدرج او في الكلاس، تمام؟ ونيجي بعد كده نعمل سيرتيفيكيشن سيرفيز او نعمل تيست نشوف مين افضل فيه، او نعلم البيشنت نعلمه ازاي يقيس الضغط النفسي والسكر النفسي والكلام ده اللي هو بيشنت اديوكيشن. المجموعه الثانيه ما نعلمهاش، ونشوف بعد كده الفرق في الكنترول بتاع الضغط او بتاع السكر بالنسبه للمجموعتين، ده اسمه بيهيفيرال او ديفيشن انترفينشن، تمام؟ مستشفى مثلا كلينيكال فارماسيست مع الدكاتره شغال والمستشفى ما فيهاش، نشوف الميديكيشن ايرور هنا والميديكيشن ايرور هنا. ده اسمه فارماسيست بيست هيلث كير تيم، والثاني نان فارماسيست بيست هيلث كير. نشوف الفرق في الميديكيشن ايرور في الاوت كام بتاع البيشنت في الريموبيلايزيشن في الفتره اللي بيتم في المستشفى. البرنامج ديزاين زي ما قلنا احنا في بناخد السم بتاعتنا مجموعتين، مجموعه انترفينشن 1 ومجموعه انترفينشن 2، انترفينشن 2 ممكن يكون بلاسيبو او اكتف دراج، يعني نيو دراج مع اولد دراج. وبنشوف الاوت كام بتاع المجموعتين، نقيسه في مين حصل عندي اوت كام في مجموعه انترفينشن ومين اللي حصل عندي اوت كام. يعني مثلا الانترفيون ده مثلا بياخد مثلا بنك برازول او بياخد وارفارين، بياخد وارفارين ونشوف مثلا مين حصل عنده نزيف ومين ما حصلش عنده نزيف. المجموعه الثانيه مثلا بتاخد اسبرين، مين حصل عنده نزيف ومين ما حصلش عنده نزيف. المجموعه اللي بتاخد وارفارين مين حصل عنده اكل فنتليشن اختلط ولا اي ميتاب انفكشن، والثاني ما حصلش عنده ميتاب انفكشن، وهكذا بنقارن بينهم في الارقام. ده بقى في الفيوتشر، مفيش في الكلينيكال حاجه اسمها تثبت كله بروسبكت. اما في الكروسنال احنا بناخد انترفينشن 1، ده المجموعه دي مثلا بتاخد مثلا وارقام وبنشوف الارقام بتاعها نقيسها، تمام؟ ارقام مثلا دي ما تقدرش، تمام؟ او مثلا الجي تي اي. المجموعه الثانيه مثلا بتاخد بلاسيبو او بتاخد اسبرين، نشوف الارقام بتاعها. نيجي بعد فتره محدده 6 شهور سنه سنتين حسب البحث بتاعي، بروح اوقف الاول الدواء شويه داوت حسب ايه الشفت اللي بدا من وارفارين لاسبرين بياخد قد ايه، نشوف الاي ان ار ونشوف اللي كان الهاف لايف، وبعد كده ندي اللي كان بياخد وارفارين ندي له اسبرين، اللي كان ياخد وارفارين ندي له بتاعهم، ده اسمه كروس اوفر ستاد. هنا الستادي از بين بلان تو انفستيجيت اني لينك بين انفيرمنتال اكسبوجر تو بيستسايد اند نيو كيسز اوف كانسر. Which of the following study design is most appropriate؟ انا هشوف معرض للناس للبيست سايد دلوقتي هشوف ايه، وهشوف كمان هيحصل له كانسر.
تمام؟ كيس كنترول ولا كيس سيريس ولا كوهورت ستدي ولا كروس سكشن اس تي ولا راندمايزد كنترول ترايل. طبعا بالنسبه للبيستسايد وكانسر دي نون اثيكال، يعني ما ينفعش ان اجيب ناس اعرضها البيستسايد عشان احصل لها كانسر، فلازم ادرسها حاجه ايه ريتروسبكتيف. تمام؟ كلام مظبوط كده واضحه. كيس كنترول ستدي كيس سيريس طبعا ما ينفعش اصلا، فلو مش ستدي اصلا الكوهورت الراندمايز ما ينفعش عشان هي ان اثيكال. الكروس سكشنال ما تبينليش غير الجيس او الحاجه اللي هي ايه ممكن ما تحصلش بنسبه عاليه. You would like to conduct a study on occurrence of repeated inflammatory disease following insertion of two different end midline devices. The published incidence of belted inflammatory disease following intrauterine device insertion for person, and you would like to investigate who are these various based on the type of end device and inserted. Which of the following study design should be most appropriate to accomplish your study objective? النسبة تحصل 4 من 10%. 4 من 10% يعني ايه؟ قليلة خالص، ما يعني يعتبر غير. تمام؟ ما دام غير برضه تبقى الموضوع ايه كده؟ is control. طيب the FDA has requested that a pharmaceutical manufacturer conduct a phase 4 study of a recently approved drug. في دواء جديد عايز تعمل له سكور لو دراسه فارماكولوجيا ستدي بتاع السوق. The FDA is interested in determining whether this drug if first left ventricular dysfunction and dysfunction. Which one of the following study design isn't the best approach for studying the temporal relation between the drug and left ventricular tulip function. هنا هو عايز في دواء جديد في كيس 4، قال لك ان احنا ايه الدواء ده بيعمل لي ريفيرس للتولب ديسفانكشن. طيب عايز يعمل ايه هو بقى اللي عايز يحسبه؟ عايز يعمل تمبرال ريليشن. تمبرال ريليشن دي بقى ايه بقى؟ فكرنا بيه تمبرال ريليشن كان معناها في الكوزاليتي. دام كوزاليتي طبعا عمل على فكره راندمايزد كروسوفر ترايل مش هتنفع بسبب ان هو مش هيجيب ناس عندهم ديستريت ديسفانكشن. تمام؟ فهو هيمشي والدواء خلاص بيجي فين؟ في السوق. يعني لو دلوقتي خلاص دلوقتي عايز تعمل في ستيج 3. تمام؟ تعمل في 3. هو لسه ما اتطرحش في السوق. هو خلاص بيجي في السوق. يعني ناس عندنا بتستعمله. بيشنت كتير بيستعملوا فانا عامل زي الكوارت كده عليه. تمام؟ يعني هي بالنسبه للتمبرال اب اكسبت راندمايز كنترول بس اللي هو بتعملها او البروتوستيك بتتبع بتكون لارج سايز. فهو هنا ايه؟ اختار البروتوستيك كهرباء. بالنسبه للبروتوستيك ما تنفعش لان هي بتاخد لحظه واحده بس. طبعا البروتوستيك Researcher is trying to design a study to find out the case of a rare disease about which very little is known. What study design is most likely to be appropriate? Whether a prescription or a cohort or a prescription or a case control. Researcher is trying to design a study to find out the cause or causes of a rare disease. هنا السؤال ده فيه نقطتين. هنا قايل لك رير ديزيز. رير ديزيز صراحة أنا بقى تجاري وأروح واخد إيه؟ كيس كنترول. تمام؟ بس هنا مشكلة إن هو قايل لك إيه؟ كوز ذا كوز مش أسوشيشن. لو أسوشيشن ماشي كيس كنترول ممكن تمشي. لكن جال كوز يبقى إيه؟ انترفنشن. An oncologist has gained the impression that many women diagnosed as having breast cancer also have high levels of loss related with stress. What type of design would be the most practical to test this possible
اسوشيشن. انا عايز اشوف اسوشيشن تمام. جروب كومبراتيك راندمايز كنترول ترايل كروس اوفر راندمايز كروس اوفر ترايل بروسبكتيف كوهورت ستدي بروسبكتيف كيس كنترول ستدي بروسبكتيف اوبزرفيشنال ستدي. هنا طبعا كانسر حاجه يعتبر يعني غير ممكن يعمل ايه ريبريزكتف ولا دي ماشي تمام. لان هو اصلا كانسر ما ينفعش يعمل فيه حاجه ريبريزكتف يعني يروح مثلا دماغ دواء عشان يخلي كانسر. لو شوف كام حاله كانسر حصلت في موجوده حاليا وشوف مين عندها كان ورك ستريس يعمل ريليشن ده هل تقطع ريليشن ولا مفيش ريليشن. هنا يور كوليج ابروش اب يو تو جوين ذيم ان كونداكتنج ذا بروجكت اند ذي هاف اسكد يو وات تايب اوف ستادي ديزاين وود بي موست ابروبيت تو انسر ذا ريفيرس كويشن. ايه هو بقى الريفيرس كويشن؟ ذا كويشن از ذا فولوينج is there a difference in exposure to cell phone and cell tower radiation؟ يعني الناس تعرض للسيل فون او سيل تاور radiation هل في فرق بينهم في النيورو بلاستوما؟ Your colleagues appreciate attending the patient with neuroblastoma from their institution, neuro-oncology clinic. Your colleagues with watch to determine the differences in exposure between those with neuroblastoma and those without the disorder. They also wish to complete the research in time to meet the deadline for submission of the abstract to their faculty oncology organization annual meeting in the deadline just 6 weeks. Which of the following study design would be most appropriate documented? هل يعمل case control ولا يعمل randomized clinical trial ولا cross section ولا cohort؟ هنا هو طبعا اولا rare disease cancer وبعد كده التايم بتاعه مزنوق 6 شهور قدامه حل مثلا case control لا cross section. طبعا عشان يعمل association يبقى عايز case control. طيب هنا في الحاجات في النتائج اللي هناخدها من الكنترول كلينيكال ترايل عشان هي فاليد ولا مش فاليد لازم نراعي الحاجات الجايه دي. هل السبجكت بتاعها الراندوميزيشن كان مظبوط ولا لا؟ التكنيك بتاع الراندوميزيشن كان ازاي؟ اي تكنيك اتبعه؟ هل عمليه الراندوميزيشن كانت ايكوال في بالانس متساويه؟ هل السبجكت انترد الدراسه؟ هل حصل فولو اب؟ ما حصلش فولو اب؟ لو حصل ليه ليه سابوا ليه سابوا الدراسه؟ ليه ما كملوش؟ الجروب اناليسيز الانتنشن تو تريت الاستراتيجي بتاعت التريت كانت ازاي؟ البلايندنج كونداكتنج كان ازاي؟ هل كان سنجل بلايندنج ولا دبل بلايندنج ولا تريبل بلايندنج؟ ده كله بيأثر في الفاليديتي بتاعت الاستراتيجي. الانكلوجن فلكسوليجن كريتيريا يعني ايه الصفات اللي انا اتبعتها عشان اخد الريزم؟ هل الناس الكانسر خدت ولا لا؟ الناس الحرام خدت ولا لا؟ اقل من 18 سنه اكبر من 18 سنه الاوبيسيتي مش اوبيسيتي ايه الصفات اللي معمول فيها البحث والريستريكشن يعني الحاجات اللي استبعدت بيها الناس من البحث. يعني مثلا بقول في البحث بتاعي مثلا دي اكثر زي مش هاخده الناس اللي عندها مثلا كانسر مش هاخدها البريجننت مثلا مش هاخدها كده. الساندل سايز كانت قد ايه؟ الساندل سايز غالبا يعني عشان تبقى افكتيف ومعقوله تبقى فوق ال 500 400 فما فوق يعني عشان تبقى دور بتاعتها كويس. الانترفنشن اللي انا عملته ايه كان بالظبط؟ الستاتستيكال تيست اللي استخدمته كان مناسب صحيح ولا ما كانش صحيح؟ السيجنيت ماركر هناخدها بعدين الحاجه البديله البديله مثلا انا عايز اشوف مثلا الميوكارد انفكشن او البروك فانا بدل ما اشوف البروك والميوكارد انفكشن بشوف الريسك فاكتور اللي عند البيشنت الكوليسترول الضغط السموكنج الكلام ده بجيب تمام؟ ايه البريوت بتاعتي كانت في التيست؟ الريزلت اللي كانت عندي هل هي كانت كافيه هل كانت دقيقه هل التفكير بتاعها كان صحيح هل الريزلت دي كان اقدر اعملها بنزليت استخدمها في مكان ثاني اقدر اعملها على بقيه المرضى هل البيشنت
الهومنت كان الاقتصادي كان نفس الانتيجنت اللي انا اخترتها. هل في السب جروب عندي اللي عملت لها ايفالويشن كويس؟ هل البنفيت من الدراسه دي نفسها يعني توازي المخاطر اللي هتعرضها البيشنت؟ المفروض يبقى يعني ايه مينيمم ريسك للبيشنت. الستاتيكال تيست والبتاع الاندبندنت والاندبندنس والحاجات دي مظبوطه ولا لا؟ الميجرز كانت كل انديفيدوال كنت باخد الميجرز واكتبها دقيقه مفيش انفورميشن بايس. الماتشنج جروب لما انا عملت ماتشنج جروب يعني الناس اللي قدامي اللي هنا كانت هنا الكيميل اللي هنا كان قد الكيميل اللي هنا وهكذا. ده احنا اتكلمنا برضو في الـ Independence، اتكلمنا على Specified Sampling from Target Deviation، الماتشنج، الماتشنج ناخد نفس المجموعات المتساوية. هنا الـ Case Series، Which of the following studies design can help to determine causality؟ مين يعمل causality؟ مفيش غير Randomized Clinical Trial. ده ما يعملش causality. Study report and increase incidence of fall associated with the use of certain type of antidepressants. زيادة في سقوط المرضى. The study collected groups of patients based upon whether or not they had received medical care for a fall in the previous year. Patients in both groups, which was a fall or those without a fall, were matched based on their age, pre-existing psychiatric and the medical condition, other medication, and test, which one of the following represents the type of trial design used in the above investigation? Health prospective cohort, prospective control, and randomized control trial. تمام. هنا عندنا نفس الكل. عايزين نشوف اكثر الكل دي. فدي حاجه بنحن في الماضي. Active control. يعني عندنا الأوتكام اللي هو الكل، فاحنا عايزين نشوف أكثر. Macron disease which has no known effective treatment. A new treatment is known to be effective in animal model and show promise in short term studies in patients. There are some theoretical concerns about the safety of fasting liver and bone marrow also noted have been reported in studies so far. What is the most appropriate next step in the drug development? عندنا كرون ديزيز بنعالجه بالتكتيك تريتمنت. احنا عملنا علاجات في الانيمال موديل بس دي ليفر توكسيستي تمام وبن مارك توكسيستي، يعني ينفع نعمل كوست كنترول ولا ما نعملش ستادي تاني خالص اصلا، ولا نعمل اوبن ستادي، ولا نعمل راندمايز ستادي سواء كانت سنجل او دبل بلايند. تمام. طبعا ده هنا عندنا توكسيستي مخاطر ولسه هو في الدور بتاع الدراسه ما راحش للبيشنت اساسا عشان نعمل تيست كنترول. احنا لسه في احتمال داخلين على تيست 2 او تيست 3. احنا ما ممكن نعمل الدراسه دبل بلايند لسيبو كنترول تمام. يعني لو هنا بقى كانت في البيشنت يعني خلاص بقى تيست 4 مش بعد الانيمال بقى تيست 4 والدور بتاع السلوك وبيتباع للبيشنت البيشنت استعمله وحصل عنديهم ليفر اند بون مارو توكسيستي يبقى الدراسه اللي هعملها كيس كنترول. As a member of a clinical trial groups at a large pharmaceutical company, you are asked to design a study to ascertain whether a link exists between new onset bronchospasm and a newly marketed drug for the treatment of acute lateral sclerosis. The U.S. Food and Drug Administration has expressed a concern about data that suggests a trend toward increased risk of bronchospasm observed in early clinical trials. Therefore, the FDA has asked for some phase 4 data after marketing, which one of the following should be suggested as the most appropriate study design. The series, randomized control trial, retrospective cohort study, a retrospective cohort study. هنا ايه عندنا؟ نيو انسيت بنكوستات نيو ماركت ديزيز، الماركت اهو تمام.
أعطيه بلاتلت كلويز، ده مرض من الأمراض النادرة ماشي تمام. أنا بتركيب كورات قبل إن أنا عندي المرض، عندي المرض وعايز أعرف أسباب تمام. بقى عندي تعرض لل عايز أرجع عندي بيحصل بنتظام ولا أعمل بتركيب كورات عشان أشوف أتشوش من أبونت البنج إذا أكمن بسأفضل. أما الأكيوت الوراجس إذا أنكمن تكسبوجة في ويس إيجان تبدي أنكمن تو ويس طبي لنتو تبدي غروب جس كيسف ما تنفعش أن تبدأ بسي فأكمل بسيس التوار بسي. Other issue in considered the control trial، في حاجات الكنترول سايز احنا بنعمل كنترول سايز ممكن تجيبنا زي السب جروب اناليسيس كومبوزيت اند بوينت كومبوزيت اند بوينت السيكيورتي والاكوفلنس والنان انفيريال. السب جروب اناليسيس يعني انا عندي مجموعات في العينه السامبل اللي معايا عايز اعرف مثلا التاثير على الفيميل والميل. طيب دي هناخد جروب ميل فيميل يعني عندي 1000 واحد و 500 400 ميل 600 ميل عايز اعرف الفرق بين الميل والميل. طيب عايز اعرف الفرق بين الاوبيس والنان اوبيس فاشوف الاوبيس حصل ايه في والنان اوبيس حصل ايه في. عايز اعرف الفرق بين الناس اللي عندهم دايبيتك وهم دايبيتك فاشوف في ال 1000 دول مثلا في 50 واحد دايبيتك اخد جدولهم منهم دايبيتك 50 واحد حصل فيهم ايه. عندي مثلا 1000 واحد عندي مثلا بروستات بروبلم وهناك ما فيش بروبلم اشوف الفرق بينهم ايه. 100 واحد بيستعملوا بيتا بلوكر و100 واحد ما بيستعملوش بيتا بلوكر عايز اشوف الفرق بين استعمال بيتا بلوكر بداخل السامبل الرئيسيه الاساسيه اللي هم ال1000 السامبل اللي عندي اقسم السامبل بقى سيجمنتيشن او شرايح او جروب اشوف الريزلتات تمام. ده بيسموه ده اللي هو السب جروب تمام. فده يعمل لي يعني انا باخد نتائج اكتر بس يعتبر اوفر يوز وممكن في الانتربريتيشن يعمل لي مشاكل وانا تسمي ريسيرش وميس انتربريتيشن وادخلني يعني انا عايز اركز على المفروض ان انا بحث عنده عشان كذا وماش ادخل نفسي حاجات كتير جدا لانه هيجلل لي الباور. انا عندي مثلا دلوقتي انا سامبل ككل 1000 بشوف مثلا تاثير دواء معين ده مثلا مخفض الضغط في الالف دول كلهم الف هنا والف هنا الف بياخد دواء ده اسمه الدواء. انا عايز اشوف كمان في الالف دي يخفض الضغط للناس اللي هم عندهم ضغط وعندهم سكر مش عليهم الف عليهم مثلا 500 الناس اللي عندهم ضغط وعندهم مثلا اوستيوبروز هلاقيهم مثلا 40 واحد بس انا هاخد الوزن بتاعتي على 40 فديت هيجلل كم بيتجلد فهيجلل ايه الباور. فالمهم حاجة في النقطة دي بالنسبة للاختبارات أعرف إن الـ Subgrouping بيعمل لي Mis Interpretation وبيعمل لي Sub-Optimization Care وبيجلل لي الـ Power ده الـ Subgrouping تمام؟ فلو جاء مثلاً Result قال لك Result دي يا Subgroup وبعدين جاء لك إيه رأيك في الـ Result دي؟ مثلاً Mis Interpretation نتيجة لأنها Mis Significant ونتيجة إن الـ Sample Size قليلة وغالباً عشان الصندوق كويس قليل. الكومبوزيت اند بوينت نفس الفكرة بس بدل ما انا بقسم الديفيجن جروب لا انا بزود عندي الاوبجيكتيف اللي انا بجيبه تمام. يعني مثلا قلت ايه ال 1000 دول مثلا 1000 بيشرف عندي اشوف عندي فيهم الكنترول بتاع الديبيتي يعني كمان بالمرة اشوف الكنترول بتاع البلاد بريشر بالمره اشوف الكواليتي اوف لايف اوف بيشنت طيب وكمان بالمره اشوف التفكير بتاعهم عن الستاف بتاع التمريض وكمان اعمل لهم كوشنير اشوف التفكير بتاعهم عن الفيزيشن الفارماسيست وبعدين بالمره كمان اسالهم هل عندهم مشاكل اقتصاديه ولا لا يعني اشوف الفارماسيست بتاعتهم هل عندهم قدره يشتروا الدواء ولا مش الدواء. طب اشوف كمان بالمره مستوى النولج بتاعتهم هم مستوى النولج بتاع المرضى يعني النولج نفسها اختلاف النولج بيختلف في الكومبلينس بتاع البيشنت والكلام ده. فانا كده حطيت لنفسي اوبجكتيف كتير جدا الاند بوينت دي كمان
تمام كومبوزيت اند بوينت، يعني بدل ما هجيب حاجه واحده بس بالمره بقى، انا ما دام معايا 1000 دولار اخد منهم كل حاجه دلوقتي مش عارف احسبهم بعد كده. تمام فده الكومبوزيت اند بوينت. انا الدايمن اند بوينت المفروض تبقى واحده او اثنين بالكثير عشان اركز عليهم، بسموهم المين اوبجكتيف اللي بعد المين اوبجكتيف. وبعد كده احط السكندري اوبجكتيف المفروض برضه اثنين ثلاثه، احط مثلا 10 20 سكندري اوبجكتيف في البحث بتاعي. الكومبايند ممكن انا لو عايز اجيب مثلا مورديتي مورتاليتي فممكن اقول والله انا هاخد الضغط والسكر واخد المقاد الانفكشن واخد الكونجكتيف كارد فيلير واخد الستروك الحاجات دي مع بعض. تمام دايما عشان تطلع نتائج قويه اركز على الاند بوينت البرايمري، ده رايي اللي انا عايز اعمل عليها البحث بتاعي. تمام الادفانتج في التلفاز الكومبوزيت اون بوينت ان انا بعمل نوسنج البرايمري اوت كام، ما عنديش يعني يبقى عندي اكثر من برايمري اوت كام بجيسه، اقدر اعمل اكثر من بيبر بالنسبه للنشر وانشرها، اقدر اخد نتائج كثيره جدا من مجموعه معينه، يعني انا مثلا عندي 1000 بيجنت اخد منهم نتائج كذا بحث، محتاج استنبل كثير اوفر الوقت بتاعي اوفر التكاليف، لكن المشكله عندي اني لو استنبل فايل صغيره النتائج هتكون مش كويسه اصلا، لازم اخد استنبل كبير استنبل فايل كبير. دي ادفانتج ان هيبقى في ديفيكالتي في انتربتيشن، هتبقى عندك نتائج كتير جدا عندك صعوبه في النتائج بتاعتها. الميس اكسكيوشن برضو انت مش عارف الغلط الاساسيه بتاعت مين، انا مثلا المورتاليتي حط ضغط وسكر ومش عارف، طب مين هو سبب الوفاه فيهم؟ ما فيش حاجه معينه. طيب انا خدت مثلا في الكنترول جلايسيميا عندي الاوبيسيتي عندي الستريس عندي الثايرويد عندي الكتينز عندي كذا كذا افكت بيأثر لي عندي الدراج انتر اكشن عندي الديفنس نون كومبلاينس عندي الاكونوميك فاكتور، انا ما اعرفش بقى حصل ديليوشن مش عارف مين بالظبط السبب الاساسي فيهم. طبعا في حاجات من ناحيه السيستم انا بتعمل بوست هوب بوست بعد كده طلع لك مين فيهم بالظبط اللي هو الاشد، يعني اللي هو صاحب التاثير اكتر، او اخد كل واحد فيهم على حده شويه، بس تبقى في صعوبه في الستاتستيك، يعني عايز واحد يعني ايه زي ما نقول محترف في الستاتستيك عشان يعرف يخلص الاختيارات بتاعته. الاستراتيجيه اند بوينت دي اللي هي النقطه البديله، يعني انا مثلا عايز اجيب لي ستوك اعمل بحث على ستوك، فانا بشوف اشوف ستوك اشوف لك حسنا نفسي اجيب ستوك والكلام ده، لا انا اشوف بالظبط فيجر لما جبت بلاد بريشر يديني انديكيشن للستوك بريتنشن، لما جيت مثلا اللو دنست ليفد كوليسترول يديني انديكيشن لتاج فاستر ديزيز، لما جيت مثلا بري ماتير كومبليكس كومبلكشن يديني انديكيشن للمورتاليتي، يعني انا بجيب حاجه عشان توصلني لحاجه ثانيه يديني ديبريشن يعني تنبؤ يسموها لوجيستيك ميجريشن او مالتي ريجريشن حسب بقى التست في الداتا، بحيث ان يعني بضيف يعني انا اسهل جدا بالنسبه لي اضيف اللود نفسي ليبت كنترول على ما اتمنى ان البيشنت يحصل له كارد كاست ايفنت. تمام وبالمره برضو ممكن نعمل ديفنشن. تمام انا كيس ستدي راندمايز كنترول دبل بلايند ترايل از ديزاين تو تيست ذا ديفرنس ان كلينيكال ريسبونس ريت بتوين اريثرومايسين و اموكسيسيلين when used in the empirical treatment of acute upper respiratory infection in children based on the information provided with one which one of the following would be suspected as a likely weakness of this study even before reviewing the results. يعني ايه نقطة ضعف في الدراسة دي حتى احنا قبل ما نراجع الدراسة بتاعتها. The use of surrogate markers the ability to blind the study the large number of secondary outcomes the use of statistical tests. اول حاجه بالنسبه للستاتستيكال تيست هو ما اتكلمش خالص هنا على الستاتستيكال تيست، اساسه الكلمه اللي جايه عن مينا اللارج نمبر اوف سكندري اوت كام، هو هنا بيتكلم على اوت كام واحد بس اللي هو تريتمنت اوف اكيوت ابر ريسبيرتوري انفكشن. السيروجات ماركر برضه ما فيش نقطه بديله، هو دخل مباشره على الحاجه اللي عايز يجيبها، وهنا الاجابه اللي هو لابريس تو بلايند، قدرة ان اخلي الدراسه المريض والانفكتيفيتر الاثنين ما يعرفوش مين اللي مكسوسيلين او مين ايسوميسين، ايسوميسين بيعمل جاستريك بروبلم وهيبان هيتعرف يعني ان هو بياخد الايسوميسين.
The result of randomized control trial between two drug treatments for depression displayed no difference in the response between the two groups. The value is greater than 0.05. The study also reports that they subsequently carried out an analysis of the group based on the following subjects with regards to the set of research subjects with a family history of depression and subjects who were women. They found a significant difference in response between the two treatments, value less than 0.05. For men versus women, we joined this study with a group of pharmacy students. Which one of the following best described what the students should know? Five. The finding of difference between men and women in this study should be tested in a prospective study. Post hoc subgroup analysis are generally useful for showing difference between subgroup of patients. There is no need to make statistical adjustments when comparing the results of each subgroup. It is expected that men and women will respond differently differently to the best pharmacology. طبعا هنا اللي هو خد موضوع ان هو البي فاليو هنا اقل من 5% في الومن والمن، بس هنا دي سبجروب. فما دام سبجروب فهو محتار، محتاج يعمل دراسه ثانيه. يبقى الفايندنج الديفرنس بين مين اند وومن ان ذيس ستدي في دي تيست ان ابل تيست ستدي، محتاج ان هو يدرس ستدي مستقله عشان ياكد ان الفرد فعلا هو سيجنفكت ولا. طيب في عندنا حاجة اسمها superiority و equivalence و non inferiority. دي انا بعمل عند الكلينيكال ترايل، يبقى ليه هدف او انا بعمل الديزاين ده ازاي؟ ليه؟ اغلبية الكلينيكال ترايل بتعمل اللي هو superiority trial، يعني انا عندي دواء عايز اعرف ان detect the difference between experimental treatment و الديزاين الدواء الموجود عندي. عندي دواء عايز اعرف ان هو في فرق بينه وبين دواء تاني. ديتن دي في فرق بينها وبين الكنترول او بينها وبين الدواء اللي موجود جديد. يبقى ديزاين تو ديتكت ديفرنس بين اكسبيرمنتال تريتمنت، ودي هي الكليكال ديزاين. الاكوفلانس ترايل انا عايز اقول ان ده زي ده، مفيش فرق بينهم. تمام؟ مفيش فرق بين الاثنين. يبقى ابسنس اوف مينينفول ديفرنس، في غياب الفرق اللي هو بيسموها باي اكوفلانس ترايل. انا عندي في البراند نيم مثلا فولترين، وجات شركات ثانيه صنعت الفولترين، تمام؟ عملت مثلا اولفين، عملت كاتلان، عملت اي دواء ثاني. المهم ان هو مثلا عندي براند نيم في الفولترين، عايز اشوف الفولترين 50 مللي ده هو نفس الكفاءه في الاولفين 50 مللي، هو نفس الكفاءه تحت الفولترين 50 مللي، فبعمل فيه كونترايل انه ده اسمه اكوشن. طيب من انجلوتي انا عايز اقول انه ده مش اقل منه، ممكن يعني مش زيه بالظبط، ناحية الكلينيكال مش وحش، مش اوحش منه. Not clinically worse. Not less effective. تمام؟ أو زيرو. يعني هو مش أقل منه في الكفاءة. تمام؟ عندي دواء عايز أقول إن الدواء ده كلينيكالي نفس الكفاءة بتاعت الدواء، مش أقل منه. Not inferior. تمام؟ نان-انفيرتي مثلا كمثال لي كان في الأنجان كيميثيراتان ألون، عايزين نشوف الكيميثيراتان ألون لحاله هل مفعوله زي وان الدريل ومثل الاند بوينت. تمام؟ ده ماشي. بنحط طبعا فرض في النان-انفيرتي ده ان يكون يعني لو فرض مثلا طلع حدود معينه مثلا اقل منه ب 10% مثلا اكسبتد، بس احنا حاطين رقم الاول اقل منه 3% اقل منه 2% اقل منه 5% في رقم احنا حاطينه. وبرضه في البيئه كريستال بنقول ان احنا الاضلاع زي بعض مثلا بفرض 2% فرض 1%، يبقى احنا ايه؟ عارفين الدواء. بالنسبه انا فكرت في حاجات اسينشال ضروريه فيها الكنترول جروب، لازم يكون اكسبتد دراج، لان بقارن حاجه اكسبتد ما ينفعش يقارنوا بلاسيبو، ما يعملوش اقل من بلاسيبو. تمام؟ الدوزس لازم تكون ايكوال دوزس، الكلينيكال كونديشن نفس الحكايه، نفس السيستم، يعني نفس الظروف، السامبل سايز نفس السامبل سايز،
كل ما تفهم بالزايد أكبر، كل ما كانت الدور تحت الدراسة أفضل وأقوى. هنا عملت سنتر دبل بلايند لسيبو كنترول غير الجنوال اللي عندنا توصل من 837 بيشنت في أيضا تريتمنت ويز مارجين تريتمنتد ويز أوميجا 3 فاتي أسيد أو لسيبو مارجين ذا primary and end point was the rate of cardiovascular event defined as fatal and non-fatal cardiovascular event and recurrent coronary intervention. Data were analyzed according to the intention to treat analysis with the use of Cox potential hazard model, grant death and hazard ratio CI for the margin time 0.78 إلى 1. هنا دي non significant عشان فيها الواحد. In the pre-described subgroup of women green with ALA was associated with the following hazard ratio 0.73 هنا برضو 0.51 إلى 0.03 هنا برضو نانت المستخ إن هم بينا دي أكبر من 7 أكبر من 0.05. طب إيه السؤال بقى؟ When the study was being designed, أول ما خممنا الدراسة, which one of the following choice describes the outcome for which the study was most likely to have been power? احنا عملناها ايه بالضبط؟ ايه كنا عرفنا من ايه؟ Difference in the rate of the complete outcome for the cluster event, difference in the rate of the spontaneous coronary intervention, difference in the rate of the complete outcome in women, no best answer. No best answer دي عشان no statistical difference, طبعا لا لما في best answer. بالنسبة للكومبوزيت اوتكام في الومن ده سب جروب, بالنسبة للبيتا فيس كمان برضه يعتبر سب جروب, الإجابة رقم A. هو كان عندي الاند بوينت بتاعي بتفكر ايه. Randomized control trial comparing the new drug for seasonal rhinitis to current best treatment uses an equivalent design concluding that the two treatments are equivalent. Which one of the following statements best describes the results of the trial? Answer: best convergent interval for the treatment effect fell entirely within the pre-specified limit. The design of the study was of moderate and either treatment was compared to placebo. The outcome in the two arms of the trial were identical. The results of the study were inconclusive, indicating that a larger study needs to be performed. There was no significant difference between the two groups. And I will randomize it. Clinical trial. And you know, it comes to 20% of the interval for the treatment effect still entirely within the risk with the five limits. We have done it in the ان احنا عندنا مثلا رقمين يقول لك السي اي دي مثلا من 0.1 الى 0.18, يبقى عندي 95% كونفيدنس يعني ثقه انه المين افكت او التريتمنت افكت بتاعي واقع بين الرقمين دول, بين 0.1 و 0.18 الرقمين موجودين في السي اي. يعني ناخد التفصيل في الان انفيتي ترايل كومبير ذا نيو انتيبيوتيك تريتمنت A with what current standard treatment B, which one of the following best describe what the researcher set out to prove. هنا non-inferiority, انا عايز يقول ان الدواء ده مش اقل من الورقين. The treatment A is better than treatment B, treatment A is worse than treatment B, treatment A is not worse. The A is not worse, مش اقل منه. طيب بالنسبه للاناليسيس بتاع الكلينيكال فايلز ازاي نعملها اناليسيس, الاستراتيجي بتاعها في الكلينيكال فايلز ان احنا عندنا ثلاث حاجات اناليسيس, يا اما انتشن تو تريت اناليسيس او بري بروتوكول اناليسيس لاك تريتمنت اناليسيس ضمن الحاجات اللي بتيجي فيها اللي برضه بتكتب البورد. انتشن تو تريت يعني از ات از زي ما هم كده, انا باخد البيشنت دول تريتمنت والبيشنت دول كنترول وسيبهم. راجل في التريتمنت ده بياخد الدواء ما بياخدش الدواء ماليش دعوه, هحكي برضه تبع الحسابات الاخر تمام.
الراجل ده خد جرعه زياده، خد جرعه اقل، بينام بدري، بينام متاخر، بيصحى بدري، بيصحى متاخر، ماليش دعوه بيه. از ات از ده انتشن تكريت. يعني دي بقى فايدتها ان هو اندر يوز كونديشن كده بيساوي هو الناس في الطبيعه. انا لما ادي ناس في الطبيعه كده الدواء بتاعهم، في ناس بتاخد بانتظام، في ناس بتورمل، في ناس كمبيلانس بتاعها عاليه، في ناس ممكن بيلانس، في واحد بياخد الدوز يغلط واحد دوز مرتين، في واحد ممكن ما ياخدش النهارده كان في بعد الغدا جه في ماتش الكوره وما خدش، راح الشغل نص دواء في البيت. فانا بعمله كظروف طبيعيه. فالانتشن تو تريت اناليسيز دي بتدي لي الاسبكت بتاع تريتمنت اندر ليجل كونديشن. تمام؟ الجهاز ممكن ما يعملش ادهيرنس مش عارف ايه، ماليش دعوه بيه، هاخده ضده في الحاجات بتاعته. تمام؟ طبعا ده بيعمل لي اندر استيميت للتريتمنت بينفيت. يعني انا مثلا ازاي في البيشنت 100 بيشنت خد الدواء، منهم مثلا 60% خف و 40% ما خفوش. لكن هم لو ماشيين على الدواء بانتظام بدل 60% خفوا، لا في 80% هيبقى في افكت فيهم. فبيعمل لي ديليوشن اندر استيميشن اندر استيميشن تريتمنت. تمام؟ بس ده يعتبر هو الموست كومن ابروش للكلينيكال ترايال ريزلت. يعني افضل واحد فيهم لان بيعمل لي الظروف الطبيعيه بتاعت الانسان اللي عايش فيها. ده البروتوكول بيقول لك لا انا في خطه بحثيه معايا تمشي عليها بالظبط. تاخد الدواء 3 مرات في اليوم ب3 مرات في اليوم. تاخد 50 مللي يبقى هم 50 مللي ما تزودش. تاخد حبه واحده يبقى حبه واحده. في مثلا دواء بتاخد يوم يوم بيوم يوم. مواعيد نوع 19 يبقى مواعيد 19. ماشي. طيب لو الدوش هتكون ادهيرنس يروح مستبعد يطلعوا بره يطلع الله. تمام؟ يطلع بره الايه الدراسه خالص. هنا هو بيديني الترو افكت بتاع الدواء. بيديني الترو افكت بتاع الدواء. فبيديني هنا طبعا يعني استيميشن كويس للافكت بتاع الدواء. بس عندي مشكله هنا في حاجتين، ان انا اللي بمشيه ده بيجري لي ستاندرد. يعني افترض انا عندي مثلا 200 واحد فيهم 30 مش ملتزمين، مشيتهم بيجي 72 او كمان 20 مش ملتزمين بيجي 52. فالستاندرد كل ما كبر الباطنه بس بتبقى فيها مشكله. تمام؟ فما اقدرش اعملها جنراليزيتي، اما الفاليديتي الجنراليزيتي بتاعتها بتبقى. طيب ايه المشكله الثانيه؟ ان مقياس الادهيرنس، تعريف الادهيرنس نفسه، يعني ايه ادهيرنس؟ يعني هو البيشن مثلا لو اتاخر ساعه في الدواء يبقى كده الادهيرنس ضابط. طب هو لو بينام مثلا مواعيد شغله داخل معاه رمضان مش عارف ايه، فالادهيرنس بتاعته دي تعريفها ازاي؟ هيلتزم بنسبة كام؟ ايه تعريف الالتزام بتاعه؟ هل في البرنامج بتاعه ان هو هيعمل رياضة ولا مش رياضة؟ هل موضوع الاوبستي مأثرة ولا مش مأثرة؟ هل في مثلا اديوكيشن معين محتاجه البيزنس محتاجه؟ ضبط تعريف ايه؟ فهم غالبا بيجيب ان طبعا الادهيرنس عشان نجيب في كوشنرات حاجة زي موريسكو تيست، بتعمل موريسكو تيست للبيشنس تقدر تقول ان ده البيشنس ده عندي ادهيرنس مثلا بنسبة 70% 80% 30% كده، في حاجات يعني موجودة. تمام؟ بس تبقى اوفر لود على الارباح. ادي تريد قال لك احنا هنعمل حل وسط، الراجل اللي هو ايه بيلخبط ده في الدواء مش ملتزم والكلام ده احنا ناخده ونوديه تبع الكنترول. تمام. لما اجي اعمل الاناليز بتاعتي عندي مثلا 15 دول ما كانوش ملتزمين في عندهم لان كميه بتاعتهم الريزيلانس بتاعتهم مش كويسه، ممكن ياخد الدواء بانتظام ومالهم مثلا اثناء الفتره اللي دي نون سموكنج راحوا بيدخنوا ممنوع الصهر فبيسهروا. فالمهم دول احنا هنحاولهم بقى ناخدهم من الجانب بتاع التريتمنت بحطوه في الجانب بتاع الكنترول. يبقى احنا كده ايه السامبل سايز برضو قاعده محافظين عليها. تمام؟ ده بقى مشكلته بقى ان هو ايه كده موضوع الراندمايزيشن اللي احنا عملناه في الاول كده هو بوظه. يعني ممكن احنا حاطين هنا 15 واحد اوبيس وهنا 15 واحد اوبيس. دول 15 اوبيس اللي في الناحيه اليمين دول اللي هم في التريتمنت منهم خمسه مش متوازنين، فرحنا وديناهم الناحيه الثانيه. الكنترول ده عندنا 20 واحد اوبيس في الكنترول وعندنا 10 اوبيس في التريتمنت فقط، فده برضه هيدور لي موضوع الراندمايزيشن. When describing the results of randomized controlled clinical trials, investigators report using an intention to treat. يعني ايه زي ما هو as it is. Analysis to analysis the data, the results of their investigation comparing to their score heart failure. So no difference in the number of hospitalizations for the compensated heart failure between the treatment groups. Given their method of data analysis, which one of the following is correct? Right. The method of the intention to treat. New difficult to issue regarding a lack of dollar provide a good measure of effectiveness under these clinical conditions cannot provide an estimate of method effectiveness
may overestimate actual treatment effect. طبعا قلنا احنا البيشنت تريت بالنسبه للباور هي باور بتاعتها كويسه ان هو ما طلعش حد من البيشنت. بالنسبه كمود وطاير ان استيميت اوف ميسيك افكت لا هو بيديني استيميشن للميسيك افكت نعم تبقى اندر استيميتد مش اوفر استيميتد زي اللي تحت كده. فاجابه ان هي ايه بروفايد ا جود ميجر اوف افكت اندر يوزر كونديشن. A study has been designed to investigate whether a certain drug plus chemotherapy treatment is better than drug treatment alone in the management of rheumatoid arthritis. After randomizing the patient, a small proportion of the drug plus chemotherapy group decided to drop out of the study or omit some treatment decision specified in the research protocol. What is the correct way of analyzing the subsequent data? جماعة اللي هم في جماعة كده قال لك ان احنا هنعمل دروب اوت يعني مش هنكمل الدراسة. افضل طريقة ان احنا نعمل الاناليسيس الاستادي ازاي؟ assume the patient have withdrawn their consent, exclude this patient from all analysis, extend the trial recruitment to make up the numbers, include this patient's outcomes in the drug plus chemotherapy groups, interview the patient and report their group stability. هل نعتبر الجماعة دول خلاص انسحبوا ولا رحنا جايبينهم ولا اكسكلوب نطلعهم من الدراسه ولا نمد الدراسه كمان ونحاول نعين ناس من مكانهم ولا انكلود ذا بيشنت الاختبارات بتاعتنا؟ احنا نعتبرهم انتشن تو تريت از تيت نعمل لهم ايه؟ انكلود نعملهم في حالاتنا برضه هم مشي برضه نعملهم في حالاتنا تمام؟ طيب كان يوتريك من فور اتيو اسايتس has been developed and shown to be effective in animal model plus its effect in a small number of patients appeared promising. يعني عملنا دراسة كده عليهم في animal كويسين ومجموعة صغيرة من الناس كان الدراسة واعدة. However, there are some concerns with regard to visible heterogeneous safety but no case has been accepted in studies that far which is the most obvious next step in these drug development. هم نعمل case control study, double blind randomized تنسيبه وهنعمل الضرب بين الكنترول ستادي ولا اوبن ليبل مثل السؤال ده احنا جاوبناه قبل كده. يا دبل راندمايز كنترول ستادي لان هو اصلا احنا قلنا ما دام هو قال لك انيمال معناه ان هو كده لسه داخل على فيس 2 وفيس 3. فيس 3 ده هو بيعمل فيه دبل بلايند راندمايز سيبو كنترول ستادي. لو قال لك بقى ان ساكنة انيمال دي وقال لك الماركت او اكتر فيس 4 والكلام ده في توكسيستي والحاجات دي يبقى عندنا حاجه من اثنين لا كيس كنترول لا كوهورت ريبليكيت واحده من اثنين تمام. لو كان رير ديزيز يبقى كيس كنترول مش رير ديزيز يبقى كوهورت ريبليكيت. ثاني سؤال زي كده قال لك انيمال اذا في انيمال يبقى هو لسه في الدراج ديفلوبمنت تمام. هو كده في الدراج ديفلوبمنت يبقى احنا لسه شغال يعني في التيك 3 يبقى هو يعمل هي دبل بلايند رندمايز كنترول ترايل. لو هو قال لك في الماركت خلاص بعت سكور والكلام ده وبيشنت فادوا وحصل تكسيس فيه وبعت تكسيس الكلام ده يبقى انا اشوف لو التكسيس دي حاجه رير يبقى كيس كنترول ستادي. لو حاجه مش رير وعايز اشوف الاكسبوجر اسبابها ابدا اشوف اللي هو الكوهارت ستيك ستيك. Which of the following is correct concerning intention to treat analysis? It is a variation of meta-analysis analyzing the specific study in blind, double-blind, placebo-controlled trial. It is a study where all increased patients are treated with the active drug. It is a study where all non-compliant patients are removed from analysis. It is a study that analyzes all patients randomized to the study. It is a study comparing the effect of treatment with placebo or active treatment and also a similar group of non-study doctors. احنا قلنا في الـ patient treat يعني as it is يعني الـ patient بناخدهم كلهم في الدراسة اللي هي رقم 4.
من الابلكيشن امثله يعني لبعض الدراسات اللي حصلت وحصلت في برنامج كلينيكال ترايل دراسه عمل فيها بريزن بلس بروبستين فور سكندري بريتنشن الكتروني ار دي في، يعني ان الومن اللي هي بوست منبوزل بناخد مجموعه نديها استروجين مع بلس بروجستون ونشوف الاكتيفيت على السكندري بريتنشن الكتروني ار دي في، ومجموعه ثانيه كنترول ونقارن بينهم. الاوبجيكتيف بتاعنا ان احنا نحدد نشوف البريتنشن بتاع الكارديو هارت ديزيز في المجموعتين. راندومايز بلاند بلاسيبو كنترول، يعني مجموعه بتاخد الاستروجين ومجموعه بتاخد البلاسيبو، وكان هنا الفولو اب 4 سنين متابعه لل الاند بوينت عنديهم في البيتان اللي بيسوها انه يحصل مايوكاردال انفكشن او وفاه بسبب مرض اي كرونيك هارت ديزيز. السكندري ان هو عزاله الكوز مورتاليتي. تيست اناليسيس طبعا الحاجات دي في الدايكوستيك ان هو ياخد في تيست الحاجات اللي هي ريت او كونتينوس داتا، وياخد تاي سكوير للحاجات اللي هي ديستومات او الحاجات اللي هي نومينال عشان يقارن بين المجموعتين. بالدور اناليسيس طبعا بيشوف سامبل سايز، كل ما سامبل سايز كبير هنا قبل ماير والكوكس دراسية ديريشنال هازارد عشان نشوف السرفايفل السنسورنج من الناس اللي بتبتدي. السيروجات اند بوينت هنا النقطة البديهة اللي بتجيب هو بيجيب ال دي ال اللي هو جينيتك لايجو بروتين كوليسترول. تمام الريزلت بتاعتهم طبعا بيشوف كام واحد حصل له هنا مقادر فاشل او قهر الزيس الناحية الثانية كم واحد محضروط، ويقارن بينهم حسب الداتا بتاعته النومينال اذا كان حصل او محصلش النومينال ادى هياخد كاي اسكريب. وصلنا كده لنهاية المحاضرة اليوم، وان شاء الله تكون استفدتوا وموفقين ان شاء الله في الاختبار. ان شاء الله بكرة نكمل بقية المحاضرة. المحاضرة زي ما قلنا احنا شاملة كل حاجة تخص عن كل ديزاين، يعني تغنيك عن انك تبص في الكتاب بتاع البورد او اي حاجة تانية. حاولنا نجمع في اكبر قدر من الاسئلة، معلش انا بحاول اسرع شوية عشان الوقت وفرض التوقيت برضه. تمام وربنا يوفقكم ان شاء الله جميعا. ان شاء الله المحاضرة الثانية بكرة باذن الله نفس الوقت من الساعة 4 العصر بتوقيت القاهرة للساعة يعني حسب ما تخلص 10 9 8. التسجيل ان شاء الله هيكون مع دكتور محمد ياسين. لو حد عنده اي سؤال ولا استفسار ان شاء الله دكتور حسن يسمع دلوقتي ان شاء الله. طبعا موضوع الريسيرش نقطة مهمة انا كنت اتكلم فيها. اولا بالنسبه لاختبار البورد 45% بتيجي من النون برودكتس وخاصه الستوري ديزاين والبيسكس، لان هم بيعتبروا الستوري ديزاين هو منبع العلوم الداليه كلها، يعني كل العلوم اللي انت بتدرسها سواء اي علوم تدرسها منبعها من الستوري ديزاين، يعني اي كتاب مؤلف او اي بحث منشور او اي بحث معمول او اي جايد لاين هي منبعها اساسا من الستوري ديزاين. فبيهتموا جدا بالستوري ديزاين، وحتى هم متقدمين أصلاً عننا كتكنولوجيا وكطب وكهندسة وكعلوم عسكرية كعلوم اجتماعية بسبب أنهم مهتمين بالريسيرش مثل الحاجة اللي بعد كده. أن احنا ممكن مش موضوع يعني درس بورد بس، احنا ممكن أي صيدلي فيه عندنا مفهوم خطأ أنه محدش بيعمل ريسيرش ديزاين يعني أبحاث وينشرها غير الناس اللي شغالة في الجامعات، وده مفهوم خطأ. أي واحد عنده خلفيه بس يكون يعرف ازاي يعمل كل ريسيرش يعمل كل ديزاين ممكن يعمل بحث عنه، ممكن يعمل عنده بحث في الصيدليه بتاعتي لو شغال في الصيدليه، ممكن يعمل بحث في المستشفى لو شغال في المستشفى. طرق بسيطه جدا جدا يعني ابسط ما يكون. انا لو دخلت على النت وعملت في الجوات كوشنير بيبقى عباره عن 5 أو 7 اسئله بالكثير، 10 اسئله ماكسيموم موجودين. يعني مثلا كوشنير بيقيم مثلا البروستات هايبرفيت. تمام عباره عن 5 اسئله اترجمهم للعربي، المرضى اللي هيخشوا عندي
جاوب لي على الخمس اسئله دول. جمعت الخمس اسئله دول اعمل لهم بعد كده اناليسيس وانشرهم بيبر. الكواليتي اوف لايف اوف بيشنت يعني حوالي 10 12 سؤال. البيشنت كان عنده سكر بيعاني من كذا 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 كذا. المريض يجاوبهم. تقييم مثلا السكرك او الكنيبس اللي بتحصل مع السكر. هم 8 اسئله اسمه كده اسمه في اف 12 او في اف 8 او في اف 9 ده عباره عن كوتشنير من 8 اسئله او من 7 اسئله او من 12 سؤال. بيجاوبهم البيشنت هو واجب الصيدليه كان في عندك ده. انا رحت المستشفى ومسكت الفايلات بكده وشفت الفايلات الناس عندهم سكر مين السكر بتاع كنترول ده مين من كنترول هطلعت كده بليبر ما عندي في المستشفى بريفلانس 80% من الناس اللي عندي في المستشفى مثلا كنترول في حاجه اسمها مورسكي كوشنير ده بيقيم الكومبلاينس بتاع البيشنت ده عباره عن حوالي 6 اسئله بسالهم البيشنت اجابته عليهم يقول لي الراجل ده كومبلاينس مثل كذا تمام. في مجالات كتير جدا من البحث ممكن اعملها اشوف مثلا الناس اللي خدت البورد دي ايه مثلا البارير انه يكمل دراسات عليا ماجستير دكتوراه مثلا ايه البارير اللي قدامهم ممكن اشوف كده البارير تحت الكونتينوس ايديوكيشن ايه اللي منعه 10 12 سؤال يوضحهم حتى بالانترنت على الناس اللي واخده البورد في المجموعات افضل من اللي عملت كده تمام. في يعني طرق كتير للبحث سهله جدا والناس اللي شغاله في المستشفيات دي او شغال حتى في الصيدليه انت شغال في الصيدليه ممكن تعمل ابحاث كتير جدا جدا بس للاسف ان احنا ما حدش كان موجود يوعينا وعندنا الفكره ان هو بس دكتور الجامعه هو اللي بيعمل ابحاث وينشرها والكلام ده. لا اي انسان باي مهنه كانت ما دام بس يعرف طرق البحث ازاي ويبدا يمشي السكت والنت دلوقتي مليان يعني انت ممكن اي موضوع كان في بحث ممكن تلاقي كوتشنير او تلاقي طريقه البحث ازاي موجوده انت بس تعملها موديفيكيشن للسوشيال اللي انت موجود فيه ان الكوميونتي اللي انت موجود فيه المجتمع اللي انت موجود فيه طبعا تحتاج لغه سليمه تشوف حد كده شاطر كده ونور كده في اللغه كده يراجع وراك. ممكن نعمل جروب كل ثلاثه حبايب كده مع بعض كده تمام يتجمعوا مع بعض ويعملوا مثلا بحث في نقطه معينه تمام مثلا انعكاس الناس اللي خدت البورد انعكاس مثلا المستوى بتاعها على المبيعات الصيدليه هو قبل البورد كانت مبيعات صيدليه كام وبعد البورد كانت مبيعات صيدليه كام تمام. السبسكشن بتاع الناس اللي عندك اللي بيخش صيدليه الناس في الصيدليه عندك اعمل لهم كده كوشنير صغير كده السبسكشن بتاعهم عن الادويه تمام. اتفضل يا ريت انا بتكلم ان هو لو لسه الدواء في طور البحث يعني هو عمل انيمال ده الانيمال ده لسه اسمها بريك كلينيكال يعني هو قبل فيس 1 بريك كلينيكال انيمال بريك كلينيكال فيس 1 مجموعه صغيره من الناس الهيلثي يعني حوالي 50 واحد كده هيلثي بنقول عليهم التست تمام بنقول عليهم التجارب بتاعتنا ونخش في فيس 2 عشان نعرف التست الفيس 1 ده تمام. فيس 2 بيبقى مجموعة أكبر شوية 500-600 واحد بنشوف عليهم بقى البايو افيلابيلتي والسايد افكتس والكلام ده عشان أشوف النتائج حاجة أكبر بعمل كلينيكال ترايل فيس 3 تمام. فالأنيمال ده مش تبقى الأنيمال ده بيبقى بري كلينيكال ستادي مش فيس 3 الأنيمال تبقى بري كلينيكال ستادي الفيترو والأنيمال دي اسمها بري كلينيكال ستادي بعد كده بشوف أنا خلاص شفت السيفتي بتاعته في الأنيمال والكلام ده ببدأ أشتغل على ناس هيلثي في فيس 1 عدد قليل كده 50 واحد 60 واحد اسال عليهم بشوف ايه بقى السيست بتاعته كانت سيست شديده الرجي مش عارف الحاجات دي بعد كده في التست ابدا اشوف بقى الكاينيتيك والبايوفيلتي والدوز هتبقى ازاي والكلام ده. فيس 3 هبدا اخد بقى على مالتي سنتر اشوف اعداد كبيره 3000 4000 5000 واحد اشوف سيست الست ما كانتش واضحه في قبل كده اشوف الدوز فورم افضل دوز فورم هتبقى ازاي. فهنا هو بيقول لك ان هو في البريء عمل على الانيمال في نتائج برومسن بس في شويه سكسست على الليفر وعمل في جروب صغيره اللي هي فيس 1 انا هعمل ايه بقى؟ ايه التست اللي تختاره؟ وما ينفعش اعمل التست كنترول لان هو اصلا ما خدتهوش البيشنت انا التست كنترول دول عندي بيشنت خدوا وظهر عندهم المرض بشوف اسبابه ايه؟ ده التست كنترول عندي مرض خلاص عندي مرض بشوف اسبابه. طيب ما ينفعش اعمل كورس ستادي ليه؟ كورس ستادي انا عندي بيشنت بتاخد وانا بتابعها هيحصل معاها المرض ولا لا؟ عندي في الكوهورت ستادي ناس بتاخد الدواء ناس عاديه بتاخد الدواء انا بتابعها
لكن في الكيف كنترول انا بعمل ريكروتنج يعني تعيين لناس متعينه شغاله بيشنت. وغالبا البيشنت على فكره بياخد فلوس يعني اللي بياخد ريكروتنج للكلينيكال ترايلز بياخد حوافز راتب شهري ياخد ادويه مجانيه ياخد حاجات كده يعني بتعملها الشركات. تمام فده الهدف ببساطه كده. اذا كان عندنا انيمال ستادي معناها ان الدواء لسه ما اتباعش في السوق يعني لسه كيس 1 وانا ما فاضي بري كلينيكال دخل كيس 1 مجموعه هيلثي كلينيكال كيس 2 بيشنت فعلا بتعرض قليل يبقى الخطوه الثالثه عشان اتاكد ان تشفت الكلام ده ان هو قال لك في احتماليه تشفت ده ما فيش حد ظهر عليه يعني في احتمال عالي تشفت بس ما فيش حد ظهر عليه يعني هشوف بقى لان كنت شغال على كام؟ شغال على 50 واحد على 200 واحد 300 واحد هشوف 5000 10000 يعني كلينيكال ترايل كلينيكال ترايل ممكن توصل 50000 تمام؟ ما تجيبش عن 2000 عن 1000 يعني اقل من 1000 ما تبقاش كلينيكال ترايل عدد مفتوح يعني 50000 100000 مش مشكله انا بشوف عدد كبير بشوف بقى تشفت الكلام ده. طب لو الدواء كان خلاص ده هو متباح في السوق اكتر الناس استعملته وظهرت عندها تشفت ظهرت عندها تشفت لو ظهرت عندها تشفت يبقى اشوف الناس اللي ظهرت عندها تشفت طلعوا عليهم ايه؟ كيس كونتروستد. طب انا خايف انه تظهر منه تشفت خايف طب بعمل عليه بروسبكتيف وهورت ستاد يعني هشوف الناس اللي بتستعمل الدواء ده لو هتابعهم بقى سنتين ثلاثه اربع سنين خمس سنين حصل عنديهم مشكله ولا لا. طيب لو انا ما عنديش كنترول يعني عندي ناس بتاخد دواء بس ما عنديش كنترول بيعمل حاجه اسمها لونجيتيدنال ستادي. لونجيتيدنال ستادي يعني هي كوهورت ستادي بس بدون كنترول ما فيش عندي كنترول. هم في ناس بتابعهم انا مثلا 100 200 واحد بياخدوا مثلا بياخدوا ستاتين عشان يظبط الليبت الكوليسترول عندهم. فهو بروح كل ثلاث شهور اشوفهم عملوا الليبت تيست الليبت بروفايل واشوف الليبت عندهم اخباره ايه. هل جمع على 2.6 من المول او 870 ولا 140 واشوف الجايد لاين من 70 هي ايه بالظبط. في جايد لاين همشي عليه لا مثلا الامريكان ولا انجلاند ولا استراليا ولا بتاع مصر ولا بتاع ماليزيا. تمام فده اللي هو الفرق ده. يا رب يكون الاجابه كافيه شافيه. الاختبار يا جماعه برضو بيبقى على فكره سهل جدا ما تهبوش في الاختبار مش عارف ايه الكلام ده. والحاجات اللي هي مالتيبل تشويس بتبقى فيها ميزه انك انت ممكن تجاوب على ريل سكيورتي. النقطه دي ما تنفعش يبقى التبعيد يبقى خليهم مثلا اربعه من الخيارات دي ما تنفعش اربع خيارات التبعيد يبقى خليهم ثلاثه خليهم اثنين. تمام الاثنين دول الحاجه اللي جالتها قبل كده هتلاقيها جايه في الخط. الحاجه الثانيه دايما اول اختيار هو غالبا الصح ما هوش يتردد كتير. اول انطباع في الفيرست تشويس في المالتيبل تشويس غالبا هو الصح. الحاجه اللي فيها اجاوبها وانتهي اللي بعد ما اقعدش افكر كتير عشان لو اروح عاملها فلاج في علامه فلاج كده في اللوحه تحت الكمبيوتر عامل عليها فلاج واخد علم جنبيها كده في الاخر ترجع تدوس على الفلاج عليها تاكد اقول لك انت ايه مجاوبها على ايه ما تكتبش حاجه عشان لو الاختبار بيبقى 100 سؤال و100 سؤال تبقى الاسئله مترابطه ببعض يعني ممكن تلاقي سؤال في ستاتستيكال مع زي ما حاليا قلت دلوقتي في حاجات مثلا دي فاليو موجوده وتبع حاجات في ديزاين في الادويه مثلا متاخده من كاردي كاستلر او من اتش اي في وهكذا. وربنا يوفقكم جميعا ان شاء الله. والله البيست واي تو ستادي ديفرنت شابتر هو الاستادي اصلا يعني الناس زي ما بيقولوا مذاهب. في ناس تحب تذاكر وتلخبط يعني تذاكر الشابتر وتعمله تلخيص تمام يعمل له رسومات ومش عارف ايه والكلام ده. وفي ناس تذاكر تحب تحل اسئله. وفي ناس طبعا احنا اللي يهمنا بالنسبه للبورد حاجتين اخد قاعده علميه كويسه جدا بس بخطه علميه. الحاجه الثانيه ان انجح في البيت انجح باي سكور مش مشكله سكور ما فيكش في الوضع ده 500 زي الجيت 80 تمام. افضل طريقه عشان انجح هي اول حاجه لازم الم بالاربع اصول اللي هو ثلاث نقط الجيت الجيت الستادي ديزاين البيس ستيب والرياضي ايشو والاكونوميك الاربع دول عليهم 45% حط عليهم الكارديولوجي 60 ادي 65% برضه نجاح 62.5 تمام يبقى انا عندي ادي 6 شطر بالظبط
ريجن بالترتيب بالاهميه، الاهم في الاقل اهميه، اهم واحد في الديزاين، بعد منه البايسيك، بعد من البايسيك اللي جاي في ايشو، بعد جاي في ايشو الفارماكوك نمبر، تمام؟ بعد فارماكوك نمبر كارديولوجي 1 وكارديولوجي 2، دول ست شباب، ست شباب دول انت تذاكرهم كويس كده نجحت في ده، لازم تذاكرهم يعني 100% يعني مش كده غلط، تمام؟ بعد كده خش على البديت بقى الحاجات بقى، خش امبيولاتوري، خش في ناس طبعا حسب وقتك برضه لو مزنوق يعني مثلا ممكن تقول لك تقعد شباب لو مزنوق بدياتريك برياتريك في شطر مثلا انت حاسس نفسك مش قادر تجمع فيه زي الاتش اي في والكلام ده، في تلاتية صعبه ومش عارف ايه ممكن تحذفه، بس ده انا برضه ما اشجعش يعني مش بقول لك لازم تحذف، بس بقول لك لو مزنوق يعني خلاص وقتك ما فيش ممكن ادراج رايه سريعه يعني عارف ان اخد يسموها ايه فوتو بيكتشر، عارف الكروس سكشن ستادي سناب شوت، العقل البشري على فكره في منتهى الذكاء بس احنا للاسف مش مقدرين جينتنا، يعني احنا جينتنا نفسها مش مقدرينها، ممكن حاجه انت عينك جت عليها مره واحده فقط مش غيرها مره واحده بس، لو تركيزك عالي في الاختبار هتجيبها، جت عينك عليها مره واحده حتى فلان ده انا بس ايه يعني مستلطفه انا شفته قبل كده مرتاح له خلاص، يعني السؤال ده النقطه دي انا جات متوقعه ده انا مرتاح لها ده عدت عليا قبل كده، تمام؟ قدرات العقل البشري رهيبه يعني انت لو في حاجه الواحد جراها مره واحده انت شغلها بس شافها بعينه كده بسرعه، على فكره القراءه السريعه بتثبت المعلومه اكثر من القراءه بدقه، لو يقرا كده ويرجع يقراها مفصل اكثر ويخلص بسرعه، اسمها القراءه السريعه، دخلت كده على النت كده وخدت كتاب القراءه السريعه على الكتب ضمن الارشادات في القراءه السريعه ان انا اقرا بسرعه، كل ما اقرا بسرعه نشاط المخ يزيد وتركيز المخ يزيد، حاجه ده الواحد ايه اهم ست شباتر الفري ديزاين البايو ستاتستك نزلات الايشيو فارماكوكنوميك الكارديولوجي 1 كارديولوجي 2 دول اهم ست الريجيون كفيل دي عليهم 20% الاربع الاقلين دول عليهم 45% كانوا 40 قبل كده هم حاليا 45 في 5% في البورد كله عامة بتيجي من بره كتاب البورد من 5 الى 10% بتيجي من بره كتاب البورد هي مش من بره من بره يعني بمعنى بس هو ايه بيرمي لك كلمه في البورد وما يشرحهاش يعني مثلا جاي هنا ديفرنشال نون ديفرنشال ما شرحهاش ممكن في الاختبار كده راح يجيب لك الديفرنشال دي بتعمل underestimation ولا بتعمل delusion هي بتاعتها underestimation non differential بتعمل delusion تمام يجيب لك مثلا حتة زي مثلا ال quasi experimental ما جابلكش تصنيفها في ال evidence quasi consult quasi experimental study ما جابش تصنيفها ما جابش هل هي في ال evidence based اقوى مثلا cross sectional ولا اضعف تمام الحاجات دي برضه احنا بنحاول يعني ايه نحطها عشان نغطي الموضوع المذاكره حاول كده يعني ايه ركز على الست دول الثلاث دول والثلاث التانيين تخلص فيهم على طول بس اهم حاجه تخش الاختبار هذا من الست دول ربنا يوفقك بعد كده حل الاختبارات تنظيم الوقت في الاختبار ما اعرفش اشرح جدا يعني ما ديش ايه في سؤال صعب ده مش عارف احله واتفكت اللي فاضل هحلك انا هحلك سؤال في جرامر واحده بس في الوقت هو يعني الفريق مبدعون هنا بسم الله ما شاء الله شباب بحيكم اسئله كتير جدا الشباب باذن الله المحاضره اللي انطلقت النهارده فيها اكثر من 100 سؤال وحله بالكومنت بتاعه الكومنت في الحل مش هتلاقي الكومنت بعد الاجابه هتلاقي الكومنت تحت رجعت ليش يا دكتور نرمين والله يا ريت بس انا عارفه الوقت عندي مزنوق 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 ليه طيب ف هياخد وقت في التحضير بتاعه يعني مش عايز اديكم حاجه كده وخلاص تمام ظبط انت الكومنت تمام ونشوف ان شاء الله احفظ الوقت يعني سكولارشيب في ماليزيا لازم الاول تقدم مع الجامعه وتجيب لي في الجامعه وبعد ما تجيب لي في الجامعه تقدم على سكولارشيب تمام
الدراسه في ماليزيا نظامين، في بالنسبه للماستر يعني في كورس وورك وفي ماستر بحث ريسيرش. الكورس وورك بتدرس فيه محاضرات وامتحانات نظري وشفوي والكلام ده، وتحضر في المستشفى مدة سنة شهر في كل قسم تجريد، يعني اللي هو راوند كل شهر مثلا في الانتولوجي، شهر في الميثولوجي، شهر في النيرولوجي، شهرين في الكارديولوجي، شهرين في الانتنتيف كير زي كده. وتعمل بحث رسالة بحثية كده ثلاثة كده، ده اسمه كورس وورك ماستر. تمام. النظام الثاني ريسيرش فقط، انك انت هتروحي تعملي بس بحث، يعني الماستر بتاعك كله عباره عن بحث من اول ما هتبدا لغايه ما تخلصي ماسكه نقطه بحثيه معينه شغاله تحتيها لغايه ما تعمل الكورس ماجستير. طبعا الافضل كورس وورك انك تاخدي فيه جميع المقررات، يعني اللي في بورد اللي عندك بتوسع، يعني هي تقريبا نفس مقررات البورد بس بتوسع. ده من الحاجات اللي سهل لي انا دراسه البورد، يعني انا بعد ما خلصت الماجستير دخلت البورد تقريبا شهرين وقت الامتحان، ما لقيتش في طبعا انا في شباب كتير حاجه يعني زي الجرياتريك والجرياتريك والنيتك و اتش اي اللي هو الانفكشن ديزيز والانفكشن ده كله ما حاجات ما خدتوش على المعلومات اللي عندي من المصدر وخلاص دخلت الامتحان. بس بالنسبه لست شباب الاساسيه في الدكتور طيب. بالنسبه للفلوشيب بقى الماستر كورس وورك ما فيهوش فلوشيب، هي بتاع حسابك الدراسة كلها على حسابك. تكلفة الدراسة حدود 50,000 جنيه بالنسبة للدراسة نفسها، اللي هي دراسة المصدر نفسه 50,000 جنيه. ومصاريفك الحياتية بقى حسب بقى عدد الأسرة، عازب متزوج مع عائلة في مدارس الكلام ده، متوسط 2,000-3,000 ريال أو رمبت يعني 5,000 جنيه مصدر في الشهر في الشهر لو متزوج، لو أعزب حوالي 2,000 جنيه تكفي. تمام. بحس ان لو قاعد بحس في المدينه الجامعيه، في المدينه الجامعيه تقريبا يعني نت الدراسه بتاعها ببلاش، ما هو ببلاش مصاريف سكن حدود 250 جنيه في الشهر، لكن لو سكن بره طبعا هتبقى سكن على حسابه وكل حاجه على حسابه لو متزوج، المتزوج غالبا سكن بره. في الدكتوراه لا، في فيلوشيب بتبدا بعد القبول بتعمل بروبوزال الخطه البحثيه وتجيب في الجامعه في القسم في الجامعه وتعمل لها سكشن ليها وابروفل، وتاخد ابروفل من السي ار سي في المستشفى اللي هو الايثيكال ابروفل في المستشفى اللي هتشتغل فيها وزاره الصحه، تبدا بعد كده تقدم على فيلوشيب. الكلام ده باخد له يعني من 6 شهور لسنه. بتخش طبعا تغطيات على مستوى الجامعه كلها، يعني تقريبا مثلا بياخدوا 20 او 30 في السنه لو البحث بتاعك كويس وانت عايز تسد معاهم في الاسئله والكلام ده بتاخد الفيلوشيب. ما حصلش نصيب بتقدم في المره اللي بعديها، ما حصلش نصيب وهكذا لغايه ما ربنا يسهل انت كنت واحده من اثنين. تمام. في بالنسبه للناس اللي جايبه 80% فما فوق في البكالوريوس ممكن نقدمه في المانيا، ممكن نقدمه في انجلترا، ممكن نقدمه في سويسرا، ممكن نقدمه برضه في استراليا. في منح دراسيه بكالوريوس بس لازم يكون جايب 80% على الاقل في البكالوريوس او 85 تقريبا. دي بس يطول بالي، يعني الاول بيتواصل مع المشرف، المشرف يواطئ الحاجه في الاول حاجه عشان يشوف الايجابيليتي، يعني هو ينفع يقدم ولا لا. دي بتبقى عباره عن كوتشنير موجود في السايت بتاع الجامعه في المكان بالويب سايت، يدخل كده بيانات هقول له انت ايجابيلي، يعني انت تنفع تقدم او نون ايجابيلي. بعد الجامعات لما تقدم انت اوراقك وده كده بيبقى عليك ايجابيلي او نون ايجابيلي. تمام. بعد الايجابيلي تواصل مع المشرف تاخد منه اوكي ان هو هيوافق من المشرف بتاعك ويقترح عليك الموضوع بتاع البروبوزل بتاع الخطه البحثيه. تعمل خطة بحثية وتقدمها. بعد كده تقدم على السكولارشيب قبل ما تروح هناك. ما جربتش في السكولارشيب وقت بدأت رافع، ما جربتش في السكولارشيب وعايز تبدأ رافع على حسابك اتفضل. بس طبعا المصاريف بالنسبة لألمانيا مثل ألمانيا، بالنسبة لأستراليا وإنجلترا غالية جدا. بتبقى يعني خيالية يعني. تمام؟ أنا عايز لك مثلا 1,000,000 جنيه عشان تخلص ماجستير يعني في إنجلترا مثلا. تمام؟ بالنسبه لالمانيا التعليم فيها فري مجانا، والمعلومه دي انا عرفتها في محطه الباسبور ده. المانيا التعليم فيها فري مجانا ماجستير ودكتوراه. تمام. فدي برضه فرصه ممتازه. وفي جامعات حكوميه المانيه بتدرس باللغه الانجليزيه. فده ممكن
في جامعات اكثر طبعا بتدرس باللغه الالمانيه. اللغه الالمانيه طبعا انك انت بتدرس الماني 6 شهور او سنه تتقن فيها اللغه الالمانيه، تجيب جريد بي في اي وبي سي ودي، تجيب جريد بي تقدم وهي بجبل ان شاء الله، يعني لو ما في هي تقديرها كويس في البكالوريوس فرصتها عاليه في القبول، بس طول بال يعني في اجراءات التقديم لان طبعا في منافسه كبيره، المدرسة مجاني تفتحش أي تكاليف للدراسة خالص ألمانية غير مصاريف الترمية تحت الجامعة، يعني مثلا 200 دولار تقريبا أو 150 دولار بتعوضهم إنك أنت بتاخد اشتراك في الخدمات العامة مجاني، يعني تركب القطار ببلاش، تركب أتوبيس ببلاش، تركب الأندية ببلاش، حاجات اجتماعية مش عارف إيه كله ببلاش، ده مقابل 150 بيطلع بيهم 150 او 200 دولار بتطلع بيهم اللي هو الكورنيه بتاع الجامعه. لكن المصاريف بقى تيكن فيس والمصاريف الدراسيه الشهريه اللي هي كل سمستر بتجيب على الجامعات الثانيه في المانيا ما فيش، هي مصاريف بس اللي هو الاشتراك للخدمه الاجتماعيه في الجامعه. دبر بقى مصاريفك الحياتيه، لان برضه في المانيا في ميزه انه مسموح الدراسه الشغل اثناء الدراسه. يعني في ماليزيا هنا مش مسموح لك انك تشتغل اثناء الدراسه. لازم تكون مرتبط تفرغ كامل. في استراليا برضه تقريبا ممنوع الشغل اثناء الدراسه، لكن بالنسبه لالمانيا مسموح انك تشتغل اثناء الدراسه، لو عايز تشتغل اثناء الدراسه مش مشكله عندك. يعني بيديك عدد ساعات معينه ما يقل تقريبا 40 ساعه في الاسبوع، هتشتغل مثلا خمس ايام اربع ساعات. تمام؟ انا هدخل هجيب الدخل بتاعك اكلك وشربك ومصاريفك والكلام ده. في لو استدي ان جيرمان، لو دخلت على النت وكتبت استدي ان جيرمان هتلاقي مواقع تفتح كتير، ممكن تختار موقع منهم، ممكن ابعت لحضرتك على الفيسبوك بتاعي ان شاء الله انزل لكم الموقع بتاع الدراسه في المانيا اللي عايز يبص عليه ان شاء الله في الفيسبوك. تمام؟ يعني هي الشروط مش صعبه، يعني هم تقريبا بس يعني عايزين دي جدا بمعدل تقريبا 80% بالنسبه لانجلترا. في المانيا تقريبا 75% وبتقدم ديوه شوف الجميل قدام دوكي، وممكن تقدم اكثر من جامعه الجامعات شنو تجيب هنا وهكذا. في جامعات برضه بتبقى عايزه لغه، فاللغه برضه مش بارير قوي عشان الناس برضه اللغه لو درست في شهور هتتقن اللغه الالمانيه، واي حد ما دام انت اتقنت لغه اوروبيه انجليزي مثلا هتلاقي الفرنساوي بيشبه الانجليزي، الالماني بيشبه الانجليزي، الايطالي، الاسباني، هتلاقي الكلمات يعني ايه الاختلاف في نهايه الكلمات في القواعد. هتلاقي الكلمات متشابهه شويه، مش فرق كبير يعني، اللغات اطلع واحد كلها. لغه مش بارير يعني اللي هو الواحد بيكون مدرك. يا ريت الناس تشجع كده يعني تحاول تعمل صحوه علميه في مصر، ما تبقاش ترتيبنا كده في دول العالم كده قبل ماذا في زيمبابوي دي ولا غانا ولا في ماذا قبل ليبيريا. تمام؟ للاسف يعني. وموضوع البحث زي ما قلت والله على فكره مسهل جدا ان الواحد يعمل كوتشينير او بحث بسيط جدا ويشارك مع زمايله، يشوف حد يعرفه مثلا في الجامعه يراجع معاه يوريه خطوات البحث يترجم يساعده في الطرق. الاول هو لو عمل بحث مره اثنين خلاص كده اوتوماتيك هيعرف يعمل بحث وينشر، لأنه يعني برضه على فكرة تقييم الدول لما يجي يحط هو مثلا تقييم الدول من الناحية العلمية والكلام ده بيشوف الدولة دي نشرت كام بحث. فتلاقي مثلا دولة زي إسرائيل نشرت مثلا 10,000 بحث في السنة. والدول العربية كلهم على مع بعض كده ما نشروش 2000 بحث. ليه؟ لأنه الأفراد العاديين بينشروا أبحاث. يعني مش شرط أنا أكون دكتور في الجامعة أو دكتور في الجامعة عشان أعمل بحث. لا بالعكس، هو أنا كدكتور في الجامعة أو حتى دكتور في الجامعة أو شغال في الجامعة، البحث بتاعي بعمله فين؟ بروح المستشفى أو بروح الصيدلية. بعمله فين؟ بروح المستشفى وعم بشتغل عند الصيدليه. فانت انت انت اصلا موظف في الصيدليه، والمرضى بيجي لك كل يوم سواء كان كوميونتي فارماسي او انت قاعد في الصيدليه في المستشفى. فممكن استغل الوقت بتاعي ده واعمل بحث مرض معين. الافكار كتير موجوده وسهله، وحاليا الانترنت سهل الموضوع. انا يعني عشان اعمل كوتشينير زمان كان اقعد افكر واعصر في مخي وهكون السؤال ازاي والسؤال ده فاليد ولا مش فاليد والكلام ده. دلوقتي انا اخش على النت اجيب كوتشينير فاليد، يعني ايه فاليد؟ يعني اتعمل لي تيست قبل كده واختبر وليه ان هو صالح لتجميع الداتا والفاريابيلتي بتاعته والفاريابيلتي بتاعته معتمده. فانا اخد الكوتشينير ده بالحرف واترجمه بس واعمل لي موديفيكيشن على الواقع الموجود عندي. تمام؟ لو في سؤال مثلا محتوج في صيغه ما تنفعش في المجتمع اللي عندي بس اعمل له بس
تغيير واعمل كوستنير معايا مثلا 2 3 4 زمايلي والله ممكن نعمل مع بعض يعني انت مثلا نجمع 50 واحد في الصيدلية عندك وانا نجمع مثلا 50 واحد في الصيدلية عندي وانا 150 نعملهم مع بعض ونعمل ديجا بنشرها مع بعض ببحث مع بعض يبقى حتى لو انت بتحب تكمل دراسه مثلا ماجستير دكتوراه انت عندك فكره عن البحث اذا اشتغلت ما تبقاش حاجه غريبه عنك يعني تمام الناس اللي شغاله في المستشفى دي المرضى تحت يد يعني ممكن تعمل ملفات تعمل فارماكو اكونوميك ستادي تعمل كوشنير كوشنير حاجات سهله يعني اسهل حاجتين في البحث طبعا الكيس ريبورت والريبورت الكيس ريبورت صعبه لانه عايز واحد يعني ايه لما احد بيقوله قاعد جنب المريض وغالبا احنا عندنا الدكاتره اصلا اللي بيكتبوش السايد افكت في التقرير على البيشنت ولا بيكتبوا الدراج انتراكشن بالنسبه للكورت ستادي وبالنسبه للكلينيكال ستادي عايز ناس معاها فلوس ومثلا بيقعد كتابه فيها فعندنا الكروس سيكشن اللي هي عباره عن كوشنيرات او تتابع حاجه مره واحده او هناخد بعدين الميتا السيستميك ريفيو من السيستميك من اقوى الحاجات في الايفيدنس السيستميك ريفيو ده بتاعت واحد دماغ يعني ايه دماغ يعني انا اجيب الناس دراسات اللي اتنشرت قبل كده يعني مثلا هعمل سيستميك ريفيو عن علاج مثلا الباركنسونيز خلاص وهشوف الابحاث اللي اتنشرت قبل كده في علاج الباركنسونيز تمام هدور كده في جوجل في الميد لاين في مش عارف ايه في الريفرنس الاقي مثلا 30 بحث 40 بحث على الدين بحث دول مثلا فيهم مثلا 5 معمول على الانيمال اروح مطلعها حذفها على مثلا 5 6 منهم كيس كنترول حذفها على هجمع الكيس كنترول اللي هم الكلينيكال ترايل راندومايز عليهم مثلا 5 6 كل اللي هعمله هروح مجمع ال 5 6 دول في مقال واحد في بحث واحد من البحث الثاني اتعمل في مكان ثاني كان كم بالفايس في كذا ونتيجه بتاعته كذا اعمل جدول كده اسم البحث كذا في سنه كذا المثل اللي بيجي تحت الكتاب كذا الجسم بتاعه كذا الكم الفايز بتاعه كذا الغرزه اللي طلعت فيه كذا جمعتهم في الاخر اعمل الكونكلوجن بتاعتي انا انه مثلا والله في 5 ابحاث عملوا كان الكم الفايز بتاعتهم مع بعض مثلا كانوا 100,000 الصفحه بتاعتهم مثلا قالت انه الباركنسون ده احسن علاج ليه مثلا الدوبامين او مثلا المثال ده او علاج كذا احسن ده احسن حاجه للباركنسون تمام او الاسباب بتاعت تيجي تحت مش معروفه او تيجي تحت كذا اعمل كونكلوجن دي افضل يعني سهله جدا ان انا هقعد اجيب الكتاب بتاعتي كده ولا نسخه انزل ابحاث من على الانترنت اخد اللي هو الكنترول فايل منها بس بخصوص الموضوع بتاعي ده واجمعهم مع بعض كتابه في بحث عشان اتعلم اشوف السيستمك ريفيو اتعملت قبل كده اقرا السيستمك ريفيو اتعملت اقرا واحده اثنين هو مكتوبه ازاي طيب كده كده ازاي هو ازاي اجلد الاول اجلد وبعدين ابدا انا من عندي تمام وفي شروط كتير جدا يعني وحددك على مين يعني لو انت مهتم بموضوع معين مثلا انت مهتم مثلا بمرض السكر مهتم مثلا ايه في حاجه عندك في البيت مثلا معينه في مرض معين في العيله مهتم بيه واحده مثلا مهتمه بموضوع الومن ديزيز المجال انت بتحبه ركز فيه وتجمع فيه داتا وتعمل فيه سيستمك ريفيو وتنشرها ده مش محتاجه لا اما لا محتاجه تتابع مرضى ولا محتاج تروح مستشفى ولا تروح صيدليه محتاج تبقى تقدر داخل الملفات انت بتاخد دراسات جاهزه وكل حاجه من انت بس كل كميه تعمل لكم بينات تجمعهم مع بعض تعمل عليها ايه كونكلوجن كده حلوه خالص وطبعا في قاعده في البحث ان اي حاجه قبل ما تنشرها والكلام ده لازم تديها لحد يراجعها لك واحد زميلك كده منور شويه بيذاكر واحد من خريج مبدعون كده نشيط واحد دكتور في الجامعه واحد طالب واخد من الكتير واحد مخاد درس البورد حتى لو انت قوي يعني حتى لو واحد في الجامعه لازم واحد راجع وراه ده مبدا اساس اي حد ينشر بيبر او يكتب حاجه لازم واحد راجع وراه يعمل دبل شيك كره يعني انا ممكن خطا ابر عليه 5 مرات ما اخدش بالي منه يجي واحد ثاني اقل مني علميا يبص عليك يقول لك انا حسيت ان خطا في خطا في السبيلنج في خطا في الدنتيشن في خطا في الجرامر في خطا في الناحيه العلميه في خطا في الكونسيستنسي في خطا في الاتجاه بتاع الناحيه العلميه في اي حاجه يعني يتراجع مره واثنين بس تنشر بحث تنشر بحثين حاجه كويسه لتنشر حاجه كويسه للسي بتاعك برضه حاجه كويسه لو حبيت تكمل دراسه حاجه كويسه للدوله بتاعتنا كدوله يعني يبقى في مثلا يعني لازم السنه دي مثلا نقول ان مصر في 100,000 واحد عاملين بحث طب ما نخليهم 2000 طب ما نخليهم 3000
احنا كام صيدلي واخد البورد في مصر حاليا؟ كتير، احنا رقم اثنين بعد امريكا. لو كل واحد نشر بحث هنفرق بالنسبه ل دي حاجه بسيطه جدا. يعني انت لو انت بتعمل تست للسكر للبيشنت في عندك الصيدليه، تمام، لو انت جبت ورقه صغيره كده وكتبت فيها الايد بتاع البيشنت والجنس الجندر بتاعه ميل ولا فيميل والايديتيشن بتاعه وعنده سكر من كام سنه ولا ما عندوش سكر، طيب انا ممكن اعمل نيو دايجنوز. انا عملت 100 واحد ما كانش عندهم سكر اصلا، طلع منهم 20 واحد عنده سكر، يبقى انا هعمل بحث ان دايجنوز دايابيتس في 20% من المصريين اللي عملت لهم تست ما عندهمش سكر ولا عندهم سكر. ان دايجنوز دايابيتس هعمله مثلا بجانب من البحث عشان يبقى قوي، حاول اكبر السن. الفلات بتاع الفلاتين في اكس دي اي سي فلات اوف السكن اكس اي تي 1 تي وحاجات ثانيه جنبها بس ده المين طبعا. يعني داخل معاها الزهايمر وداخل معاها الكوستاتيك سيلف وداخل معاها الـ او بي دي كله تبع الكرينه الجابت دي. في المصدر كانت الكيس بتاعتي في الدراج انتراكشن. هي امور بسيطه ونحاول نتعاون مع بعض كل اثنين ثلاثه حبايب مع بعض كده، يقعدوا مع بعض كده يعملوا برين ستورمنج، يفكروا مع بعض كده يطلعوا فكره مع بعض يعملوها، تمام، ويبداوا يتحركوا مع بعض. حد عنده اي استفسار تاني يا شباب؟ عفوا يا شباب، احنا نتمنى يعني ايه الناس كلها تستفيد و يعني ميزان حسنات في محسنات ما شاء الله. نتمنى يعني مستوى التعليم في مصر عامة وخاصة التعليم الصيدلي يكون في ارقى مستوياته. يعني على فكرة ما فيش حد احسن مننا، بس للاسف ان احنا ما فيش الخطوة الصح او الطريق الصح، مش ماشيين صح. لكن كقدرات كمستوى كتأسيس الحمد لله والله مستوانا كويس جدا 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 اكثر من متخيل يعني، بس للاسف مش ماشيين في التراك الصح. يعني عايزين نتحط على التراك الصح كده نمشي في التراك الصح. بالنسبه للكيسكو ريبورت والسيستمك ريفيو سهل، بس الكيس ريبورت صعبه شويه مش سهله. يعني الكيس ريبورت يعني انت عايزه تكتبي حاجه فايت اسيت ما يكونش يكون جديد يعني مش معروفه قبل كده، يعني مش ممكن تكتبي حاجه كانت موجوده قبل كده زي يعني مثلا والله ده هو خدها من السنين حصل له حساسيه، ده معروف من الصباح الخير، تمام. الكيس ريبورت احنا بنعمل دوكيومنتيشن لان اكسبكتد اوت كام، يعني اوت كام غير متوقع، تمام، يعني حاجه اتحدث وظهر عليه اعراض ما كانتش معروفه قبل كده، ده الكيس ريبورت. بالنسبه للسيمتمات ريفيو ده امرها بسيط، انت بتاخدي انا عايز اعمل مثلا دراسه عن النيرابس بريكلر نيرابس التهاب الاعصاب في الايدين بتاعت مرضى السكر احسن علاج ليها ايه، تمام، اروح ادور على بريكلر نيرابس ان دايركت في النت جوجل في النت لاين دوت نت مجموعات البحث دي، جمعت مثلا 100 دراسه، ال 100 دراسه دول بناخدها كده بنجمعهم نشوف كم واحده فيهم مثلا دوبليكيتد، كم واحده دوبليكيتد مكرره يعني اروح حصاها، اشوف كم واحده فيهم مثلا عباره كانت عن ابستراكت بس اروح حصاها، كم واحده مثلا انيمال ديزيز معموله على انيمال بس احذفها، كم واحده فيها كانت كيس كنترول ستدي او احذفها، اخذ منها مين اللي هم الراندمايز كلينيكال فاير، هيحصل معايا بعد ال 100 دول هيحصل معايا 10 15 واحده، اروح ماسك كل واحده فيهم العنوان الاسم بتاعها المؤلف بتاعها مين اللي هو ريفرنس بلان بيقول لك بلان اي اول مثلا ستارت اي اول مش عارف مين كده، واكتب السنه بتاعته كام البيت بتاعتها كانت كام الكامبل فاير كانت كام الريزلت كانت ايه؟ الكونكلوجن بتاعتها كانت ايه؟ اعملهم تيبل
بكتب الكلام ده في الديسكشن وبعد كده راح اعمل عليه كونكلوجن كده يعني دي سيستمك ريفيو بس المفروض طبعا ارجعها مره واثنين مع حد تكون عندي خبره بالموضوع بس في طريقه احنا هناخدها ان شاء الله في المحاضره الجايه المحاضره الجايه ان شاء الله انا هشرح لكم السيستمك ريفيو بالتفصيل باذن الله المحاضره بكره يعني السيستمك ريفيو هشرحها بالتفصيل باذن الله يعني التوسع عن موضوع الدور يعني هي فعلا ممكن الواحد يعملها لحاله مش ممكن انا احط ريفرنس برضه ان شاء الله دكتوره امال لو لقيت عندي ريفرنس او بيبر بسيطه كده بتتكلم عن ازاي تكتب الانترفيو ان شاء الله هبعتها لك على عندي انت في الفيسبوك او هنزلها على الفيسبوك عندي بكده لا ان شاء الله نجيب لك الفيديو نفسه او نشتريه لك ونجيبه لك ولو في حد يعني عايز يعمل بحث والكلام ده احنا مستعدين نتعاون معاه او من يعني نساعده وبنتعلم من بعض نساعده يعني يتحرك ازاي يشتغل ازاي يعمل ايه بالظبط وممكن نعمل جروب مع بعض مثلا يعني تبقى في ناس بتشتغل تجمع داتا ناس بتعمل داتا بروسيسنج على الكمبيوتر دخل بيانات بيعمل اناليسيز راح شابك بالستاتستكس مثلا كده نخلق شغل نظام جروبات ما حدش شغال لحاله دلوقتي يعني ممكن تعملي بحث بسيط كوتشنير عن الستدي فاليو في مصر ليه الناس مثلا بعد الدكتوراه ما بتكملش تعليم 10 12 سؤال كده ممكن يكون موجود في النت يعني ممكن يستاهل مجانا مش صعب الستدي فاليو ليه ما بتكملش دراسه هل هو بارير اجتماعي ولا مادي ولا سياسي ولا مفيش اتجاه تعليمي ولا شوف الاسباب بالظبط ويتمشي في مجالات الدفعه العلميه اعتبر السوشيال ساينس ما اعتبرش كبير ما اعتبرش كبير يعني بس انت ممكن تعملي تتخصص صيدله ليه الصيادله المصريين بعد ما خلصوا بكالوريوس مثلا ما بيكملوش دراسه ماجستير دكتوراه تمام او الكونتينوس اديوكيشن مش شرط ما يكتب دكتوراه تكنيكال ديتيشن يعني زي البورد مثلا زي الكواليتي كنترول زي حضور محاضرات تعليميه زي حضور محاضرات اللي بتعملها الدكاتره مثلا زي الدكتور غياب او الدكتور عمرو او اي دكاتره بيعملوا كونتينوس ديتيشن دول الناس مثلا ما تعرفش هل هو مثلا ما فيش تايم ما فيش فلوس مش وقت او ما فيش فايده من الكورسات دي نفسها او ما فيش فايده من التعليم انه يكمل تعليم وممكن في المستشفى برضو عندك تعملي بحث للدكاترة عن استعمال مثلا التليفون في السيرشنج هل الناس ما بتستعملها حاليا لأجهزة الموبايل في السيرشنج عن الدكاترة تعملي ازاي؟ ايه قد ايه؟ ايه نتيجة الطقس؟ الطقس دي يعني موجودة بس مش طقس دي المشكلة اللي وقتي بتاعك ايه؟ خليني 5 دقايق دكتور منتهيين الساعة عندي دلوقتي 3 اللي فلت بالليل الفيلوشيب ولا الفارما دي كلمة فيلوشيب في مصر موظفة غلط كلمة فيلوشيب معناها الزمالة الزمالة معناها دراسة بحثية يعني مثلا نقول زميل جامعة لندن زميل جامعة كذا تمام الزمالة دي معناها انه بروح اعمل بحث في موضوع معين في مستشفى او جامعه لمده سنتين ثلاثه زي ما معانا في الجامعه معمول في مصر ريزيدنسي زي نظام اقامه ناخد اسمها ريزيدنسي هي ممتازه مش وحشه زماله حلوه الفارما دي برضه يعني متاحه بالنسبه لك اوكي الفرق بين الاثنين بقى ان الفارما دي يعني حاليا استبلش دي معروف بالظبط ايه نهايتها يعني هو هياخد الفارما دي شغل في المستشفيات خريجين جامعة اسكندرية في مصر الفارما دي بسم الله ما شاء الله متجمعين حلو خالص يعني شغالين في الجامعات زي الدكتور بيبي او الدكتور اماني او الدكتور محمد زيتون كان شغال برضه في الجامعة في السعودية كلهم دلوقتي معروف الدكتور محمد زيتون برضه حاليا شغال في مستشفى الحرس الوطني في السعودية الدكتور عمرو رضادي الدكتور الزويدي يعني ناس متجمعين كشغل في مصر او بره مصر الناحية العلمية زمالة
الزمالة انت هتاخدي 3 سنين براكتيكال في المستشفيات، تتأكد دكاترة تتأكد دكاترة. لا ننكر ان الدكاترة مستواهم في مصر اقوى من مستوى في الناحية الكلينيكال، لا لا ده حقيقة لا ننكرها يعني، لان هم شغالين في المجال الطبي من ايام ما اتخرجوا تمام، وفي المستشفى ضربوا كلينيكال يعتبر مع البيشنت من سنة رابعة. احنا حتى الناس اللي خريجه كلينيكال هي خدت كورستها شهر في المستشفى، الفارما دي اغلبهم اللي خدوا دراسه في المستشفى على فكره يعني، او حاليا عملهم برنامج في الاول ما كانوا بيروحوا تدريب من المستشفى في الزماله عفوا الناحيه العمليه الزماله عفوا. الفارما دي بتاخد سنه نظري وسنه عملي، الزماله المفروض يعني 6 سنين نظري والسنتين ونص عملي، لكن كمردود شغل بعدين قيمه الشهاده تحت الكروشيب في التعاقدات بره في الخليج مش عارف ايه، معرفش هتكون ظروف ايه. لكن لو عايز كناحيه علميه او براكتيكال يعني الكروشيب احسن طبعا مع فرق الزمن، طبعا برضه في نفس الزمن بالنسبه للبنات بالذات بيهمنا فرق الوقت. الفرما دي سنتين، الكروشيب تقريبا 3 سنوات تمام. الفارما دي في مصر قانونا ان هي ماجستير مهني، يعني لا يسمح بعدها انك تكمل دكتوراه في مصر، معرفش بره هتكون ايه الظروف. وبره برضه غالبا اغلبيه الدول ما تعترض بالفارما دي المصريه، اغلبيه الدول والسعوديه بتسميها ماجستير مهني. اي نعم في ناس زمان اشتغلوا في الجامعه والكلام ده، بس كان برضه يعني يعتبر هو يعني كدرجه وسط بين البكالوريوس وبين المصري. هتشتغل في يمكن حوالي يمكن 8 اعرفهم انا او 7 خريجين فارما دي اسكندريه فقط شغالين في الجامعه السعوديه. يعني شوف حضرتك لو انت عايز براكتيكال الكلام ده فخليك في الكليفت، عايز تسافر الزمن يبقى الفارما دي احسن. عندك فرصه جديد ماستر مثلا في جامعه عين شمس او طنطا والكلام ده تبقى افضل من الاثنين، عشان تفتحي في الطريق لو حبيت تحضري بيت كبير يعني بكره. فاضل دقيقة ونص والفيسيون يشوف. أخذ ملكة. بنطلق مقام إن شاء الله. عموما أي تكملة للتعليم ممتازة. يعني دي فرصة يدرس ماستر جوه مصر ممتاز. ما يقدرش بره مصر جوه مصر وعنده فرصة يدرس بره مصر وظروف المادية تسمح ممتازين. ما قدرش يدرس ماجستير يقدم زمالة مصرية، ما جاتش زمالة مصرية يقدم فارما دي، ما جاتش فارما دي يقدم دبلومة، ما جاتش دواء ده يدرس بورد أمريكا. المهم ما يقعدش كده على البكالوريوس ويقعد كده. عشان حتى يعني يعذر أمام الله سبحانه وتعالى إن هو بذل مجهود إنه يطور نفسه علميا، إذا عنده ثقة في نفسه هو واقف في الصيدلية أو شغال في المستشفى أو اشتغل في الجامعة يطور من نفسه. مش الوقت في حاجة حلال. ربنا يوفقكم جميعا ان شاء الله وفقنا معاكم. شكرا للوقت بتاعكم. نجاح ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.